الأهلي مش مجرد اسم أو شعار، مش بس لون فن اللي يشبه دمنا، مش بس فرحة بكل في لحظة انتصار، ده معنى عايش فينا جوه قلبنا. فرح من فرح فرحتي ذكريات عمري معاه، هو سر قوتي اسمه عندي بالحياة. الأهلي اسمي في القلوب بحروف دهب، مجد اتبنى في سنين طويلة متعب قدام جدودنا. الأهلي هو الأهلي علشان متسبب، مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، دايما منوريني ومشرفيني في قناتكم قناه الاهلي. النهارده يوم خاص جدا، له مزار جدا، احتفال النادي الاهلي واحتفال جماهيره بالنجمه الرابعه والبطوله رقم 40 للدوري العام، نظمها شركه بريزنتيشن، الشركه الناجحه جدا والشركه اللي خدت رعايه النادي الاهلي. ان شاء الله كل التوفيق، النهارده يكون يوم جميل ويوم يليق بحضراتكم ويليق بالنادي الاهلي وجماهيره الكبار جدا جدا. هيكون معايا طبعا الزميل النجم عمر ربيع ياسين. عمر اهلا بيك. كابتن ميدو برحب بحضرتك وبرحب بكل الساده المشاهدين. زي ما حضرتك قلت، يوم ان شاء الله يبقى يوم يعني ناجح بالنسبه لاداره النادي الاهلي وشركه بريزنتيشن، ويبقى حفل ان شاء الله منظمه وتخرج بشكل رائع جدا تعجب كل الجمهور الاهلي. وهيكون معانا ان شاء الله يوم حافل واحتفال النادي الاهلي بالنجمه الرابعه، وهيبقى يعني يوم مختلف ويوم فيه طبعا احتفاليه في احد الفنادق الكبرى. لكن قبل ما يكون في طبعا الاحتفال، هيبقى في حافله خاصه للنادي الاهلي واللي هتنقل اللعيبه والجهاز الفني السابق، لفته طيبه جدا من مجلس الاداره اكيد بدعوه مجلس او الجهاز الفني السابق بكذا كابتن حسام البدري وكابتن سراب حفيظ طبعا وكل الجهاز اللي موجود، علشان يكون على متن هذه الحافله والانتقال من نادي الاهلي الجزيره الى احد الفنادق الكبرى علشان يقام الاحتفال والنجمه الاربعي. اكيد طبعا يعني كابتن ميدو معانا بقى يعني اكيد مشوار الاهلي، واكيد طبعا معانا يعني سواء في بطوله الدوري، وطبعا هنتكلم على تاريخ البطولات اللي النادي الاهلي كسبها، واكيد طبعا هنتكلم على ان البطوله الاخيره اللي خدها النادي الاهلي ده كابتن هي تاني اسرع دوري في تاريخ الاهلي. أكيد طبعا حضرتك شاركت في مع النادي الاهلي قبل كده، وهتقول لنا بقى اكتر يعني كلام حضرتك. اكيد، هو بس احنا عايزين ناكد على الناس، الكابتن حسام بدري هيروح الاحتفاليه ولا مش هيروح؟ هو المفروض يا كابتن ان العميد محمد مرجان دعا كل الجهاز الفني اللي كان موجود قبل كده علشان يكونوا متواجدين، ودي طبعا حضرتك حاجه مش غريبه على مجلس اداره النادي الاهلي. اكيد يعني انا كان وصلني كده معلومات ان الكابتن حسام بدري ممكن يعتذر عشان ارتباطه بتعاقده مع احد الانديه، لكن لسه مش عارفين الكابتن حسام يحضر. لا، اتمنى طبعا ان الكابتن حسام بدري يحضر، لانها تبقى احتفاليه للكل، احتفاليه الكابتن حسام بدري شارك فيها وحقق فيها ارقام في بطوله الدوري الاخيره، وحقق فيها انجازات كمان لنفسه والفريق وللنادي الاهلي، وحقق كسر فيها ارقام هنقولها لكم بعد قليل. لكن ان شاء الله تكون احتفاليه بتلم شمل الجهاز الفني السابق للنادي الاهلي بقياده الكابتن حسام بدري، يا رب ان شاء الله يحضر هذه الاحتفاليه. لكن انا عايز اقول للناس، ناس مستعجله، عايزين نعمل احتفاليه، عايزين الاهلي يستلم الدرع، عايزين نشوف. واحنا كنا بنقول يا جماعه نصبر، الموضوع مش زي ما انتوا فاهمين، الدنيا كابتن خطيب ومجلس اداره ماشي الموضوع بمنتهى التأني علشان كل حاجه تدخل في مسارها الصحيح، ومش عايزين نتكلم بقى على الاحداث السابقه، لكن ان شاء الله كل اللي جاي ان شاء الله يبقى كويس. شفتوا ان النادي الاهلي عمل ارقام ولا اروع عمر في الرعاه للنادي الاهلي، وصلنا ل 900 مليون جنيه واحتمال كمان تدخل في مليار جنيه. كمان شركه بريزنتيشن الشركه الناجحه جدا خدت حق رعايه النادي الاهلي، كمان ان شاء الله الدنيا تتطور وتشوفوا حاجه كبيره ان شاء الله وحاجه جديده في قناه النادي الاهلي. وفي لكل الناس، استاذ خالد توحيد رئيس النادي ورئيس القناه، والاستاذ ايمن بدره وكل القائمين، استاذ عماد، كل القائمين على القناه النادي الاهلي، ان شاء الله تشوفوا حاجه تليق باسم النادي الاهلي. وان دايما بقول ان قناه الاهلي او مشاهدين الاهلي او جماهير النادي الاهلي ما بيرضوش باي حاجه، وانا ببقى فرحان جدا بصراحه لهذه الظاهره عمر، ان جماهير الاهلي ما بيرضاهاش اي حاجه، وحقها بصراحه ان هي بتشجع نادي كبير دايما طموحاتها بلا حدود. والاهلي يا كابتن هو السبب، النادي الاهلي دايما ما بيقبلش غير بالمركز الاول، وده اللي احنا يعني متعودين عليه. الواحد يعني اكيد كان ليه شرف في يوم من الايام ان هو يكون داخل مدرسه النادي الاهلي وداخل كيان النادي الاهلي، وزي ما حضرتك قلت جماهير النادي الاهلي دايما بتكون عايزه المركز الاول. فزي ما حضرتك اتكلمت وقلت، كان في طبعا يعني شركات راعي او شركه صله او شركه برزنتيشن، الاثنين فازوا بالمناقصه سواء بالتيشيرت الخاص بالنادي الاهلي والرعايه او بالبث الفضائي، والاثنين حوالي 900 مليون جنيه داخل على مليار زي ما حضرتك قلت. لكن احنا ان شاء الله يعني بنوعد الجماهير
الجماهير الاهلاويه ان هيكون في تطور كامل لقناه النادي الاهلي، واللي ان شاء الله يعني هي اكيد صوت كل الاهلاويه، واكيد يعني احنا حتى يعني النهارده طالعين معاكم عشان نحتفل بالنجمه ال40 او البطوله رقم 40 في تاريخ النادي الاهلي في بطولاته. النادي الاهلي دايما يعني بسم الله ما شاء الله بيكون رقم واحد في كل حاجه، فاكيد اكيد ان شاء الله يعني الايام اللي جايه هتكون فيها حاجات مختلفه وحاجات ان شاء الله دايما بنكون من الـ من الـ من الاحسن للاحسن. ويعني ان شاء الله بقى يبقى يوم كده كابتن ميدو ان شاء الله يوم حلو نحتفل بيه كلنا مع جماهير النادي الاهلي باللقب رقم 40، ويكون احتفاليه تليق بمجلس الاداره واللاعبين قبل ما ينطلق بطوله كاس العالم، وان شاء الله اكيد المنتخب هيقدم ان شاء الله بكره تدريباته الاخيره قبل انطلاقته الى روسيا ان شاء الله. يا رب يا رب. واكيد برضو الاحتفاليه بالدرع ما بتبقاش حلوه من غير الجماهير اكيد طبعا. يعني ان شاء الله في اقرب وقت اكيد كابتن محمود الخطيب نفسه الجماهير ترجع مجلس اداره، كمان بتكلم اقول الكابتن محمود الخطيب يعني مجلس اداره يعني الاهلي كله، لان هو الممثل او هو الرئيس الشرعي النادي الاهلي، وان شاء الله يفضل رئيس الا ما شاء الله. عايز الجماهير ترجع، عايز الجماهير تملى استاد تيتش، عايز تملى استاد القاهره، كل الاستادات اللي بيروحها النادي الاهلي الجماهير تملاها ان شاء الله، ترجع وتنوروا الاستادات زي ما كنا متعودين عليكم قبل كده. لكن انا عايز اتكلم في حاجه مهمه جدا يا جماعه، لازم كلنا كلام واضح جدا من غير تفاصيل، لازم كلنا ورا النادي الاهلي في اي مكان، ورا الكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب دايما انا اول مره من يوم ما اشتغلت في قناه النادي الاهلي انا اقول رئيس النادي الاهلي كتير جدا، لكن الكابتن محمود الخطيب حقه ان احنا ندعمه، حق ان نقف في ظهره، وحقه ان احنا نقف في ظهر النادي الاهلي زي ما حق النادي الاهلي بيدينا لازم نديه. انا بتكلم للجماهير، الجماهير الواعيه، الجماهير الفاهمه اللي حاسه ان في حاجه مش مظبوطه بتحصل ضد النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي كبير، النادي الاهلي ما بيقفش على حد خالص، النادي الاهلي دايما باسمه بيوقف كل حاجه في الدنيا، النادي الاهلي بجماهيره باسمه باداراته المتتاليه، جماهيره العظيمه، جماهيره اللي بتشرفه في اي مكان، جماهيره دايما في ظهره، سند ليه، وعارفه كل حاجه، وعارفه كل حاجه، وعارفه النادي الاهلي في ظهره، جماهير في ظهره، ومفيش اي حاجه ممكن تهزه اساسا، الجبل عمر الريح ما بتهزه، ده النادي الاهلي وده الكابتن محمود الخطيب. ياما ادى النادي الاهلي وياما ادى لجماهير مصر كلها وجماهير العربيه كلها كل الدعم للكابتن محمود الخطيب، وكل الدعم لمجلس اداره النادي الاهلي، وكل الدعم للكيان الكبير اللي دايما نقف في ظهره، والجماهير اللي فاهمه والجماهير اللي واعيه عارفه كلامي كويس قوي قوي قوي. كان لازم اقول لكم الكلمتين دول لان بصراحه يعني ده اللي اقدر اتكلم فيه. لا كابتن كمان يعني النادي الاهلي عمره ما بيقف على حد، النادي الاهلي مش بس في يعني الاهلي دايما بيكبر من شان اي حد، النادي الاهلي بيكون سبب في تكبير اسامي لعيبه جدا ومدربين جم، يعني اعظم المدربين اللي جم يعني الشهره اللي زادت بعد ما تولوا الاداره الفنيه للنادي الاهلي بقت الضعف حتى اللعيبه، يعني دايما اللي بيبقى موجود في النادي الاهلي بيعرف الفرق ما بينه وما بين اي نادي ثاني موجود في مصر. النادي الاهلي دايما نادي بروفيشنال، كل حاجه فيه احترافيه، كل حاجه من اول ما تخش باب النادي لحد ما تخرج باب النادي يعني على اعلى مستوى، فبالتالي زي ما كابتن ميدو قال النادي الاهلي نادي كبير جدا، فمن حق كابتن خطيب ومن حق مجلس اداره ان يكون الجمهور داعم ليهم بشكل كبير جدا. احنا عارفين ان دايما بيكون في يعني يعني يوم ليك ويوم عليك، يعني ما فيش اي مشكله، في يوم ان شاء الله انت هتبقى راكب الدنيا كلها، في يوم جمهور لازم يكون في ظهر مجلس اداره وظهر اللعيبه زي ما كابتن ميدو اتكلم وقال على دور الجمهور، وكان نفسهم يكونوا موجودين في احتفاليه الدرع، لكن طبعا الظروف القائمه حاليا بتمنع الجمهور يكون موجود، لكن ان شاء الله في اقرب فرصه الجمهور هيرجع تاني وهنحتفل بيه كلنا مع بعض، سواء جمهور ولاعيبه ومجلس اداره، واحنا عارفين ان الجمهور دايما او جمهور النادي الاهلي هو اللي بيكون داعم للاهلي في كل المواقف، وبالتالي ان شاء الله نتمنى رجوعهم في اقرب وقت ممكن. احنا عارفين النادي الاهلي دايما جمهوره ده يعني زي ما بنقول جمهوره ده حماه وعلى الحلوه وعلى المره معاه، فان شاء الله نتمنى ان جمهور الاهلي يكون داعم، وبناكد على الكلام ده تاني علشان الجمهور يكون فاهم وواعي معنى الكلام ده، ان لازم جمهور الاهلي يكون في ظهره ايا كان ايه اللي بيحصل، ومن غير جمهور النادي الاهلي النادي الاهلي ما كانش هيبقى مكانه الكبيره دي الكبيره دي كله. النادي الاهلي موجود بسبب حب الناس وحب الجمهور اللي بيحبوه، مش في مصر بس لا ده في الوطن العربي كله اكيد طبعا. يعني انا كابتن زي ما احنا قلنا حضرتك لعبت وكنت موجود في وسط الجماهير دي، فحضرتك يعني اكيد دور الجمهور مهم، فاحنا بنوعدهم ان شاء الله ان في اقرب وقت ممكن ان الجمهور هيحتفل مع النادي الاهلي بدرع الدوري اللي لسه اصلا لسه النادي الاهلي مستني ان هو يستلم، لسه النهارده يكون احتفاليات بدون درع مظبوط كده. فان شاء الله نتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه تكون افضل لجمهور النادي الاهلي وجمهور الكره المصريه بشكل عام. ده طبعا يعني بعض اللقطات اللي كانت موجوده في السنه اللي فاتت احتفاليه الموسم الماضي، اكيد احتفاليه يعني اكيد كانت على اعلى مستوى، لكن نتمنى ان شاء الله ان النهارده تكون احتفاليه اكبر ويكون فيها شكل مختلف. يعني اعتقد ان اول مره الاهلي يخرج بحافله مكشوفه غير كاس العالم الانديه، يعني فاكرين كاس العالم الانديه كان في حافله او اتوبيس مكشوف الاهلي كان بيلف بيه من المطار حتى وصوله لاهلي الجزيره، وبالتالي النهارده هيكون خروج الاتوبيس المكشوف
من اهلي الجزيره الى احد الفنادق القاهره الكبرى لاحتفاليه كبيره جدا جدا باحتفاله بالدوري رقم 40. يعني انا عايز اكد على كلامك يا عمر ان موضوع الجماهير تحديدا الكابتن خطيب او مجلس الاداره نفسه يرجع الجماهير كلها. طبعا دي حاجه اكيد ما فيهاش شك، لان احنا كلنا عارفين قيمه الجماهير ايه، قيمه الجماهير للنادي للكوره لاي لعبه في العاب النادي، قيمه الجماهير لمجلس الاداره كمان. لكن ابرز مثال او مثال واضح جدا، احنا سمعنا ان الجماهير هتملى استاد القاهره وان هتبقى في ورا المنتخب عشان يرجعوه، طلع في الاخر كام؟ 5000. يعني الموضوع ليس في الامكان يعني اكثر من مكان. ان شاء الله كل الدعم لجماهيرنا انها ترجع بسرعه جدا. كوره والرياضه عموما من غير جمهور زي الانسان من غير روح، ودي حقيقه. يعني احنا لعبنا كوره وكلكم عارفين يعني ايه قيمه جمهور للعيب. هو دايما انا بقول الكلام ده وبكرره، هو دايما بيطلع حاجه استحاله اي حد يطلعها من اللعيب، لا مدرب ولا جهاز ولا فلوس ولا اي حاجه. حاجه واحده بيطلعها الجمهور، بيديله روح وبيديله قوه ان هو يرجع حتى لو تعبان، بيديله روح على المكسب، بيديله اصرار. هو الجمهور بس اللي بيطلع الحاجه دي. ان شاء الله ترجعوا وتنوروا الدنيا من جديد. عمر قال حاجه مهمه جدا، قال النادي الاهلي هو اللي بيعمل. النادي الاهلي فعلا هو اللي بيعمل يا جماعه، مش تقليلا لحد، لكن النادي الاهلي شوفوا على مدار تاريخه، شوفوا اللعيبه كانت قبل النادي الاهلي ايه وبعد النادي الاهلي ايه، شوفوا الشركات اللي بتدخل النادي الاهلي قبل النادي ايه وبعد النادي الاهلي ايه، شوفوا الرعاه، شوفوا المتبرعين، شوفوا 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 الناس بتتمنى تربط اسمها بحرف بس من حروف النادي الاهلي، حرف بس، ان هي تتصور بس ورا شعار النادي الاهلي ويقول لك ده احنا ساهمنا مع النادي الاهلي. النادي الاهلي بيكبر اي حد. وشوفوا على مر التاريخ الناس كانت فين وبعد الاهلي كانوا فين. ان شاء الله تكون احتفاليه تليق باسم النادي الاهلي، بعراقته، بمكانته، بجماهيره، بلاعبته، باجهزته، بكل حاجه، برئيسه الكبير الكابتن محمود الخطيب، وافضل اعيد وازيد وهدعم في هذا الرجل، لانه رجل مش محتاج اي حد يتكلم عليه، مش محتاج اي حد حتى يشاور عليه غير بالخير وبالادب وبالاخلاق وبالالتزام وبالنجوميه وبالكاريزما وبكل حاجه بصراحه. يعني حاجه تليق باسم النادي الاهلي وتليق باسم مصر. عشان كده كل الدعم من الجماهير، بتكلم باسمها عشان انا عارف الجماهير الحمد لله ربي في بيني وبينهم مصداقيه، بتكلم باسمها كل الدعم لهذا المجلس. ان شاء الله يعمل كل اللي هو عايزه. استاد لو الكابتن محمود الخطيب بس قال عايزين نبني استاد، هتلاقي كل جماهير الاهلاويه الاستاد ده يتبني في اقل وقت قياس. اي حاجه جماهير النادي الاهلي بتتمنى بس الاهلي يشاور لها. دول يا كابتن يعني جمهور الاهلي لما بس سمعوا ان يعني عايزين نبني استاد، كله قال احنا ممكن نفتح حساب وممكن نتبرع اللي يتبرع بمبلغ فلاني. طبعا يا كابتن، فبالتالي زي ما حضرتك ما بتقول دايما يا كابتن، ولاد النادي الاهلي بيبانوا في وقت الشده، ولاد النادي الاهلي دايما بيكونوا واقفين وراه. ونتفق نختلف يعني نتفق او نختلف على حاجه يا كابتن، دايما اهم حاجه بالنسبه لنا احنا كجمهور ولاعيبه ومشجعين للنادي الاهلي دايما بنقف ورا نادينا في ايا كان. يعني يا كابتن خلاص احنا دلوقتي في موقف، مجلس الاداره موجود، لازم كلنا نكون موجودين ومتكاتفين علشان احنا يعني ورا كيان كبير اسمه النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما معروف باسمه، احنا مش بندعم، احنا بندعم رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ومجلس الاداره. يعني ايا كان ايه اللي بيحصل، لكن هو ده اللي لازم يبقى موجود. جمهور النادي الاهلي زي ما الكابتن ميدو ما اتكلم وقال عليه ان جمهور واعي جدا وجمهور فاهم، فبالتالي احنا يعني كان نفسنا ان الاحتفاليه دي تكون موجوده وسط او فيها جمهور، لكن لظروف ما اكيد هيكون يعني قبل طبعا ما المنتخب يسافر الى روسيا، فكان من حق اللعيبه ان هي تفرح بفوزها ببطوله الدوري بعد موسم اكيد رائع جدا ومميز جدا. الاهلي يمكن حقق في الموسم اللي احنا بنتكلم عليه ده تاني اسرع مره يفوز ببطوله الدوري، وبالتالي دي احسن فرصه ان مجلس الاداره يجمع اللعيبه والجهاز الفني السابق عشان يحتفلوا بالبطوله قبل سفر المنتخب، ومهمه صعبه جدا للمنتخب الوطني في روسيا بعد غياب 28 سنه. منتخب مصر ان شاء الله هيشارك كمان، في اكيد لعيبه من الاهلي هتكون موجوده مع المنتخب الوطني، فبالتالي انسب وقت ان هو يتعمل الحفله الخاصه ببطوله الدوري رقم 40 هي النهارده. جهد اكيد كبير جدا من شركه برزنتيشن القائمه على تنظيم الحفل، وايضا من النادي الاهلي ومجلس الاداره اكيد العميد محمد مرجان بذل جهد كبير جدا في تنظيم الحفل. وزي ما احنا شايفين ان ما فيش وقت ما بين الفطار وما بين الاحتفاليه، فبالتالي بقى معظم الناس القائمه على العمل ده موجودين من بدري جدا في النادي الاهلي. اكيد الجو كان حر وكان فيه صعوبات، لكن هو ده اللي احنا متعودينه من ولاد النادي الاهلي، دايما بيكونوا موجودين تحت اي ظرف. ومش كده وبس، لا بيحاولوا كمان يطلعوا
يعني احسن حاجه عندهم في الشغل اللي بيكونوا فيه. فنتمنى ان شاء الله ان هي زي ما هفضل اقول يكون يوم يعني يليق بالنادي الاهلي، وكمان الجمهور من خلال الشاشه يكون متواجد معاه. يعني كان نفسنا يكونوا موجودين في الملعب، لكن ان شاء الله تتعوض في اقرب فرصه الجماهير تكون موجوده مع درع الدوري رقم 40 للنادي الاهلي. ان شاء الله تكون موجوده قريب جدا جدا. كمان احنا بندعم مجلسنا وبندعم الكابتن الخطيب تحديدا، وهو مش محتاج دعم اساسا. الكابتن الخطيب اسمه لوحده كفايه، لكن احنا بنقول اللي ضميرنا بيحسنا عليه. وانا عارف انتم متفاهمين الكلام ازاي، وعارفين يعني يا ما صال وجال هذا الرجل بتاريخه وباسمه. عايز اقول لكم كمان حاجه، ما تستعجلوش الامور. يعني احنا ما شاء الله الايام دي غير قبل كده خالص. احنا الايام دي عندنا 100,000 موقع كوره، عندنا 100,000 قناه تلفزيونيه، عندنا 100,000 صحفي، عندنا 100,000، ده انا بقول ارقام يعني قليله، عندنا ملايين النقاد، عندنا ملايين المكسرين المحبطين. فانتوا ما تستعجلوش الامور. استحاله اي واحد اهلاوي هيكون في ايده حاجه يعملها النادي الاهلي اهلاوي بجد. انا بتكلم على الاهلاوي بجد، مش شرط المده اللي قضاها في النادي. انا ضد القصه دي تماما، مش شرط المده. ممكن واحد يكون قاعد في النادي ده يوم، ممكن جماهير، احنا شفنا جماهير اللي ماتت على النادي الاهلي او ماتت عشان فريق النادي الاهلي وهي مقسمه لبستش تيشيرت النادي الاهلي. فبتكلمكم بالحب والاخلاص اللي بجد الحقيقي. اي واحد بيحب النادي الاهلي لو في ايده يعمل حاجه هيعملها في ثانيه. فما تستعجلوش الامور، كل حاجه بتاخد وقتها، كل حاجه بتمشي في مسارها الطبيعي ومسارها الصحيح. المهم تطلع في الاخر، لو حتى بعد وقت طويل بتطلع في الاخر بشكل كويس. مستعجلين على القناه، مستعجلين على الجهاز، مسرب، ما تستعجلوش على حاجه. مش عايزين نجيب الفريق، يزود اللعيبه، يدينا فكر وشكل جديد. لكن النادي الاهلي ما بيقفش كمان على المدربين. النادي الاهلي ياما مسكوه مدربين وشفتوا مختلف المدربين ومختلف الافكار الفنيه، والنادي الاهلي بياخد بطولات برضه حتى مع المدربين اللي هم احنا قلنا ما يستاهلوش ان هم كانوا يمسكوا النادي الاهلي، لكن الاهلي بياخد بطولات، الاهلي دايما ماشي في طريقه. فما تستعجلوش على حاجه، ان شاء الله كل حاجه تكون على قدر وشكل النادي الاهلي الكبير وشكل جماهيره الكبيره العظيمه. نروح لامير هشام نشوف معاه ايه ونرجع لحضراتكم على طول. لسه مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، ومعايا في هذه اللحظات أحد الجنود المجهولة في جهاز النادي الأهلي أو الجهاز الفني طبعا على مدار المواسم السابقة، سواء مع الكابتن حسام البدري أو مع الأجهزة السابقة، وأكيد كان ليه دور كبير جدا في فوز النادي الأهلي ببطولة الدوري. معايا سيمو، هو المتخصص في الفيديو أناليسيز بالنسبة للجهاز الفني بالنسبة للنادي الأهلي. يا سيمو برحب بيك في البداية وببارك لك، وأكيد مجهود كبير أنت قمت بيه على مدار الموسم، ساهمت بشكل كبير جدا بفوز النادي الأهلي ببطولة الدوري، وبالتالي عايز ابتدي معاك النهارده بالاحتفاليه ومدى اهميتها بالنسبه لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنه وانتم طيبين، بس جت متاخره عشان رمضان يعني. الاحتفاليه طبعا ده شيء مهم جدا، ده تكليل مجهودنا طول السنه اللي فاتت. الحمد لله قدرنا نفوز بالدوري الحمد لله، وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله باذن الله. عايزين نعرف بقى الجمهور ايه موضوع الفيديو اناليسز، الشغل بالنسبه لك بيبقى عباره عن ايه، والفرق ما بين الفيديو اناليسز ومحلل الاداء بالنسبه للجهاز الفني. اوكي، الفيديو اناليسز حضرتك احنا بنراقب كل حاجه في الدوري المصري، سواء كان بنلعب في دوري او كاس او البطوله الافريقيه، احنا بنراقب الماتشات كلها، بنسجل الماتشات بتاعتنا كلها، بنقطع على حسب المدير الفني هو عايز ايه. يعني كل مدرب انا اشتغلت معاه هو ليه شغل مختلف عن المدرب اللي قبليه. الكابتن حسام البدري لي شغل مختلف عن مارتن يون. فانت بتشوف المدرب عايز ايه، وبتشوف هو عايز يطلع ايه من المباراه. ده الفيديو اناليسيس. المحلل الاداء انت بتتكلم فنيا، انا ما بتكلمش فنيا، انا بعمل شغل فيديوز بتاع الفرقه، بحضر لك كل حاجه. لو انت عايز تطلع مثلا رايت سايد ليفت سايد الديب، عايز تعمل اللونج بول بتاعتك، تشوف قد ايه كام لونج بول في المباراه، كام لعبنا كام مره من ناحيه الرايت سايد او ليفت سايد، الويكنس بوينت بتاعت الفرقه كلها، كل الكلام ده بيبقى موجود عندنا وبيبقى متخزن. المدرب بيجي يقعد معاك، سواء الاسيست كوتش او الكوتش بيجي يقعد معاك، بتعرض عليه وبيتفرج على الايفنتات. الماتش لو هو 90 دقيقة الماتش ده بيتحول لإيفنتات، يبقى كل إيفنت لوحده، كل حالة لوحدها، وهو يبتدي يختار الحالات اللي عايز يشرحها للعيبة. ما بيفرجش اللعيبة دلوقتي خلاص التطور، اللي أنت ما ينفعش تتفرج لعيب 90 دقيقة على المباراة.
حلو، انت بتفرج على الويكنس بوينت. فكابتن حسام بدري كان من الناس الكويسه جدا في الناحيه دي، يعني احنا ايام كابتن حسام كنا بنتفرج على بدايه المباراه 10 دقائق من بدايه المباراه فقط لا غير، وبعد كده بنعمل محاضره تانية بنعمل الاتاكينج بتاع الفريق اللي قدامنا، وبعد كده بنفرجهم على الويكنس بوينت، وبعد كده بنيجي نعمل محاضره للسيت بيسز. السيت بيسز بقى دي بتتضمن حاجات كتير جدا، عندك كورنر وشورت كورنر وفري كيكس، حاجات كتير جدا. فانت بتبقى مقطع الكلام ده كله، بيجي الكوتش اللي هو كان سيد معوض، كان يقعد يختار الحالات، وبعد كده بياخد الحالات دي بيعرضها على الكابتن احمد ايوب، وبيتفقوا على الحالات اللي هم هيتكلموا فيها، ثم بنعرض الكلام ده على كابتن حسام البدري، هو اللاست ديسيجن، هو اللي بياخد القرار الاخير في الخطه، في مين اللي هيلعب، في الكلام ده كله يعني. فبالتالي اكيد ده كان مجهود كبير، بس عايز اوضح برضو انت ما كنتش متواجد مع كابتن حسام البدري بس، انت تواجدت مع اجهزه فنيه كتير بالنسبه للنادي الاهلي، وكان مستر مارتن يول اعتقد كنت موجود برضو معاه. انا اشتغلت من ايام جاريدو، وبعد كده باسيرو، وبعد كده مارتن، وبعد كده كابتن حسام. اختلاف ما بين كل واحد والتاني، واحد في دول ليه مدرسه مختلفه في الفيديو اناليسيس بتاعه. انت النهارده جاريدو كان بيحب المباراه بتسلسل الاحداث، يعني بياخد المباراه من الدقيقه 1 ثم 3 5 على حسب الاحداث اللي بتجري في الماتش، مع حسب الوقت ماشي معاها، بيمشي مع الوقت بتاع المباراه. لا، جه بعد كده باسيرو كان بيجيب 2 اكشن او 3 اكشن بكتير جدا. بعد كده جه مارتن يول، ابتدينا نعمل شكل مختلف تماما، اللي احنا بناخد الناحيه اليمين والناحيه الشمال، وبناخد العمق والكرات الطويله، عشان يبقى اللعيب عارف كل حاجه في المباراه. يعني هو في حاله الكره الطويله بيلعبوها ازاي، في حاله الناحيه اليمين بيلعبوها ازاي، مين بيخش من الناحيه الثانيه، مين بيامن، الويكنس بوينت، السات بيسز، كل الماتش الريبورت بتاع المباراه بيبقى 10 دقائق. ال 10 دقائق دي متضمنه كل حاجه في المباراه دي. ثم جه بعد كده كابتن حسام البدري، هو ماشي على نفس نظام مستر مارتن يول، بالعكس كابتن حسام برضو الواحد مش عايز يعني يقول حاجه عليه قليله، الراجل كان يعني بيطول جدا في الحاجات دي في المحاضرات بالذات الفيديوز، كان بيحب جدا يوري اللعيبه على اكبر قدر ممكن من المباريات ومن الاحداث في المباراه، علشان يبقى اللعيب لم كل حاجه ويبقى عارف كل حاجه على اللعيب اللي قدامه. وبالعكس وكابتن حسام كمان كان بيعمل حاجه اسمها انديفيديوال بلاير، يعني احنا مثلا النهارده هنلعب فرقه جامده، فبناخد مثلا الفرقه جامده فيه 3 4 افراد، ال 3 4 افراد دول يبتدي يعمل محاضره على ال 3 4 افراد دول، يشوف تحركاتهم في الملعب ازاي، بيمشي ازاي، بيعمل دريبلينج بكره ازاي، بيقف في اي حته، ما بيرجعش ازاي. فكان كابتن حسام برضو ليه فضل كبير يعني في الموضوع ده. اخيرا بقى عايز اسالك عن الفتره الجايه، اكيد فتره مهمه جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي، بطوله افريقيا تعد اهم البطولات بالنسبه للفريق بعد غيابه فتره كبيره، متفائل ان شاء الله الفتره الجايه وبعد خلاص الموسم انتهى وفزنا ببطوله الدوري احتفاليه النهارده؟ ان شاء الله متفائل، النادي الاهلي بمن حضر، والنادي الاهلي كبير، اسم كبير، الاهلي فوق جميع، متفائل جدا طبعا. في كوادر كتيره دخلت على جهاز الكوره، وكوادر مشرفه جدا، وناس يعني اسماء كويسه جدا، في لجنه كوره محترمه، في جهاز فني محترم. انا سعيد جدا ان هم كلموني تاني ان انا ابقى موجود معاهم. النادي الاهلي يضيف لاي حد، لولا النادي الاهلي انا ما كنتش زماني بقف اصور مع حضرتك. النادي الاهلي بيضيف لاي حد يشتغل فيه، ودي حاجه سعيده ان انا جوه النادي الاهلي. شكرا سيمو. عفوا ده طبعا. ده كان لقائنا مع سيمو، طبعا الفيديو اناليسيز الخاص بالجهاز الفني للنادي الاهلي، سواء الجهاز الفني السابق او ان شاء الله الجهاز الفني القادم اللي هيقود النادي الاهلي في مختلف البطولات القادمه ان شاء الله. اكيد الراجل بيبذل مجهود كبير جدا وبيساعد بشكل كبير جدا في فوز النادي الاهلي بالبطولات المختلفه، اكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في المرحله المقبله، ولسه هنكون متواصلين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي والاحتفاليه الخاصه بالفوز بالبطوله رقم 40 من بطولات الدوري العام. عوده للاستوديو. نشكر امير هشام مراسلنا من النادي الاهلي، وكان معاه سيمو يعني محلل الاداء الفني الخاص بالنادي الاهلي. بصراحه يعني انا كنت موجود مع سيمو ودخلت شفت الشغل طبعا اللي بيعمله كابتن ميدو، اكيد يعني شغل محترم جدا وشغل على اعلى مستوى، ممكن يكون هو يعني جندي مجهول في النادي الاهلي، بيعمل شغل كبير جدا
يعني زي ما هو اتكلم مع امير وشرح ان هو ازاي بيعمل شغل ان هو بيكون متخصص في تحليل اداء مش بس فرقه النادي الاهلي، لا ده جميع الفرق اللي بتواجه النادي الاهلي، بيكون عنده يعني امكانيات كبيره جدا، هو بيحول اداء الفرق المنافسه للنادي الاهلي الى يعني بعض النقاط، بيجمع كل مثلا ضربات الركنيه، بيجمع كل الضربات الثابته، بيجمع كل اهدافهم، كل الاخطاء الدفاعيه اللي موجوده، فبالتالي بيسهل الموضوع جدا. احنا كابتن زمان لو نفتكر كنت بتقعد تتفرج على ماتش كامل للفريق يعني ساعه ونص او شوط، فبياخد وقت طويل جدا، لكن دلوقتي بيبقى فيه كذا طريقه ان انت تقدر تقرا الفرقه اللي قدامك وتعرف نقاط الضعف ونقاط القوه في الفريق قدامك، فده اللي كان بيعمله. طبعا يا كابتن محلل اداء ده موجود في كل حته في العالم، وكمان بيبقى ليها كابتن، يعني احنا كابتن في بعض الفرق الاوروبيه بيكون ليها، او هنا في مصر في النادي اللي بيطبقها ان بيكون في كاميرا خاصه في التدريبات، طبعا بتبقى من اعلى نقطه، فبتصور التقسيمات اللي بيشاركوا فيها عشان تبين بقى كل اخطاء اللعيبه وكل واحد بيبقى دوره ايه في الملعب، فبالتالي يعني سيم وضح بعض النقاط اللي كان يعني كانت ليها دور اكيد مهم جدا في فوز النادي الاهلي، بجانب طبعا الجهاز الفني واللاعبين، ولسه مكملين مع حضراتكم الاحتفاليه، وان شاء الله تكون احتفاليه يعني ينور فيها مجلس الاداره واللاعبين. قال حاجه يعني احب اعلق عليها، سيمو قال ان الموضوع كان بيحضر حاجات للكابتن حسين، الاول بتروح لسيد معوض وبعد كده سيد معوض بيعرضها على على كابتن حسام؟ لا على احمد ايوب، وبعد كده احمد ايوب بيعرض الحالات اللي بيختارها احمد ايوب على كابتن حسام بدر. انا بصراحه ضد القصه يعني كابتن. طب هو هل هو قصده بتتفلتر يعني مثلا كابتن سيد معوض مدرب المساعد بعد كده بالظبط بيفلتر الحالات، ايوب يعني بيفلتر حالات كابتن حسام بدر، لكن هي من وجهه نظري حاجه صحيه جدا. المدير الفني هو اللي لازم يشوف كل حاجه، هو يتعب شويه طبعا، لكن هو لازم يشوف كل حاجه وبناء عليه يحدد الحاجات اللي هو عايزها او مش عايزها، لان نظره المدير الفني مع احترام، انا بتكلم في العموم، بتكلم في في في, في كل حاجه اللي هي الاحترافيه الاساسيه، ان انا كمدير فني حاجه وان انا كمدرب حاجه وان انا كمدرب عام حاجه، انا الوحيد اللي بتسال في الاخر نجحت ولا ما نجحتش، عشان كده مفيش اي حاجه ممكن تعدي عليا، ده الحاجه الاحترافيه اللي انا اعرفها يعني. لكن ممكن الكابتن بقى حسام ممكن يكون مثلا قايل لسيد معوض انا عايز ايه بالظبط، سيد معوض يقول لاحمد ايوب انا عايز ايه بالظبط، مع طبعا الاحتفاظ بالالقاب، لكن في الاول وفي الاخر هو كابتن حسام بدري هو اللي بيقول الحالات اللي بناء على ترشيحات احمد ايوب. لكن طبعا نجحوا طبعا، دوره مهم جدا طبعًا. عمر زمان انت قلت لي في الفاصل حاجه جميله جدا وحاجه مهمه طبعًا. جدا وحاجه صحيه جدا، وكل الفرق الكبيره بيركزوا على حد زي سيمو، ده هو اللي محور الشغل بتاعه. طيب نروح يا كابتن لمحمد سعيد مراسلنا اللي موجود في النادي الاهلي ومعاه كابتن ياسر ريان، هنروح ونسمع منهم ونرجع نكمل مع حضراتكم في الاحتفاليه الخاصه بالدرع رقم 40 في النادي الاهلي. مستمرين معاكم في التغطية من داخل مقر النادي الأهلي في الجزيرة وفي الطريق إلى فندق الحفل الذي سيقام فيه بالتأكيد حفل اتحاد كرة القدم لتسليم النادي الأهلي درع الدوري العام، ومعي في هذه اللحظات أحد اللاعبين الصاعدين والواعدين في خط الهجوم أحمد ياسر ريان. أحمد بقول لك أولا مبروك الاحتفال بالنجم الرابعة وتسليم درع الدوري، حدث جيد بالنسبة لك وأنت كمان أحد اللاعبين الصاعدين بتحضر مناسبة زي دي، مستقبل النادي الأهلي في الفترة القادمة. في الأول بسم الله الرحمن الرحيم وكل سنة وأنتم طيبين، ويعني هي الصراحه حاجه كويسه قوي ان احنا نحتفل بالدرع الرقم 40 في والنجم الرابع للنادي الاهلي، وكمان مش هنستلمه في النادي الاهلي، لا رايحين حفله وحاجه كويسه ان شاء الله، وان شاء الله يعني مزيد من الانجازات الفتره اللي جايه، وان شاء الله عايزين نعمل حاجه للنادي الاهلي، يعني الفتره اللي جايه باذن الله هتبقى فتره كويسه وان شاء الله كلها انجازات. بالتأكيد انت معهم على مدار الموسم، ممكن في مناسبة معينة خدت فرصة وشاركت، وفي أوقات أخرى كنت متواجد وجاهز في أي لحظة. موسم كان طويل وموسم كان صعب، والميزة انك وانت بتختم الموسم بتحتفل ببطولة انت تعبت عشانها. لا يا الموسم كان صعب، وعندنا أفريقيا وعند لعبنا الكاس ولعبنا الدوري، وكل البطولات دي سنتين، يعني السنتين كانوا ملحومين في بعض علشان الفترة اللي فاتت كان ضغطوا الدوري، فاحنا واي وقت كان الكابتن بيحتاج حد كان بيلاقيه، فاحنا كنا المفروض على طول نبقى جاهزين، واول ما يعني مش لازم العب كتير بس اهم حاجة لما يحتاجني يلاقيني، بس هي دي الفترة اللي فاتت، بس هي كانت صعبة يعني، بس الحمد لله نهينا ببطولة، ودي حاجة كويسة طبعا يعني انك تنهي ببطولة وتحتفل بيها، فدي حاجة كويسة طبعا. احمد انت 19 سنة اعتقد. لا انا 20. 20 يعني خلاص اتصعدت دلوقتي داخل في مرحلة اللي هي الشباب باذن الله، لكن 20 سنة وانت بتلعب في الدرجة الأولى ومع فريق النادي الأهلي والضغوطات والبطولات، كل ده بتفكر فيه ازاي وانت بتلاقي النهاردة احتفالية بقيمة النادي الأهلي؟ لا يا طبعا يعني الحمد لله ده تاني دوري ليا مع النادي الأهلي، وعندي 20 سنة يعني اخدت السنة اللي فاتت النادي الأهلي وده التاني. فلا يعني النادي الاهلي انت عندك 20 سنه وانت متعود على البطولات، يعني الحمد لله دلوقتي معايا 3 بطولات،
وانا عندي 20 سنه، فان شاء الله الفتره اللي جايه نحقق بطولات كويسه ان شاء الله. طموحك الفتره الجايه وانت بتتكلم 3 بطولات وانت لسه 20 سنه، وفي انديه ممكن تكون مثلا بقالها سنين ما خدتش مثلا 3 بطولات او 4 بطولات ورا بعض. لا، 3 بطولات دي مش حاجه يعني، ان شاء الله الواحد يعمل كذا بطوله. يعني الواحد هو في النادي الاهلي بيركز ان احنا ناخد بطولات، ماليش دعوه النادي مع النادي، يعني انا مش هزود النادي بطولات، هو النادي مليان بطولات، لكن انا ان شاء الله الفتره اللي جايه احاول اخد بطولات على قد ما نقدر يعني كفريق، وان شاء الله كاسم لينا يعني. مبروك يا احمد وبالتوفيق ان شاء الله. الله يبارك فيك. شكرا. يلا. ده كان لقاء مهم جدا مع احمد ياسر ريان احد اللاعبين الصاعدين والوجوه الشابه في مستقبل فريق النادي الاهلي. عوده للاستوديو من جديد متابعين احتفاليه الاهلي هنا من مقر الجزيره حتى الوصول الى فندق الاقامه واحتفاليه الاهلي بالنجم الرابعه والفوز ببطوله الدوري رقم 40. اهلا بحضراتكم من جديد. ده كان لقاء احمد ياسر ريان مع محمد سعيد. احمد ياسر ريان كنت سالت نادر شوقي الايجنت المحترف جدا اللي شرفنا بصراحه بره مصر، ايجنت رمضان صبحي، لما كنا بنتكلم على رمضان صبحي وانتقاله او عدم انتقاله، كان كلمني او سالته سؤال مباشر، قلت له في حد انت مركز عليه؟ قال لي اللي مركز عليه بصراحه هو احمد ياسر ريان، لعيب صاعد واعد ان شاء الله يكون له مستقبل في النادي الاهلي، وان شاء الله النادي الاهلي يستفيد باحترافه بره لو جاله فرص احتراف ان شاء الله. زي ما حضراتكم متابعين معانا احتفاليه ان شاء الله تليق اسم ومكانة النادي الأهلي، بتنظمها مرة تانية شركة بريزنتيشن، شركة ناجحة جدا واللي فازت بحق رعاية النادي الأهلي عمر. يعني يا كابتن السؤال أكيد اللي في الشارع المصري واللي دايما شاغل رأي الجمهور والمدير الفني للنادي الأهلي، حضرتك اتكلمت قبل ما نروح للقاءات في نقطة ختمت بيها إن الجمهور ما يستعجلش، والأمور طبعا لمجلس إدارة أكيد يعني الأمور واضحة جدا، وهو مجلس إدارة واعي أكيد، لجنة كرة على أعلى مستوى، فبالتالي يعني مش عايزين اي استعجال يا كابتن، عشان بالتالي ما نجيبش اي اسم او ما نجيبش اسم يعني زي ما بنقول مش على قدر مستوى النادي الاهلي، عايزين مدير فني عنده امكانيات عنده رؤيه ان هو يعرف يقود النادي الاهلي للفوز بجميع البطولات. دايما النادي الاهلي بيحب يفوز بكل البطولات، بطوله افريقيا وبطوله الدوري وبطوله الكاس، لكن يعني احنا بنطمن الجمهور بنقول ولو حصل اي تغيير في الفتره الماضيه بسبب طبعا يعني بعض الاتفاقات اللي كانت موجوده مع المديرين الفنيين او المدير الفني الاخير، لكن هو ده يعني الامور كلها وارده في عالم كره القدم، لكن احنا عندنا كلنا يقين وعندنا يعني ما فيش شك كابتن ميدو ان النادي الاهلي دايما بيعودنا على افضل حاجه موجوده في مجلس الاداره، فده اللي احنا ان شاء الله بنتمناه. وكمان يعني زي ما حضرتك شايف مجلس الاداره موجود زي ما كان موجود في الشاشه قدامنا دلوقتي، طبعا نائب رئيس مجلس الاداره استاذ عمرو فاروق كان متواجد، فواضح ان كل مجلس الاداره يكون متواجد ومشارك في الاحتفاليه، واكيد يا كابتن بتدي روح عاليه جدا للعيبه ومسج واضحه جدا للجمهور ان احنا كلنا في ظهر بعض، مجلس اداره وجمهور ولاعيبه، واعتقد ان ده مش حاجه غريبه على اي حد بينتمي ليه منظومه النادي الاهلي. اكيد يا عمر اكيد، يعني زي ما حضراتكم شايفين السيد عمرو فاروق ان شاء الله تكون احتفاليه، يكون كل موجود في هذه الاحتفاليه. دي مره ثانيه، هي الصوره ثانيه مره ثانيه اعتقد لواني بالظبط بالظبط الدكتوره رانيا يعني لواني والسيد عمرو فاروق، بصراحه حاجه جميله جدا ومجلس محترم ومجلس جميل، وحاجه بصراحه يعني مش شايف اي حاجه تعيب هذا المجلس ولا شايف اي حاجه لغايه دلوقتي تتاخد على المجلس سلبيا، وانتوا عارفين كلكم انتوا بتدخلوا عندي على صفحتي على الفيسبوك وبنتكلم وبنرد على اي حاجه، انا عايز بس حاجه واحده بس، حد يقول لي حاجه واحده بس في حق اللي حصل الفتره اللي فاتت. واحنا بنتكلم وبنتكلم بمنتهى الصراحه وبنتكلم بمنتهى الوضوح، لكن ما ينفعش طبعا نتكلم على الملأ. مجلس كله كبير وكله يشرف ويرقصه كابتن محمود خطيب، اللي هفضل اتكلم عليه لغايه لما الدنيا ان شاء الله ترجع تاني. زي ما قال عمر مدير الفني، الجماهير يا عمر نظرتها اختلفت في المدير الفني دلوقتي، الاهلي بياخد بطولات كده كده بياخد بطولات، الجماهير زهقت من البطولات طبعا ما شاء الله، يعني عندنا من البطولات ما يكفينا ل 20 سنه، وانا قبل كده قلت لكم بكرر وبقى عايز يجيبنا هيقعد يجيبنا هيقعد 20 سنه. الكروي للجمهور اختلف عن قبل كده، قبل كده كنا للسادات وبنروح نعمل لو عايزين كاس ونشوف دوري، لكن خلاص ما شاء الله ما شاء الله دولاب الاهلي مليان وعامر دايما بطولات، دوري كاس افريقيا يعني ما شاء الله، يعني ناقص بس كاس عالم الانديه وان شاء الله الاهلي يروح السنه دي ان شاء الله لبطوله كاس العالم للانديه وان شاء الله يعمل مركز كويس. لكن الجماهير دلوقتي بتدور على مدير فني يعمل طفره فنيه في الشكل للنادي الاهلي مش اكتر ولا اقل، لكن الجماهير متعوده على البطولات، النادي الاهلي متعود على البطولات، الاهلي لو لعب مع احترامي طبعا المدربين كلهم كبار، لكن الاهلي لو لعب من غير مدربين هياخد بطولات،
هياخد بطولات، لو اي 11 لاعب اهلاوي نزل بالفانيلا الحمراء هياخد بطولات، لكن احنا عايزين حد يطور، حد ينقلنا نقله فنيه، مع احترامي طبعا برده للي فات كله عمل اللي عليه وزياده كمان، لكن الجماهير ده بتدور على ده، فما تضغطوش على حد. انتوا عارفين انا قلت لكم السوشيال ميديا كتير جدا، السوشيال ميديا كتير جدا والمواقع كتير جدا والكلام كتير جدا، مش عايز اتكلم على الكلام بصراحه، وعلى الناس الكبيره بتطلع تتكلم وناس الكبيره اللي بتنساق دلوقتي ورا حاجات اساسا بعيد عننا خالص وبعيد عننا خالص، ومش هتنول من النادي الاهلي في اي حاجه ولا هتمثله شعراية اساسا في اي حاجه، لكن ما تضغطوش على اي حاجه، ان شاء الله كله هيجي بالراحه وبالعقل وبالهدوء، بندور على مدير فني يكون كويس يليق باسم النادي الاهلي يطور النادي الاهلي. يعني يا كابتن وحضرتك بتتكلم دلوقتي لعيبه النادي الاهلي بيتوجهوا بالدرع الى النصب التذكاري اللي موجود داخل النادي الاهلي، عشان طبعا يعني اكيد يعني حاجه كابتن لابد منها، وحاجه لازم اكيد في اي مناسبه او في اي فرح لازم يعني نفتكر الشهداء اللي ضحوا بارواحهم من اجل النادي الاهلي في طبعا مباراه الاهلي والمصري، فبالتالي يعني اكيد لفته طيبه ولفته محترمه، واكيد طبعا في اي مناسبه كابتن لو بتاخد بالك ان دايما لازم يكون في للنصب التذكاري وجود في احتفاليه، سواء مثلا بعد ما مجلس الاداره بتم انتخابه كان اول زياره كانت موجوده للنصب التذكاري، ايضا دلوقتي بعد احتفاليه الدرع او بعد ما النادي الاهلي حصل على بطوله الدوري اللعيبه راحت ماسكه الدرع وبتروح على النصب التذكاري عشان تكون متواجده كابتن، طبعا لفته طيبه ومش غريبه على النادي الاهلي، ومش غريبه على اولاد النادي الاهلي ان هم يكونوا متواجدين، فربنا يرحمهم يا رب ان شاء الله. ويعني يعني استكمالا بقى لمسيره الاهلي في بطولاته ان شاء الله كل حاجه اكيد بتبقى الاهلي بيحصل عليها تبقى لروح الشهداء ولجمهور النادي الاهلي. اكيد يعني اكيد اي حد او اي فريق او اي درع او اي بطوله اكيد هيروحوا لشهداء النادي الاهلي، اهلي بقى زمالك كل الشهداء اللي ماتوا عشان فرقهم وما ياخدوش اي حاجه غير ان هم بيحبوا ناديهم بس، فطبيعي طبيعي يعني من البديهيات ان انت تروح لهم اول حاجه. اللي انا كنت بتكلم عليه في الاول يا جماعه الموضوع مش ان انا قعدت في النادي قد ايه او اشتغلت في النادي قد ايه، الموضوع بحجم الحب والاخلاص الحقيقي اللي انت بتحبه لناديك، بحجم الحب والاخلاص والموت اللي انت موته عشان ناديك، وانت اساسا رايح تقول انا بشجع الاهلي انا بحب الاهلي بس، فاكيد من الطبيعي ان هم يروحوا للنصب التذكاري للجماهير الاهلاويه الشهداء النادي الاهلي. مش عايز اتكلم بقى على الحادثه. لا طبعا يا كابتن، زي ما حضرتك شايف قدامنا دلوقتي ده الدرع القديم، عشان بس الناس لما يعني برضو احنا لازم نبقى معاهم اول باول، في مفروض درع جديد النادي الاهلي هيتسلمه، لكن لسه شركه برزنتيشن يعني بتقول او هي اعلنت ان خلاص الدرع هيتم الانتهاء منه، لكن النهارده هيكون في احتفال بالدرع القديم نظرا لضيق الوقت اللي كان موجود. طبعا حضرتك عارف ان يعني في ضغط في الفتره الاخيره كتير او كبير على البطولات، بطوله كاس العالم داخلين عليها، وبالتالي كل الانظار بتتجه الى بطوله كاس العالم، فكان لابد من الاحتفال بالدرع القديم اللي متعودين على شكله دايما، لكن مفروض ان في يكون درع شكله طبعا اكيد هيبقى متطور يعني افضل من كده، وزي ما حضرتك شايف طبعا كل لعيبه النادي الاهلي كلهم بلا استثناء متوجهين خلف رجال الامن اللي بيكونوا حاملين درع دوري الى النصب التذكاري، عشان طبعا تكون اول صوره للاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني ومجلس الاداره عند النصب التذكاري. اكيد طبعا يعني ما فيش كابتن احسن من كده روح، ولا في كده احسن من كده لفته طيبه لشهدائنا اللي احنا هنفضل نتذكرهم لاخر يوم لاخر يوم. واجب بيعمله جمهور النادي الاهلي واللعيبه ومجلس الاداره. اكيد اكيد، يعني زي ما انتم شايفين كل اللعيبه زي ما قال عمر، كل اللعيبه خلف درع النادي الاهلي متوجهين للنصب التذكاري لشهداء النادي الاهلي. يعني طبعا الاضاءه مش قويه قوي على وشوش اللعيبه، لكن انا شفت كريم ندفت، شفت صلاح محسن، شفت احمد حمودي، شفت رامي، يعني لعيبه كتير، واكيد كل اللعيبه هتكون متواجده علشان يتوجهوا لفندق احتفال او الفندق اللي هتقام فيه احتفاليه النادي الاهلي، الاحتفاليه رقم 40 للدوري العام والاحتفاليه للنجمه الرابعه، احتفالات يا جماعه ما شاء الله، يعني النجمه الرابعه 40 بطوله، مش عارف اللي بيتكلموا على ايه بصراحه، يعني لو قعدنا نعمل احتفالات هنقعد نعمل احتفالات هننزل احتفالات يا عمر، والله العظيم بجد انا مش عارف بصراحه الناس اللي بتتكلم بناء عن ايه يا جماعه، يعني اللي ما بيشوفش الغربان. لا وكمان يا كابتن الاهلي لما بيكسب بطوله بيعمل ريكورد، يعني زي ما حضرتك احنا بنتكلم قدامنا الارقام، الاهلي بيفوز بتاني اسرع دوري في تاريخه
يعني بالزبط. يعني يعني ده الاهلي بيحاول يحطم ارقام قياسيه خاصه بيه. ست اسابيع. لكن يا كابتن ان هو ينافس حد اعتقد ان الموضوع يا كابتن خارج المنافسه. والله مفيش منافسه يعني لا في دوري ولا في افريقيا ولا في كل البطولات. الاهلي دايما يا كابتن معودنا على انه يبقى رقم واحد، دي مشكله الجمهور ومشكله الاهلي ان دايما هو عايز يبقى رقم واحد وما بقاش متقبل هزيمه ولا متقبل ان هو ما يبقاش موجود. حتى كابتن الاهلي لما فاز الموسم ده وخسر مباراتين كان الجمهور زعلان بالزبط. يعني 20 نقطة فرق ما بينك وبين مركز تاني وخسران خسارتين واربع تعادلات، قالك لا احنا لازم نفوز بكل الماتشات. ما ينفعش الاهلي يكون خسران في مباراة. ودي مشكلة بقى كابتن، مش مشكلة الاجيال القديمة، لا دي مشكلة الاجيال الجديدة بالزبط. اللي هي كابتن اتولدت وتربت في سنين الاهلي بسم الله ما شاء الله مستحوذ تماما بالزبط على بالزبط. كل البطولات. يعني الصورة بقى لايمن اشرف طبعا كل لعيبة الدولية يعني كابتن بصراحة سامع عاشور يعني وقت يا كابتن وقت كويس لا جدا. ده صبر رحيل حسام عاشور كريم ندفت زي ما حضرتك قلت صراحة. لا ده صبر رحيل بس مدي على حسام عاشور شوية. ده ما هو صبري وجنبيه يا كابتن ايمن اشرف وجنبيه اسلام محارب واحمد حمودي فين كريم. حسام عاشور حسام عاشور اهو. لا ولا ده مش حسام. حسام على الشمال خالص. الدنيا ضلمه فمش شايفين كويس. هو حسام اساسا وانا ما بيبانش في الحاجات دي، لازم تحط له سبوت على وشه. لازم اديك واحد حسام يعني كده مش هسيب. اكيد طبعا يا كابتن يعني منظر رائع جدا ويعني بصراحه فخورين بالنادي الاهلي كل يوم بيحققه، فخورين بالفكر اللي الاهلي ماشي بيه. كمان يمكن اول مره تحصل في مصر ان الجمهور والنادي الاهلي يكون موجود في حافله مكشوفه قبل التوجه للاحتفاليه الخاصه بيه. يمكن هو الوقت مزنوق يا كابتن عشان كاس العالم، يعني الجمهور اكيد يعني رمضان وقت افطار والناس، لكن الجمهور الاهلاوي بيتاخر على النادي في اي وقت في رمضان أكيد. بقى في العيد أكيد. يعني حضرتك لو تتذكر اكيد يمكن الدنيا دلوقتي مستقره شويه عن قبل كده، لكن قبل كده ماتشات كانت بتتلعب في دايما في رمضان دايما في العيد، كان الجمهور الاهلاوي مش بيفرق معاه، كان دايما بيبقى متواجد وحريص انه يبقى موجود ورا ناديه، وبالتالي ده اللي احنا دايما بنكون ودايما بنقول ان جمهور الاهلي هو السبب وهو اللي بيدي الدفعه اللي حضرتك قلت عليها. ما حدش بيدي الدفعات ولا حد بيدي الروح اللي الجمهور بالزبط بيديها بالزبط بيحرك الصخره يا كابتن زي ما بنقول بالزبط. يعني منتخب مصر لما بيكون او الاهلي عايز يزنق فريق ويكون عنده مباراه صعبه جدا بيجيبه في استاد القاهره جمهور يكون طبعا يعني مالي الملعب كله، فبالتالي يعني ماتش مصر وغانا حضرتك ماتشات صعبه جدا اللي بيكون سبب بعد ربنا سبحانه وتعالى هو الجمهور يا كابتن بالظبط. الجماهير نقلت وبتنقل الفريق من حته لحته ثانيه خالص. انتوا شايفين يا جماعه الاحتفال، شايفين البطولات، انتوا عارفين قيمه النادي الاهلي، لكن انا بفكر انتوا عارفين يعني ايه نادي. بتكلم بتواريخ، بتكلم بكل حاجه، يعني كل حاجه. مفيش قيمه النادي الاهلي كبيره جدا، لكن اما نخسر ماتش او ماتشين زي ما عمر بيقول والجماهير تزعل حقها تزعل، لكن ده طبيعي طبيعي خالص حتى نكسر العين. ما هو في انديه نفسها تكسبك، في انديه يعني انت انها تكسبك ده شرف كبير ليها وانها بطوله ليها، ودي حقيقه فعلا. انت تكسب النادي الاهلي، النادي الاهلي بيكسب اي حد وبطولات فرقه كبيره جدا عن اي حد، فاكيد طبعا بقى احتفاليه خاصه ليه. لكن النادي الاهلي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله موضوع كبير جدا يا جماعه، قيمته كبيره جدا، كل اللي فيه كبار جدا، حاجه يعني بصراحه يعني مهما نقعد نتكلم. بيجيب جون في الاهلي يا كابتن بيفضل فاكر يعني ايه اهم جون جبته لك النادي الاهلي، فدايما النادي الاهلي يا كابتن بيكون يعني دايما هو بيكون اي حد بيلعب ضد هو ده الهدف. احنا كل ماتشات الدوري دي كوم وماتش الاهلي ده كوم تاني خالص. يعني حضرتك ممكن يكون الاهلي مثلا من 10 سنين مثلا بالزبط. اتغلب من فريق ومثلا خسر 1-0، تلاقي الهدف ده واللاعب ده متذكر الهدف لحد ما يعتزل الكوره ويخلص مجال الكوره والتدريب. فبالتالي زي ما حضرتك ما بتقول ان النادي الاهلي يعني هو يعني كسر كل حاجه، ما حدش بينافسه في الانديه في افريقيا او في مصر او طبعا مع كامل احترامنا لكل طبعا الانديه، لكن يبقى الاهلي هو الاهلي كابتن بمبادئه بقيمه بكل حاجه كابتن. اكيد اكيد يعني زي برضو ما حضراتكم شايفين دي لقطات تذكاريه، لقطات تاريخيه، لعب نادي الاهلي مع الدرع مع شهداء النادي الاهلي قدام حضراتكم اهي. نصب التذكيه ده كابتن ده موجود في عند البوابه الخلفيه عند مستشفى المعلمين، وبالتالي طبعا الجهاز الفني الجديد طبعا زي ما احنا شفنا كابتن سامي قمصان متواجد، وهنا يعني باقي بقى التكمله اللعيبه. دي اللقطه الاولانيه اللي اللعيبه كانت متوجهه للنصب التذكاري. عادل لطفي طبعا معانا في الصوره، اكيد يعني الاعضاء كلهم بيحاولوا ان هم
او دي يا كابتن هم كده خلصوا تقريبا التصوير بالدارة عند النصب التذكاري، وهنا متوجهين الى ممكن نقول الاوتوبيس علشان يتحرك على طبعا الفندق الخاص بمقر الحفله واللي هيقام في تكريم النادي الاهلي بعد فوزه ببطوله دوري 40 دوري. كابتن رقم كبير جدا يعني 40 دوري رقم بسم الله ما شاء الله. يعني الاهلي لو كان كل بطوله بنجمه الاهلي ما كانش هيعرف يحط نجومه فين خالص خالص. لا كان التيشيرت هيولع من النجوم اللي فيه. عم الاهلي يختصر بقى ان كل 10 بطولات بنجمه، وبالتالي اللعيب هيكهرب يعني من كتر النجوم اللي في التيشيرت. حضرتك والله العظيم بسم الله ما شاء الله يعني ارقام الاهلي بيكسرها في كل مكان. وكمان يا كابتن مش بس كره القدم، النادي الاهلي في كل الالعاب بسم الله ما شاء الله بيحطم ارقام قياسيه. الموسم الماضي حقق كل البطولات في كل الالعاب، طايره، كره يد، او حتى باسكت او كره سله، كمان رجال وسيدات. فده بيدل يا كابتن على المنظومه الناجحه اللي موجوده في النادي الاهلي. كل كابتن كل مجالس الاداره او كل اي حد بيبقى موجود جوه النادي الاهلي بيبقى يعني رسالته واضحه جدا، النادي الاهلي فوق الجميع، النادي الاهلي هو اهم حاجه، النادي الاهلي ده هو السبب في ان احنا معروفين، هو اللي عمل اسامينا، هو دليل الفضل. واكيد طبعا يعني كلنا عارفين يعني كلنا عارفين الاهلي ده حاجه كبيره، حاجه كبيره جدا جدا جدا. فبالتالي يعني نتمنى له دايما التوفيق والنجاح، ولو حتى كابتن حصل له ايه دايما بنكون وراه. وجمهور الاهلي يا كابتن لما بنلاقي رد الفعل اللي بيبقى موجود على السوشيال ميديا زي ما حضرتك اتكلمت في ظل طبعا التخبط اللي موجود في الاراء وفي السوشيال ميديا، ان السوشيال ميديا بقت بتشكل يا كابتن يعني خطوره بعض الشيء على عقول بعض الاهلاويه، لكن الجمهور يا كابتن واعي جدا 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 وعارف هو بيعمل ايه. فده اللي احنا بنأمله ان شاء الله، ان دايما نشوف النادي الاهلي متألق ورقم واحد في كل حاجه سواء في الوطن العربي او في مصر او في افريقيا او في العالم كله. بالظبط، يعني الفريق متوجه لمجلس الاداره اعتقد عشان ياخدوا لقطه تذكاريه، الكل في لقطه تذكاريه، لقطه تاريخيه في الاحتفال بالنجمه 40 والبطوله رقم 40 للدوري العام. زي ما بيقول عمر 40 بطوله دوري يا جماعه ما شاء الله ما شاء الله. يعني انت ما تقعدش مثلا سنتين ثلاثه ما تاخدش بطوله الدوري، ما تقعدش سنتين ما تاخدش بطوله الدوري. لما بتطلع من كاس مصر بالنسبه للجماهير ده يعني حاجه جماهير مش متعوده، خلاص متعوده الاهلي يدخل في حاجه لازم ياخدها، لو في دوره رمضانيه حتى لازم الاهلي ياخدها. فحقهم حقهم مشروع كمان، لكن هي الكوره مش كده، لازم نسيب يعني حد يعني حد يكسبك يعني، عشان كمان زي ما قلت لحضراتكم ما يبقاش العين علينا في كل حاجه كده. ان شاء الله يكون احتفاليه تليق باسم النادي الاهلي تاني، وتليق باسم جماهيره، وتليق باسم كل اللي بينتمي لهذا الكيان الكبير. رامي ربيعه، علي لطفي، وعلي لطفي يعني كنا نتمنى كابتن وجود رامي في المنتخب والله، لكن هو بقى اراده ربنا والاصابه يعني حرمته ان هو يكون موجود. لاعب كبير، ما تفتحنيش في المنتخب بقى عمر بقى. لا احنا بنتكلم يا كابتن على لعيبه الاهلي، بنتكلم على اللعيبه اللي مش متواجده في منتخب مصر. رامي ربيعه كنا نتمنى انه يبقى موجود في منتخب مصر، راجل من المدافعين الكف الاقوياء اللي على اعلى مستوى، اللي حظه وحش في الاصابات. يمكن انا قلت له اذبح حاجه، مش عايز يذبح حاجه يا عمر والله كابتن. ده من ايام منتخب الشباب، من ايام كان بيلعب في منتخب الشباب مع كابتن ربيع في المنتخب، وهو دايما كثير الاصابات بعد امم افريقيا. بيذبح حاجه يعني بيذبح حاجات مش حاجه واحده، يمكن لكن يكون ما بيدوش الناس فلوس. والله كابتن رامي يمكن رامي محسود بشكل كبير جدا. على فكره رامي عنده يعني رامي مواليد 93، عنده 26 سنه او 25 سنه، فبالتالي لسه المشروع قدامه طويل. نتمنى ان شاء الله ان هو يكون دي اخر اصابه ليه علشان يقدر ان هو ينتظم مع النادي الاهلي في فتره الاعداد، ويقدر حضرتك عارف ان فتره الاعداد اهم حاجه في موسم لعيب الكوره، ان هو لو ان هي لو ما اتعملتش صح بتفرق معاه كتير جدا جدا في بدايه الموسم. فنتمنى ان شاء الله يعني زي ما قلت رامي لعيب محبوب ولعيب الناس كلها بتحبه والاعضاء، حتى هو بعيد عنهم لاعب لفتره طويله كل الجمهور اكيد حريص، والاطفال الصغيره زي ما حضرتك الاطفال الصغيره في السوشيال ميديا او متواجدين في الملاعب وفي المدرجات هم المكتسحين السوشيال ميديا طبعا بحبهم للنادي الاهلي وتعصبهم. التعصب ده كابتن اللي هو تعصب حلو، عايزين دايما ناديهم يبقوا رقم واحد، لكن طبعا بدون طبعا تجاوزات، بدون عدم احترام لشخص اخر. وبالتالي ده اللي احنا يعني بنتمناه من كل جمهور طبعا. ومؤمن زكريا، مؤمن لابس البدله، بص البدله السوداء في الازرق، بص برضه مؤمن اتغير الاحتراف غيره. ايوه على فكره يعني مؤمن من اللعيبه كابتن المميزه جدا جدا، ويمكن كنت زميلته في ناشئين نادي الاهلي. وعايز اقول لك على موقف طريف جدا. قول لي. بص يا كابتن احنا كنا بنلعب مع يعني كنا بنلعب مع مستر كروفر في الناشئين قبل ما ننتقل لمرحله ال 11ات، بنلعب سبعات. ال 11ات كابتن اسامه عرابي هو اول مدرب مسكنا، كنا جيل 88.
يعني كابتن اسامه عربي كان يعني كان عنده وجهه نظر بالنسبه للمؤمن ان هو اول لما لعبه شافه في مركز المساك اوف ولا لعبه مساك فتخيل يا كابتن مؤمن زكريا بجسمه الصغير يعني امكانياته العاليه جدا كده يلعب مستقبلا يمكن كان الكابتن اسامه بيعتقد ان هو هيكبر شويه لا والله كابتن يعني كان موقف غريب جدا بس طبعا كنا صغيرين ما ينفعش ان احنا بقى مرحله ان احنا نتكلم ونقول بقى فالحد بقى ما ايقن ان مؤمن لا امكانياته تلعبه في تحت راس الحربه وبالتالي وده. يعني خلاص لعب في مركز راس الحربه من ساعتها مؤمن حسام عاشور ظهره حسام عاشور كابتن محمد يوسف وكابتن سامي قمصان وكابتن سمير يعني كابتن سمير دينامو النادي الاهلي طبعا يعني غير النادي الاهلي مع منتخب مصر كابتن سنين دينامو ده حاجه ربنا يديله الصحه ربنا يديله الصحه حاجه من الناس الناجحه جدا في مجال الاداره ومجال الاداره كابتن مش بس ان انت تبقى بتفهم في الاداره لا ده انت لازم يكون عندك خبره وراجل دماغك كبيره وعارف ايه اللي ممكن يواجهك احترافي طبعا احترافيه جميله طبعا طبعا سام حارب طبعا يعني كابتن احمد محمود بقى يعني زي ما بنقوله قلب الاسد قلب الاسد الاسم ده كابتن متغيرش معطيه كان من شويه ما حاجه بصراحه ناس ده كابتن يعني معطيه اهو بطولات معطيه ده يا جماعه حاجه جميله جدا ده من ايام كابتن خطيب يا كابتن حاجه بص يا جماعه والله العظيم كل حد في الناس دي يتعملوا تمثال لوحده جدا يا كابتن يتعملوا تمثال ولا تسمع لفظ ولا تسمع حاجه ولا تسمع غير حاضر ونعم كل حاجه في النادي الاهلي تخليك ناجح ما تعملش ما فيش اي حاجه يعني ما فيش اي حاجه تعملها غير انت بس تلعب كوره وكل الناس يعني انا دايما بقول خدم القوم سيدهم يعني استحت تقول من امام الكابتن الخطيب يا كابتن وقلب الاسد لولا يا كابتن او لولا الناس المحترمه دي لعيبه النادي الاهلي عمرها ما تكون في احسن شكل ولا احسن فورمه حضرتك عارف دول مسؤولين عن اهم قسم في كره القدم قسم التدليك قسم الاصابات طبعا يا كابتن الاستشفاء دي زي ما حضرتك بتشوف وعارف ان بتبقى دايما اهم حاجه موجوده حتى عند الفرق الكبرى يعني حضرتك عارف بعد اي مباراه بعد اي حمل بيكون الموضوع طبعا صعب جدا طبعا استاذ طارق امين اعضاء مجلس الاداره ومهند والدكتور مهند مجدي هشام محمد يعني هشام يا كابتن اللي ما يعرفوش ناشئ من النادي الاهلي من اولاد النادي الاهلي طبعا طبعا انا فاكر يا كابتن لما جه كان كابتن بدر رجب هو كان يعني ما في قطاع ناشئين مضاه يا كابتن بعد اول اختبار لي هشام محمد فبسم الله ما شاء الله من صغره هو لاعب مميز جدا لسه عنده الكتير لسه ما خدش فرصته بنسبه 100% مع النادي الاهلي لكن انا بقول ان هو عنده امكانيات جباره طبعا دكتور محمد سراج ابو شمس محمد سراج عميد محمد مرجان يعني استاذ خالد مرسي كل الناس اللي موجودين يا كابتن صراحه يعني حاجه يعني شيك قوي يا كابتن وحاجه محترمه جدا بالزبط. وحاجه قمه في يعني استاذ المهندس خالد مرتجي يعني حاجه كابتن على اعلى مستوى يعني حاجه بصراحه استاذ شريف فؤاد المتحدث باسم مجلس الاداره وكابتن محمد يوسف يعني الجهاز الجديد موجود الجهاز القديم موجود مجلس الاداره موجود كل الناس موجوده في تحت شعار واحد هو في حب النادي الاهلي والفرحه ببطوله البطوله رقم 40 استاذ خالد مرتجي طبعا يعني ناس يا كابتن بصراحه يعني الواحد بيفخر ان الناس دي هي اللي بتمثل النادي الاهلي وان هم موجودين في مجلس الاداره ده اللي انا بتكلم فيه ايا كان يا كابتن مجلس اللي بيحب النادي الاهلي يا كابتن بيحب يعني مجلس ادارته بيحب لعيبته بيحب جمهوره احنا كلنا يا كابتن مهما نختلف احنا تحت مظله النادي الاهلي النادي الاهلي يا كابتن دايما يعني عمره ما كان باسم اشخاص هو اسمه النادي الاهلي بالظبط ايا كان ايه بقى انتماءاتك لكن في الاخر بيظل النادي الاهلي فوق الجميع اهم من اي شخص لما يتعارض المصالح مع بعض يبقى الاهلي هو رقم واحد والمصلحه الشخصيه رقم واحد يا كابتن بالظبط بالظبط ده الدوري من اللي عندنا يا جماعه يعني ده دوري من اللي في الدولاب احنا طلعناه عشان بس نعمل الشكل القديم عشان المنظر يا كابتن ما ينفعش عشان نمشي من غير دوري كده طبعا بعض اللقطات اللي موجوده بقى من داخل كابتن محمد مرجان احنا مش هنقول عميد عشان هو لسه صغير ما نكبروش يعني مش عايزين نكبره هو زي العسل وزي الفل وحاجه بصراحه يعني عايز اتكلم كمان على الراجل ده يا جماعه حاجه جميله جدا وحاجه فعلا تليق بصراحه كل الناس بيليقوا باسم النادي الاهلي واشخاص كلهم حاجه يعني كل واحد لوحده يعني حاجه جميله جدا يوزن بلد اساسا طبعا حاجه جميله جدا الكابتن محمد مرجان حاجة حلوة جدا طبعا وعامل جهد كبير جدا في كل المجالات كمان بيتكلم كلامه موزون جدا عارف هو بيقول ايه بيتكلم بمنتهى الصراحة وما بيخافش من اي حاجة بيتكلم في الهدف زي ما بيقولوا
علشان كده ناجح في مكانه جدا. دي طبعا لقطات لكل اعضاء مجلس الاداره والفرقه هتتجمع علشان ياخدوا صوره تذكاريه زي ما قلت لحضراتكم. استاذ خالد الدرندلي طبعا الناس المحترمه جدا. يعني يا كابتن كلاش شرف والله ان انا اكون موجود في الفتره الاخيره وسط مجموعه وكوكبه كبيره جدا من الشخصيات. طب مين اللي كان يقعد معايا دلوقتي يا عمر لو انت هناك؟ اقعد اقول بقى عمر ربيع ياسين. لا يا كابتن والله يا كابتن الواحد بس يعني يكفيه فخرا ان هو يعني كان في وسط مجموعه. يعني حضرتك بتقول قلت كلمه مهمه جدا ان مش شرط ان انت تبقى موجود في النادي الاهلي لسنين، حتى لو موجود لماتش واحد اللي بيخش جوه النادي الاهلي بيعرف قيمته وبيعرف تاريخه. اللي بيخش جوه النادي الاهلي بيعرف يعني ايه الفرق ما بين النادي الاهلي وبين الانديه الاخرى. عشان كده حضرتك لما تيجي تسال لاعب تختار الاهلي ولا اي نادي تاني حتى لو فرق فيه فلوس اعلى من اللي انت بتاخدها، لا يقول لك اختار الاهلي، اختار الاستقرار، اختار البطولات، اختار اختار اختار. ده كابتن ممكن لاعب يا كابتن في موسم واحد يشارك ماتشين ثلاثه تلاقيه حصل على اربع بطولات، بطوله الدوري وكاس وسوبر بالزبط مثلا وافريقيا وسوبر فاحنا يا كابتن بنتكلم على منظومه ناجحه بسم الله ما شاء الله، ناجحه يا كابتن بسبب القوانين، بسبب المبادئ اللي موجوده، زي ما حضرتك عارف ان اي حاجه بتنجح بسبب المبادئ اللي كل الناس بتحترمها. ما ينفعش ان احنا نتجزأ في نختار مبادئ ونتجزأ في مبادئ، وده اللي نجح النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله ومخليه رقم واحد في مصر وفي افريقيا. يعني كل الناس مبسوطه يا كابتن، كل الناس اللي يعني فرحانه، صحفيين وجمهور ولعيبه واعلام. ده بقى الدرع اللي حضرتك كنا بنتكلم عليه. يعني بص عمر اقول لك على حاجه، الصوره نظيفه طبعا، الصوره اتش دي طبعا، يعني الصوره فول اتش دي، يعني اتفرج على صوره النادي الاهلي في اي مكان هتلاقيها فول اتش دي. للناس بقى يعني مش عايز اتكلم اكتر من كده، لا هتلاقي حد بيزعق لحد، ولا هتلاقي حد بيشوح لحد، ولا هتلاقي مش عارف ايه، هتلاقي صوره زي ما حضراتكم شايفينها كده ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحمي هذا المكان، يعني فول اتش دي فعلا. يا كابتن حضرتك لو تلاحظ حاجه هتلاقي دايما النادي الاهلي مش رئيس مجلس اداره واعضاء، لا كلهم واحد. حضرتك شوف دلوقتي كل الاعضاء موجودين، يعني تحس ان هم في يعني هم في الراحه اللي موجوده قدام اللعيبه وقدام الجمهور. فده يدل على زي ما حضرتك قلت يعني صوره نظيفه وشكل راقي جدا جدا. وبعدين يا كابتن الاسامي والتايتلز والتاريخ اللي موجود لكل واحد من اعضاء مجلس الاداره وبصراحه واللعيبه كمان اللي موجوده، اللعيبه كمان مؤدبه جدا. الاهلي دايما يا كابتن يعني بيعرف ينقي اللعيبه، نادي الاهلي دايما لما بجد يعني شعاره ان الاخلاق قبل كره القدم. دي حاجه كابتن رائعه من الواحد ما بيكون بيلعب في النادي من اول ناشئين، اي حد يا كابتن بيكون في حته بس اللي هو ايه يعني حته الاخلاق دي، مش يعني الموهبه اعلى من الاخلاق، لا بيقول له لا شكرا، احنا اهم حاجه عندنا الاخلاق. نماذج وحصل كتير طبعا، حصل كتير وحضراتكم طبعا عارفين. زي ما بقول لكم الصوره جميله، الصوره نظيفه جدا جدا، يعني صوره من انقى الصور اللي تشوفوها، صوره النادي الاهلي في اي مكان في اي مكان اي زمان. الحمد لله يعني حاجه تخليك مبسوط وتخليك فرحان وتخليك فخور ان انت بتنتمي لهذا الكيان الكبير. النادي الاهلي اللي بيحاول ينول منه او ينال منه ده زي قزم كده وبيحدف طوب في الهرم عايز يوقعه. بجد والله قزم وعاب بيحدف طوب في الهرم عشان يوقعه. هو ده اللي بيحاول ينال من النادي الاهلي. نروح نشوف امير هشام مع مين؟ مع محمد شريف. محمد شريف بالبطولة رقم 40 في مشوار النادي الاهلي وبالتحديد في بطولات الدوري، اكيد احتفاليه مهمه جدا وخاصه جدا بالنسبه لجمهور النادي الاهلي وبالنسبه للاعبي النادي الاهلي عقب تحقيق هذا الانجاز الهام جدا والوصول لبطوله الدوري رقم 40 في تاريخ النادي الاهلي. لكن قبل التحرك على طول مباشره معايا في هذه اللحظات محمد شريف احد نجوم النادي الاهلي واللي اكيد ساهموا في الفوز بالبطوله هذا العام. محمد برحب بك طبعا في البدايه، واكيد شيء مهم واحتفاليه مهمه جدا بالنسبه للاعبي النادي الاهلي عقب مجهود كبير بذل على مدار الموسم حتى تحقيق هذه البطوله. نعم اكيد طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا فرحانين بالبطوله دي، ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي. بنتمنى نسعد الجماهير الفتره الجايه، لان الفتره الجايه اهم من اللي راح ده خلاص عدى. بنفكر دلوقتي في افريقيا عشان الموقف بتاعنا طبعا انت عارف صعب. ان شاء الله يعني الماتشات الجايه في افريقيا نقدر نعوض ونوصل يعني للادوار ابعد من كده ونحقق البطوله باذن الله.
فده الاهم الفتره اللي جايه. احنا بنركز دلوقتي على افريقيا خلاص، موضوع الدوري احنا هنحتفل النهارده وهننسى الكلام ده النهارده، هنبتدي من بكره ان شاء الله نفكر في اللي جاي باذن الله. لكن اجواء الاحتفاليه اكيد بتبقى مهمه بالنسبه للاعبين، وخصوصا بيبقى موسم طويل وموسم مرهق بشكل كبير. الدوري من البطولات الكبيره والطويله على مدار الموسم، لازم تبقى مركز بشكل كبير عشان تقدر تحقق بطوله طويله في مدتها زي دي. اكيد طبعا النهارده هنبقى هنحتفل، احنا جايين عشان نحتفل وننبسط ويبقى يوم جميل باذن الله، والناس جماهير نادي الاهلي تحتفل معانا، وان شاء الله نبسط الناس النهارده والاحتفال يبقى يعني يليق ببطوله النادي الاهلي اللي احنا خدناها. بس ده يعني خلاص ده عدى وخلاص، فاحنا زي ما قلت لك هنحتفل النهارده وهنركز في الاهم الفتره اللي جايه اللي هو البطوله بتاعت افريقيا، واللي انا بعيد عليها تاني دي اهم حاجه بالنسبه لنا الفتره اللي جايه. انا عجبني اصرارك جدا ان انت بتتكلم على بطوله مهمه زي بطوله دوري ابطال افريقيا. اه ممكن يكون يعني الامور بالنسبه لنا صعبه شويه في البطوله بعد اول مباراتين، لكن شايف امال النادي الاهلي في البطوله دي وان شاء الله العوده للمنافسه على البطوله دي، شايفها ازاي؟ اكيد النادي الاهلي بيلعب لغايه اخر مباراه واخر دقيقه. لو نفتكر الموقف ده هتحطينا فيه قبل كده وقدرنا نطلع وخدنا البطولة، فاحنا على امل ان احنا نكرر نفس الانجاز ده ان شاء الله باذن الله. شايف الامور يعني في المتاح بالنسبه لنا ممكن ان شاء الله ننافس، رغم ان احنا عندنا او تعادلنا اول مباراه مع الترجي، خسرنا ثاني مباراه وكنا قريبين ان احنا نكسب. شايف ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي قادرين الفتره الجايه يسعدوا جمهور النادي الاهلي من خلال البطوله الغايبه بقى لها فتره؟ ان شاء الله نقدر. انا شايف الماتش الترجي اللي احنا هنا كنا احسن وجبنا جون وما اتحسبش، فانا مش شايف ان الامور صعبه جدا. انا مع احترام الفرق المجموعه احنا احسن منهم اكيد 100 مره يعني ماتش الترجي هناك هنكسبه ان شاء الله اكيد، والماتشات اللي جايه اكيد على ملعبنا هنكسبها، فانا مش شايف صعوبه يعني في افريقيا ولا حاجه. بس احنا بس عشان الضغط اللي محطوط عليك، فده متهيألك ان الماتشات اللي جايه صعبه، لكن ككوره وكملعب لا احنا احسن من ناس كتير في البطوله اكيد يعني. عايز اتكلم بقى بالتحديد عن محمد شريف، ويمكن انت ما شاركتش لفترات كبيره، وصلت النادي الاهلي في شهر يناير الماضي، شاركت في بعض المباريات القليله وابرزهم مباراه المصري الاخيره واديت بشكل اكثر من رائع. بتقيم نفسك ازاي في الفتره الاخيره الصغيره وبعض الدقائق اللي انت شاركت فيها؟ والله لغايه دلوقتي الحمد لله يعني ما لعبتش الا 3 4 ماتشات تقريبا. انا شايف ان انا يعني ما خدتش فرصه كامله، عندي احسن من كده طبعا. انت عارف اللعب بيجيب يعني، انا ماتش المصري ما لعبته كنت الحمد لله اديت كويس، مع اني بقالي فتره كتير ما بلعبش. فطبعا لما انت بتلعب ماتش ورا التاني ورا التالت طبعا انت الريتم بتاعك بيعلى، واكيد هتبقى هتتطور عن كده يعني. انا الحمد لله لسه صغير وانا مش مستعجل يعني على المشاركه، بس بتمنى اخدها في اقرب وقت يعني. شعورك وانت لابس تيشيرت النادي الاهلي وبتشارك مع النادي الاهلي لاول مره في الفترات اللي فاتت دي، بتقول لعبت 3 4 مباريات، الطريقه مختلفه او اللعب مختلف في النادي الاهلي واكيد في ضغوط اكبر عليك. اكيد ريتم المباراه بيبقى عالي بالنسبه لك يعني، عكس ما بتلعب مثلا في نادي تاني بقى مثلا ريتم المباراه اقل، لكن انت في الاهلي ما ينفعش تقف دقيقه، ما ينفعش تقف ثانيه في الملعب، طبيعي انت بتفضل تجري كتير وتتحرك وتقاتل وعكس اي فرقه تانية يعني. فاللعب في الاهلي طبعا صعب وكل حاجه، بس لما تاخد على اجواء هنا هتلاقي الدنيا سهله والدنيا بسيطه وجو كوره جو ممتع بصراحه يعني. طموحك بقى الفتره الجايه مع النادي ان شاء الله زي ما قلت لك افريقيا اللي بعيد عليها 100 مره، اهم حاجه الفتره اللي جايه افريقيا، وبعد كده ان شاء الله اقدر العب باذن الله. رسالتك لجمهور النادي الاهلي اخيرا تقول لهم ايه؟ بقول لهم ان شاء الله السنه دي يبقى موسم كويس لينا جميعا ونحقق المطلوب مننا باذن الله كلاعيبه باذن الله وكاداره وكل حاجه باذن الله. عرفي يا محمد تسلم. عصر ده كان لقائنا مع محمد شريف احد نجوم النادي الاهلي اللي هيكون ليهم دور كبير جدا خلال الفترات المقبله اكيد مع النادي الاهلي. هو احد اللاعبين المميزين وزي ما قال لسه صغير في السن، فاكيد هيكون ليه دور كبير جدا ان شاء الله مع الفريق الفترات المقبله. اكيد لسه مستمرين وهذه الاحتفاليه الخاصه بفوز النادي الاهلي بالبطوله رقم 40. عوده للاستوديو. بنشكر امير هشام اكيد معاه واحد من اللعيبه اللي يعني ان شاء الله يكون ليه مستقبل باهر في النادي الاهلي محمد شريف، يعني من بعض اكيد صفقات النادي الاهلي بيامل ان هو يكون ليها مستقبل قوي في الفريق الاول، واكيد يعني حظه حلو يعني. جه في وقت يا كابتن قليل زي ما قلت لحضرتك ما شاركش، لكن حصل على بطوله دوري بتتكتب باسمه وفي تاريخه، اكيد بطوله غاليه جدا اللي بيحصل عليها لاعب وهو في النادي الاهلي. لسه اكيد مكملين مع حضراتكم مراسم الحفل كلها النادي، يمكن اللعيبه خلاص بتتوجه علشان تركب الحافله او الاتوبيس المكشوف اللي هيحتفلوا بيه في شوارع القاهره من طريقهم من اهلي الجزيره الى الفندق المقام فيه الحفل ان شاء الله. يعني انا عندي يقين ان شركه برزنتيشن اكيد هتعمل حفله تليق باسم النادي الاهلي وبالدوري رقم 40 في تاريخ الاهلي بحضور مجلس الاداره وبحضور اللاعبين والجهاز الفني السابق والجهاز الفني الحالي. دي اكيد لفه طيبه جدا من مجلس الاداره. بكرر وبعيد تاني وبزيد، كان نفسنا الاحتفاليه تكون في وسط استاد القاهره مثلا او في التتش وفي حضور الجماهير، لكن انتوا شايفين المنتخب نفسه هيبقى فيه حوالي 5000 متفرج، فالموضوع مش بمزاج اي حد يا جماعه خالص، واللي يقول لك غير كده
كلامه مش مظبوط. النجوم شفتوا كل النجوم النادي الأهلي وشفتوا كمان لعيبة الصاعدة زي ما قال زميلي عمر ربيع، شفنا محمد شريف وشفنا كمان صلاح محسن، نتكلم عليه بعد ما نشوف أمير هشام في حافلة النادي الأهلي. تفضل أمير. لحظات لمقر إقامة الحفلة الخاصة باحتفالية النادي الأهلي ببطولة الدوري العام والبطولة رقم 40 في تاريخ النادي الأهلي من حيث هذه البطولات. فمعايا في هذه اللحظات طبعا صلاح محسن أحد نجوم النادي الأهلي واللي أكيد ساهموا في هذه المباراة. صلاح ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. ألف مبروك طبعا فوز ببطولة الدوري واهتمام بالنسبة لكم خصوصا بعد البطولة ديت. انا ما كملتش يعني 6 شهور اهوت واخدت بطولة في النادي الاهلي. بشكر اللعيبة، لعيبة كبار عملوا مجهود كبير في البطولة، والحمد لله قدرنا ان احنا نحقق البطولة، وان شاء الله السنة دي ان شاء الله نعمل اكبر حاجة من الانجازات ونحقق يعني البطولات كتير ان شاء الله. انت قلت ان انت كان بقالك 6 شهور بس في النادي الاهلي واحرزت بطولة، قول لي شعورك مع اول بطولة مع النادي الاهلي، وهي بطولة غالية بطولة الدوري، وانت شاركت مع نهاية البطولة بس تألقت كمان، وبتحديد المباراة الاخيرة امام فريق مصر. شعوري اللي انا لبست البدلة شعوري اللي انا مبسوط جدا يعني، ومع اللعبة الكبار ديت ان شاء الله يعني انا مش عارف اقول انا يعني مبسوط جدا، وان شاء الله باذن الله يعني الفتره اللي جايه نقدر نحقق اكبر حاجه من الانجازات والاحتفاليه. يعني بشكر النادي الاهلي وبشكر جمهور النادي الاهلي، وان شاء الله احقق باذن الله بطوله افريقيا ان شاء الله، واكبر مجهود لينا ان شاء الله نعمله ونحقق البطوله باذن الله. سر تالقك الفتره الاخيره بدايه من مباراه اياكس هدف مصري، هدف مباراه المنتخب الاولمبي كل مباراه هدف، سر التالق ده ايه؟ كلمني. وهل كنت تتمنى ان انت تكون موجود مع منتخب مصر في كاس العالم؟ والله انا بص انا قلت لك لحد اخر ماتش كان عندي امل ان انا ابقى موجود، بس الحمد لله بص ونقدر نحقق البطولة اللي هي المفروض تبقى 2018 2022 تقريبا بإذن الله نقدر نحققها إن شاء الله يعني. وأنا الحمد لله يعني لسه عندي كتير بإذن الله، الفترة الجاية أشتغل كتير واللي في الخير يقدمه ربنا. سألتك لجمهور النادي الأهلي أخيرا، تقول لهم؟ أقول لهم إن شاء الله جمهور النادي الأهلي جمهور عظيم، و الاهلي في كل مكان وداخل اتوبيس نادي الاهلي طبعا، وفي اتجاه للاحتفاليه الهامه جدا بالفوز ببطوله الدوري. معايا في هذه اللحظات ميدو جابر احد نجوم النادي الاهلي. ميدو برحب بيك في البدايه وببارك لك على الفوز ببطوله الدوري، واكيد ده شيء مميز بالنسبه لكم، شيء مهم الفوز ببطوله الدوري والاحتفاليه كمان بعد مجهود كبير جدا على مدار الموسم. طبعا حبيبي، اولا بسم الله الرحمن الرحيم حبيبي. شياكه بس الاول دي ربنا يخليك يا حبيبي ان شاء الله حبيبي. أنا الحمد لله والله احنا تعبنا السنة دي يعني في بطولة الدوري، الحمد لله فنشنا الدوري قبل 6 ماتشات من السيزون، وده الحمد لله تكليل مجهودنا وتعبنا كلنا والجهاز الفني طبعا كابتن حسام وكابتن ايوب والناس كلها طبعا. فان شاء الله ربنا يكرمنا دايما ان شاء الله ونسعد جمهور الاهلي، وان شاء الله والموسم الجاي ان شاء الله نحصد بطوله الدوري، وان شاء الله نكمل في بطوله افريقيا ان شاء الله نحصد بطوله افريقيا باذن الله يعني. بطولات الدوري بتعتبر من اصعب البطولات يا ميدو صح؟ يعني بطوله بتبقى طويله بتحتاج ان انت تلم اكبر كم من النقاط، فبالتالي الفوز بيها بيبقى مهم وليه فرحه خاصه. طبعا دي حقيقه، بطوله الدوري طبعا بيبقى سيزون كبير جدا، ان انت مش شرط ان تكسب في الاول، لازم تفضل تكسب باستمرار، والبطوله كانت السنه دي كان فيها منافسه لفترات متباعده طبعا، والحمد لله ربنا وفقنا ان شاء الله وقدرنا نحصد بطوله الدوري، وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله السنه الجايه برضو ان شاء الله ونقدر نحصد بطوله الدوري باذن الله يعني. اميدو بتمنى لك دايما التوفيق ان شاء الله مع النادي الاهلي. ايضا معايا احد نجوم النادي الاهلي رامي ربيعه. رامي الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، ايه الاخبار؟ اني عليك الاول، اخبارك ايه واخبار الاصابه؟ اه الحمد لله احسن الحمد لله. ايه يا ميدو؟ عيب والله شيك قوي ميدو النهارده بصراحه. لا كلنا شياكه، الشباب عامل ازاي؟ السفرجيه كلنا. طب
خلاص خلصت فتره التاهيل وبقت ان شاء الله لائق ان انت تشارك في التدريبات وكده ولا لسه شويه؟ لسه شويه كده يعني، في لسه في وجع بسيط لان التهابات الحوض دي يعني الناس واخده ان هي يعني بتخلص بسرعه. لا، التهابات الحوض لان انت عندك مشكله، كانت عندي قطع في العضله قبل الالتهابات، فمع العضله اتقطعت، بعد كده جالي التهابات في العظم، فبقى في مشاكل كتيره في الجزء ده. فدلوقتي العضله بقت كويسه، اكتملت، وناقص بس دلوقتي الالتهابات اللي في العظم، بتاخد وقت شويه لان انت بتحمل على الجزء ده يعني كل مجهودك في الجزء بتاع الحوض والعضلات بتاعتها. ف يعني قاعدين بعالجها بالحقن، وساعات بعالجها بالعلاج الطبيعي والميه والحاجات دي، فماشي بخطه ثابته، فاشوف بقى الدنيا تبقى ماشيه عامله ازاي ان شاء الله. ان شاء الله ترجع في اقرب وقت. لكن النهارده احتفاليه خاصه بفوز ببطوله الدوري، شايف الاحتفاليه ازاي ومدى اهميتها بالنسبه لكم؟ وانت شاركت مع بدايه الموسم لحد مباراه الزمالك في الدور الاول، كنت بتشارك بشكل اساسي وقدرت ان انت تحقق البطوله دي مع النادي. طبعا يعني بطوله الدوري مش غريبه على النادي الاهلي، يعني اولادها ولاعيبتها كلهم بالنسبه لهم دي بطوله محببه ليهم. مش عايزين نقف على بطوله الدوري بس، يعني احنا في هدف تاني هي بطوله افريقيا، الجمهور عايزها، واحنا كمان كلاعيبه عايزينها، ووصلنا للنهائي السنه اللي فاتت، بس لازم نعمل حاجه السنه دي ان شاء الله، حتى لو كانت الامور صعبه، بس انا شايف ان يعني طالما لعيبه الاهلي ما فيش حاجه عليهم صعبه. بطولة الدوري حاجة مهمة للفرقة وللعيبة، بس احنا خدنا عليها، يعني دي حاجة تحسب لنا. مش طالما انتوا خدتوا عليها، ازاي بتقدروا تجددوا الدوافع بالنسبة لكم بالتحديد في البطولة دي يا رامي؟ وفعلا جمهور النادي الاهلي متعود دايما ان هو يفوز بيها. ما هي دي ميزة البطل، يعني انت متعود على حاجة بتعملها، فانت مش عايز تنزل تقل عنها، حتى لو اخفقت في سنة تيجي اللي بعديها تخش يعني تبقى خلاص مش عايزة تضيع منك تاني. فدي ميزة يعني زي شغلك كده مثلا، انت بتبقى عايز ما تقلش عن التارجت اللي انت وصلت له، فاحنا كده برضو مش عايزين نقل عن التارجت اللي احنا وصلت له، وعايزين بطوله افريقيا لان انت بطل، لان انت بطل افريقيا بس مش دوري يعني. فدعواتكم ان شاء الله. زعلان انت مش موجود في كاس العالم، ناس كتير كانت متوقعه ان انت ممكن تلحق البطوله، لكن للاسف مش هتلحق. انا فعلا والله يعني لو كنت بس لعبت لحقت شويه كنت هلحق، بس طبعا زعلان عن كاس عالم، اكبر بطوله في كره القدم، يعني دي حاجه تزعل، وخصوصا ان انا ما لعبتش بطوله افريقيا كمان، قبليها برضو اتصبت، ف يعني نصيب وحظي وحش بس في البطولات، وبلعب تصفيات بس تتعود ان شاء الله في البطولات اللي جايه باذن الله خير. رساله لجمهور النادي الاهلي اخيرا، افريقيا لسه في الملعب، وان شاء الله لعيبه الاهلي كلهم رجاله وقدها، وايا كان مين ال11 اللي بيلعب او كان مين اللي موجود في النادي الاهلي، هم عارفين الرولز بتاعت النادي الاهلي، عارفين قواعد النادي الاهلي، هم عايزين ايه من البطولات يعني. ان شاء الله. شكرا. اهلا بحضراتكم من جديد. دي كانت بعض اللقطات اللي اجراها امير هشام مع نجوم النادي الاهلي، واتكلم فيها مع صلاح محسن، واتكلم فيها مع ميدو جابر، واتكلم فيها مع رامي ربيعه. كل اللعيبه مبسوطه جدا جدا هذه الاحتفاليه، كل اللعيبه فرحانه وفخوره ان هي بتنتمي للنادي الاهلي. صلاح محسن قال انا بقالي 6 شهور لكن خدت بطوله، كان هيتكلم بس مسك نفسه في الاخر، يعني كنت اتكلم عادي مفيش حاجه يعني، كل الناس عارفه ان اي حد يتمنى يروح النادي الاهلي، واي حد اختياراته واهتماماته بتبقى النادي الاهلي في المقام الاول والاخير، عشان عارفين ان هم لو خطوا بس جوه النادي الاهلي هياخدوا بطولات وهياخدوا كل حاجه ربنا ممكن يديها لاي حد باذن ربنا طبعا. فان شاء الله تكون حاجه مميزه جدا هذه الاحتفاليه، زي ما انتم حضراتكم شايفين الصوره كلها مكتمله الحمد لله، الى ان يروح اللعيبه ولان يذهبوا الى فندق اقامه هذه الحفله برعايه برزنتيشن. يعني عمال اقول لك كابتن حفله مكشوفه، حامله مكشوفه، لحد في الاخر ما كانوا مكشوفين يعني كنا متوقعين، او كان يعني كان بيقال انها تبقى حفله مكشوفه عشان اللعيبه تحتفل مع الجمهور، لكن الاهلي بيتحرك بيه الاتوبيس الخاص بيه والمميز جدا 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 زي ما احنا شايفين. كابتن سمير عدلي، كابتن سامي قمصان، يعني اللعيبه بتنزل يعني خلاص وصلوا ليه مقر الاقامه للحفل الخاص بشركه برزنتيشن، وده روبينيو زي ما كان بيطلق عليه مانويل جوزيه، روبينيو مستر مانويل ليه شويه قفشات كده لسه معلومه مع روبينيو بالظبط مع الجمهور ومع الافراد الموجودين جوه النادي الاهلي. لكن يا كابتن زي ما حضرتك شفت يعني منظر حضاري، منظر على مستوى، ويعني عجبني جدا بقى ايه التصريح صلاح محسن لما قال لك انا بالبدله، يعني انا استفدت ايه يعني تعليقك على فوزك بدرع الدوري ان انا لابس البدله، فبالتالي طبعا يمكن اللعيبه يعني بسم الله ما شاء الله كابتن، اللعيبه النادي الاهلي في حاجه كده بلغه الكوره، ممكن تكون انت موجود في نادي ومحقق معاه بطوله لكن ما لعبتش كتير، لكن ممكن تكون زعلان من جواك،
لكن اللعيبه اللي موجوده يمكن محمد الشريف ما اشتركش ومبسوط جدا ان هو مع النادي الاهلي. صلاح محسن يمكن ما راحش منتخب مصر على فكره، وسبب من الاسباب ان هو انتقل من انبي للاهلي ممكن تكون اثرت عليه شويه في حته المشاركه، فبالتالي اتحرم من وجوده في منتخب مصر، لكن فرحان ومبسوط جدا وبيقول ان هو مركز مع المنتخب الاولمبي، وبالتالي ان شاء الله بقى نتمنى له التوفيق مع منتخب مصر الاولمبي. تمام، نروح عمر نشوف اسلام محارب مع امير هشام منذ قليل. قال ايه اسلام محارب مع امير هشام؟ اتفضل. لسه مستمرين معاكم مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، معايا في هذه اللحظات ايضا احد نجوم النادي الاهلي اسلام محارب، وكان ليه دور مؤثر جدا خلال هذه البطوله، بطوله الدوري العام. اسلام برحب بيك وببارك لك طبعا على الفوز بالبطوله في البدايه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احتفال من وجهة نظرك بعد فوز ببطولة مهمة زي بطولة الدوري، شايف أهمية الاحتفال إيه، وخصوصا إن هي أكيد كانت بطولة صعبة وطويلة على مدار الموسم؟ هي بطولة طبعا صعبة وبتبقى طويلة جدا وبتبقى شاقة، لأن السنة دي المباريات كلها مضغوطة وكده يعني. طبعا أهمية الاحتفال إن احنا بنفرح أسرة النادي الأهلي جميعا، من أعضاء مجلس إدارة وجهاز فني لعيبة جماهير، بنبقى مع بعض في اليوم ده برضو بنفرح بالبطولة اللي احنا تعبنا فيها، فالحمد لله على البطولة دي، وبنحاول ان شاء الله السنة الجاية نعمل موسم احسن ان شاء الله. قولي انت على مدار الموسم يمكن معظم مشاركاتك كانت كبديل وكنت بتتألق وتقدر تحرز اهداف مهمة بالنسبة للنادي الاهلي في البطولة دي، الامور بالنسبة لك كنت واخدها ازاي، وخصوصا ان انت بتنزل كبديل، لكن كان الاهم ان انت بتبقى مؤثر؟ طبعا الواحد كان بيسعى ان هو كل ما ينزل يبقى مؤثر ويساعد الفرقة، والحمد لله قدرت اعملها بشكل كويس يعني السنة اللي فاتت دي. الحمد لله نزلت كل المباريات اللي نزلتها كبديل، كنت ببقى مؤثر، بجيب اهداف، بعمل اجوال كده، فالحمد لله يعني كان موسم كويس بالنسبه لي. بالنسبه لعدد الدقائق اللي لعبتها فهي كانت عدد دقائق قليله جدا، بس الحمد لله يعني، وان شاء الله السنه دي الواحد بيسعى ان هو يبقى موجود بقوه ويبقى موجود كاس. هتكون موجود اساسي ان شاء الله؟ ان شاء الله السنه دي هتبقى ان شاء الله مختلفه، وان شاء الله الواحد بيسعى بقوه ان هو يكون موجود اساسي ان شاء الله. رسالتك للجمهور الاهلي؟ بقول لهم ألف مبروك بطولة الدوري الأربعين، وإن شاء الله بنوعدهم السنة دي نعمل موسم كويس كدوري وأفريقيا وكاس إن شاء الله. إن شاء الله حبيبي. مبروك طول لكل الأهلاوية. الدرع الرقم 40 والنجمة الرابعة. إحنا الأهلي. الأهلي فوق. اهلا بحضراتكم من جديد. ده كان اسلام محارب مع امير هشام. شفنا كل لعيبه الاهلي، شفنا كمان رامي ربيع كان كلامه بيبان هو تهريج، لكن كلامه هو مؤثر جدا وهو متضايق جدا طبعا، ان هو كان نفسه يروح منتخب مصر زي صلاح محسن، ان هو كان نفسه يروح منتخب مصر. لكن لو كلمت مع هيكتور كوبر تقول له مثلا ما خدتش صلاح محسن ليه وانت واخد مهاجم واحد، وصلاح محسن لعيب واعد ولعيب طالع بسرعه الصاروخ، هيقول لك ما هو الكابتن حسام بدري ما كانش بيلعبه في النادي الاهلي. طب انا كمدرب منتخب مصر، ولا بلاش اتكلم في القصه. بص يا كابتن، انا عايز يعني انا كمدرب منتخب مصر المفروض اشوف اللعيبه بمنظوري انا ولا بمنظور الاخرين؟ يعني يا كابتن انا بس عايز اقول لحضرتك على حاجه تعليقا على الكلام اللي حضرتك بتقوله ده. يعني في منتخب المانيا تير شتيجن بيلعب موسم كامل مع برشلونه وبيشارك معاه، بيحقق بطوله دوري وبطوله كاس، لكن مين اللي هيشارك اساسا في كاس العالم؟ مانويل نوير. مانويل نوير كان بعيد لمدة 9 شهور عنده إصابة. كابتن حسن شحاتة في أمم 2006 محمد عبد الله يرحمه ما كانش بيشارك مع النادي الأهلي، كان جيلبرتو اللي بيلعب أساسي. فعايز أقول لحضرتك إن نظرة المدير الفني للعيبة، مع احترامي الكامل يعني لكل المديرين الفنيين، إن هي بتبقى بناء على أنا مقتنع بيه ولا لا. لو أنا مقتنع بيه أصلا وإن أنا عندي يقين وعندي إيمان بإمكاناته هاخده وأضمه. فيعني زي ما عمل مع مروان محسن، هو مقتنع بمروان محسن جدا وصبر عليه لحد ما تم شفائه وشارك مع النادي، مجرد ان هو شارك بس راح اخده. فانا يعني بتفق مع حضرتك ان كان على الاقل ان كان لو هو هيسافر بمهاجم واحد كان ممكن على الاقل يحاول مع صلاح محسن يضمه، بس يحاول ان هو يبص عليه زي ما اعطى فرص قبل كده للعيبه موجوده. يعني كان على الاقل ان صلاح محسن يكون موجود. كمان بيتالق مع منتخب الاولمبي يا كابتن، يعني بسم الله ما شاء الله في كل مباراه بيسجل فيها. لاعب بيلعب كمان، ممكن نقول ان هو اتظلم في بعض المباريات اللي لعب فيها مع النادي الاهلي. ممكن خلينا ما نحكمش عليه في الاهلي. بالظبط، ده اتظلم يعني اتظلم في انبي طبعا، كان مكسر الدنيا بالزبط. وكل المحللين وكل النقاد وكل المدير الفنيين اكيد كان لهم راي عن صلاح محسن. لاعب كان صاعد بسرعه، لاعب هتستفيد بيه جدا جدا
كمنتخب مصر. بس كلام طبعا فات لو انا عليه، لكن اللاعب عنده سرعه رهيبه انت محتاجها او في امس الحاجه ليها مع صلاح ان رجع في اول مباراه مع تريزيجيه اللي كان مستر مستر هيكتور كوبر ما عادوا برده حاجه بصراحه غريبه جدا. يعني انا نفسي ان شاء الله يفاجئنا في كاس العالم، ويا رب ان شاء الله كل التوفيق لمنتخب مصر. احنا ويا رب ايدينا واسناننا وقلبنا وروحنا وكل حاجه، لكن غصب عننا غصب عننا يعني عمر بنتكلم. لا لا اكيد طبعا يعني ان شاء الله يعني منتخب مصر يا ربنا يوفقه ويقدر ان هو يعمل ماتشات تليق باسم مصر ان شاء الله، ويعني يعمل نتائج ايجابيه ترضي الشعب المصري ان شاء الله وكل جمهور الكوره في مصر. لكن اكيد يعني النادي الاهلي اكيد احتفالها يا كابتن مميزه جدا، واكيد يعني شكل جديد ولعيبه يعني بسم الله ما شاء الله كده يعني لعيبه ناضجه يا كابتن بتتكلم، يعني صلاح محسن ومحمد شريف واحمد ياسر ريان كلهم لعيبه صغيره لكن بسم الله ما شاء الله من كتر احتكاكهم بلعيبه كبار جدا والخبره بيعرفوا يتكلموا وبيعرفوا ان هم بيعبروا عن اللي جواهم، بس زي ما احنا قلنا كابتن في الحدود اللي مسموح بيها. يعني اكيد رامي كان نفسي يكون موجود في منتخب مصر، اكيد رامي قوه كبيره جدا جدا في خط الدفاع، لكن زمايله اللي موجودين هيقدروا ان هم ان شاء الله يقدموا نفس المستوى اللي كان هيقدم بيه رامي او غيره في المنتخب الوطني. كمان كابتن سمو حارب واحد من اللعيبه اللي فعلا يعني لما بينزل في اي وقت بيطلبوا الجهاز الفني، لان الاهلي بيبقى موجود وبيشارك وبيسجل اهداف مهمه جدا وحاسمه، ومن الصفقات المميزه جدا جدا للنادي الاهلي. ومنتظرين بقى هل النادي الاهلي ان شاء الله يعني هنشوف بقى الموسم اللي جاي ايه الشكل الجديد اللي هيطلع بيه النادي الاهلي سواء في الصفقات او في المدير الفني. لكن زي ما احنا اتكلمنا الجمهور ما يستعجلوش وكل حاجه ان شاء الله محسوبه بالملي عشان يطلع بيها مجلس الاداره في الوقت المناسب وتليق باسم النادي الاهلي. اكيد يعني لما بنيجي نتكلم عن النادي الاهلي يا جماعه في ناس بتنتقدنا او بتنتقدنا انا شخصيا، انا بيقولوا انت بتبالغ وانت بتتكلم عن النادي الاهلي وبتبالغ انت بتتكلم عن النادي الاهلي. بصراحه انا عمري ما ببالغ في اي حاجه خالص، انا بتكلم دايما بتكلم بمنطقيه جدا، دايما بتكلم بورق، ما بقولش كلام هيحصل بعد كده، انا دايما بتكلم في اللي فات لان اللي جاي مفيش حد يعرفه غير ربنا، بتكلم في اللي فات. فاللي فات بيقول النادي الاهلي ملوش ساعدني لان انا الفاظ بتبقى طالعه ممكن يعني تزعل حد. النادي الاهلي ملوش منافس، النادي الاهلي مع احترامي لكل الناس ملوش منافس حقيقي. النادي الاهلي بينافس نفسه، النادي الاهلي بيحطم ارقام نفسه، النادي الاهلي بيكسر بطولات نفسه، النادي الاهلي بيوسع دولاب بطولات نفسه. يعني النادي الاهلي لما تقعد تبص له انت كده هتحس قد ايه عظمته. النادي الاهلي لما تشوف مين اللي قائمين عليه دلوقتي هتحس بقد ايه عظمته ومكانته، حاجه تشرف اي حد. عشان كده بقول لكم مفيش حد هيقدر يمس النادي الاهلي في اي حاجه. عشان كده بقول لكم طول ما ورا النادي الاهلي كل الجماهير دي النادي الاهلي عمره ما هيلمسه اي حد اي حاجه اي شيء اي كائن. ماسك نفسي والله العظيم. يعني يا كابتن عايز اقول لك على حاجه برضو بالنسبه للجزئيه حضرتك اتكلمت فيها، يعني كلام حضرتك انك بتقول بعض الجمهور بيهاجمك علشان بيقولوا انك بتبالغ، لا حضرتك لو موجود مش عشان خاطر فضائيه النادي الاهلي، لا حضرتك لو موجود على اي فضائيه ثانيه او اي قناه ثانيه هيبقى هو ده كلامك، هيبقى هو ده الشعور اللي حضرتك بتتكلم بيه على النادي الاهلي، او هو ده الحب اللي احنا اتعلمناه. احنا دايما بندافع وبنتكلم بس بنتكلم بمصداقيه وبنتكلم بمنطقيه مش يعني مش بنبالغ في حاجه بنتكلم بورق. يعني 40 دوري يا جماعه 40 دوري مين المنافس للنادي الاهلي في 40 دوري؟ صعب جدا ان احنا نلاقي ده ما يمنعش ان احنا بنحترم الانديه الثانيه، اكيد طبعا الانديه الثانيه طبعا على دماغنا من فوق، لكن النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا أكيد. جدا بيه بمجلس ادارته بجماهيره بكل شيء ينتمي للنادي الاهلي. اكيد اكيد. طيب يلا طلعنا فاصل. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم عشان نكمل معاكم احتفاليه النادي الاهلي بالدوري رقم 40. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في تغطيه احتفاليه النادي الاهلي بالنجمه الرابعه والبطوله رقم 40 في الدوري العام، واللي بتنظمها شركه بريزنتيشن، الشركه الناجحه جدا والشركه اللي فازت برعايه النادي الاهلي. اتفضل. يعني يا كابتن بقى يعني تعال نروح كده نستعرض بعض يلا. الارقام والاحصائيات اللي حققها النادي الاهلي خلال الموسم الماضي واللي نجح النادي الاهلي انه يفوز ببطوله الدوري رقم 40. يعني الاهلي توج رسميا ببطوله الدوري قبل النهايه بست اسابيع، بيحقق كابتن ميدو ثاني اسرع دوري في تاريخه بعد موسم 2004 و2005. يعني حضرتك شايف طبعا يعني باشمهندس هاني ابو ريده رئيس مجلس اداره اتحاد الكوره وكان موجود اكيد يعني موجود في حدث مهم، الاستاذ محمد كامل رئيس مجلس اداره شركه بريزنتيشن، واللي اكيد حريصين كل الحرص ان هم يكونوا متواجدين
في حفلة مهمة جدا جدا بالاحتفال بالنادي الأهلي بفوزه بالبطولة رقم 40 في تاريخه. طبعا الدكتور هشام العمري والدكتور خالد بهاء. الدكتور هشام العمري طبعا أخو طبعا الأستاذ عمري فاروق وعضو مجلس إدارة السابق قبل كده. طبعا دكتور خالد بهاء الدكتور الحالي للفريق الأول بالنادي الأهلي. طبعا يعني كابتن خطيب أسطورة أسطورة بقى رئيس النادي الأهلي الصراحة يعني ما فيش حب بعد اللي بتشوفه تفرح. انا دايما بقول كده اللي بتشوفه يفرح على طول. يشوف الكابتن الخطيب يفرح. ده كابتن على فكره الاستاذ احمد البحيري رئيس مجلس اداره المصريه للاتصالات. تمام. يعني شخصيات مهمه جدا جدا حريصه ان هي تبقى موجوده في حفله مهمه جدا النادي الاهلي متواجد فيها. زي ما حضرتك قلت ان اي حاجه بيتمنى يعني فيها بس اسم النادي الاهلي او حرف زي ما حضرتك قلت. برافو عليك. كل الناس حريصه, كل الناس فرحانه يا كابتن. يعني حدث تاريخي اللي بيبقى موجود جنب النادي الاهلي يا كابتن يعني بيروح العالميه. بالظبط. بيروح حته ثانيه خالص. دي حقيقة. وبالتالي يعني الاهلي عمره ما بيخسر. دي حقيقة. الاهلي دايما كسبان وكسبان وبقوه. فده طبعا يعني كان اقل يعني اللي كلام. اللي بيسيب الاهلي هو اللي بيخسر. طبعا طبعا. وده كابتن يعني التاريخ هو اللي بيثبت الكلام ده. بالزبط. مش احنا, مش انا ولا حضرتك اللي هنقول. بالزبط. ده التاريخ وبالارقام وبالبطولات وكل حاجه. بالزبط. الاهلي يا كابتن المشكله ان الاهلي ده يعني سيستم بيدار كده. السيستم اللي بيخش جواه بيمشي مع السيستم لوحده. فبالتالي يعني كان كلام مهم جدا جدا ان احنا نتكلم عليه. وزي ما احنا شايفين الكابتن سيد معوض متواجد يعني من الجهاز الفني السابق. ودي طبعا لفته طيبه جدا جدا جدا. عم حارس ده كابتن بحكايه. عم حارس ده اسطوره كمان لوحده كمان. يعني ده حاجه اكتر تاريخ. واحد عنده بطولات في تاريخ النادي الاهلي. تاريخ اكتر من لعيبه ما شاء الله عليه. مشهور اكتر من اي حد. بالظبط. ما شاء الله. عم حارس ما شاء الله عليه. فطبعا يعني يا كابتن بنتكلم على ارقام النادي الاهلي. بنتكلم ان الاهلي حقق البطوله قبل 6 اسابيع عشان يحقق تاني اسرع دوري في تاريخه بعد موسم 2004 2005. وده موسم تاريخي جدا اللي حقق من خلاله الاهلي لقب قبل النهايه ب 12 اسبوع. يعني الفرق يا كابتن ما بين ده وما بين ده هو يعني ده ضعف ده 6 اسابيع. الموسم الاخير ده 6 اسابيع الاهلي بيحقق بطوله الدوري قبل نهايتها ب 6 اسابيع. لكن 2005 قبل النهايه ب 12 اسبوع بالتمام والكمال. طبعا يعني هنتكلم على بعض ايضا الارقام والاحصائيات الخاصه بالنادي الاهلي. لكن طبعا دي بقى من موسم يعني من سنين فاتت. يعني لو بنتكلم على موسم 56 57 الاهلي حسم اللقب قبل نهايته بثلاث اسابيع وبفارق 7 نقاط عن نادي الزمالك صاحب المركز الثاني. موسم 58 59 حسم الاهلي لقب الدوري قبل نهايته باربع اسابيع وبفارق 8 نقاط عن ايضا نادي الزمالك صاحب المركز الثاني. موسم 74 75 الاهلي حسم اللقب قبل نهايته بثلاث اسابيع وبفارق 7 نقاط عن الترسانه الجيل طبعا لنادي الترسانه في الوقت ده واللي كان فيه نجوم كتير جدا جدا يا كابتن. يعني ارقام كبيره جدا جدا الاهلي بيحققها سواء في الخمسينيات او في السبعينيات او في الثمانينات او في حتى الالفيه الاخيره. الاهلي بسم الله ما شاء الله كابتن نادي عريق بقى. فيعني تعليق حضرتك كونك واحد من نجوم الاهلي اللي لعبته وعاصرته وشلت بطولات مع النادي الاهلي. يعني يا عمر خليك تكمل بقيه ارقامك واحصائياتك. لكن اقول للساده المشاهدين الحفل وتنظيم عباره عن 45 دقيقه مده الحفل ده. برنامج الحفل اللي بتشوفوه قدام حضراتكم وهيبقى عرض فيديو للنادي الاهلي في بطوله الدوري العام الاخيره. هتبقى كلمه بعد كده كلمه للسيد المهندس هاني ابو ريده رئيس اتحاد الكره, ثم كلمه للسيد احمد البحير رئيس مصريه الاتصالات, ثم كلمه للاسطوره اسطوره النادي الاهلي ومعشوق ومحبوب الجماهير الاهلاويه والجماهير العربيه كلها الكابتن النجم محمود الخطيب. ولا بعد ذلك واخر فقره هي تسليم درع الدوري العام للكابتن محمود الخطيب وفريق النادي الاهلي. عايزين ننوه برضو يا كابتن ان الاحتفاليه اللي بتقام حاليا هي احتفاليه اتحاد الكره بفوز النادي الاهلي ببطوله درع الدوري. وايضا ان بيعلنوا حاليا ان هيقام او هيتم تسليم درع الدوري الجديد الخاص بالنادي الاهلي بعد بطوله كاس العالم. والنادي الاهلي هيعمل احتفاليه او الاهلي هيقيم احتفاليه خاصه به لوحدها. وده اللي احنا اتكلمنا عليها في اول الحلقه. بالزبط. ان الجمهور يعني حابب او الجمهور بيكون عايز يشارك في الاحتفاليه. فنتمنى ونامل ان الاحتفاليه تكون في ملعب مختار تيتش مثلا. أكيد. ويكون المتواجد فيها الجهاز الفني والجمهور واللعيبه والدرع ويكون كل حاجه طريق طبعا باسم النادي الاهلي. اكيد. يعني يا جماعه الجماهير ما فيش اي حاجه ليها طعم من غير الجماهير. ودي حقيقه مش كلام وخلاص او مجامله وخلاص. ما فيش اي حاجه
في الدنيا، ليها طعم من غير الجماهير. الجماهير الدعمة للعبة كرة القدم والدعمة لأي فريق هي بتسنده وبتشجعه ودايما في ظهره على طول. عشان كده إن شاء الله كنا نفسي، أنا كان نفسي على المستوى الشخصي إن الجماهير تكون موجودة في أي احتفالية نادي الأهلي، لكن إن شاء الله زي ما قال عمر ربيع أن دي احتفالية بينظمها اتحاد الكرة وشركة برزنتيشن نادي الأهلي. بعد كده إن شاء الله نادي الأهلي هيقيم احتفالية إن شاء الله يحضرها كل الجماهير الأهلوية. نروح يا كابتن بقى الأمير هشام معاه واحد من اللعيبة اللي أنا شايفهم يا كابتن حققوا يعني حاجة صعبة جدا في كرة القدم، حصل له وفاة يعني والدته وأخته، بعد كده انتقل من سموحة للأهلي، باك ليفت يلعب مركز مساك ويلعب بقوة ويشارك وينضم المنتخب مصر في أول انضمام ليه من يعني ما كانش موجود في التصفيات ويروح كأس العالم. أيمن أشرف واحد من اللعيبة المكافحة اللي بيدوا مثال طيب في عالم كرة القدم. عشان كده نروح ونشوف أمير هشام مع أيمن أشرف في طبعا كلمة أثناء طبعا الحفلة اللي مقامة حاليا. لسه مستمرين وعقب الوصول لفندق اللي هيكون فيه طبعا الاحتفاليه الخاصه بفوز النادي الاهلي ببطوله الدوري، معايا في هذه اللحظات احد نجوم النادي الاهلي ونجوم منتخب مصر ايمن اشرف. ايمن برحب بيك في البدايه وببارك لك طبعا على الفوز بالبطوله، واكيد احتفاليه بالنسبه لكم النهارده احتفاليه مهمه. طبعا الحمد لله، طبعا ببارك طبعا لجماهير النادي الاهلي واداره النادي الاهلي والجهاز النادي الاهلي بقياده كابتن حسام البدري والجهاز الفني بالكامل والجهاز الطبي واللاعبين الرجاله اللي قدوا موسم كبير. الحمد لله طبعا نهينا خدنا بطوله الدوري من بدري وعملنا ارقام قياسيه الحمد لله. يعني الموسم ما كملش بكاس لكن قبليها كان عندنا سوبر، والحمد لله يعني راضين الحمد لله الى حد ما عن الموسم. يعني طموحكم ان شاء الله بطوله افريقيا رغم ان الموقف ممكن يكون صعب شويه بالنسبه للنادي الاهلي؟ هو لا، هو مفيش حاجه صعبه بالنادي الاهلي، يعني اللي عارف النادي الاهلي كويس ما يقولش في حاجه صعبه على النادي الاهلي. احنا اتربينا من صغرنا على الاصرار وعلى التحدي، فطبعا احنا داخلين على اصرار وتحدي جديد من بدايه الموسم في افريقيا، فان شاء الله نقدر نعمل انجاز تاني ان شاء الله للنادي الاهلي باذن الله. منتخب مصر سريعا، انت متواجد في صفوف منتخب مصر والقائمه النهائيه لكاس العالم لاستعدادات المباراه الاولى امام اوروجواي، شايف مشاركه منتخب مصر الشعب المصري عليكم المصري عليكم في كاس تيم وكجهاز كلنا اسره واحده، وان شاء الله كل فكرنا فكر واحد ان احنا نقدر نفرح شعب مصر كله. فطبعا احنا مش هنتهاون بنقطه عرق واحده ان احنا نقدر نفرح الشعب المصري، وان شاء الله نقدر نفرح الشعب المصري باذن الله. ان شاء الله التوفيق. شكرا شكرا. ده كان لقائنا مع ايمن اشرف طبعا احد نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر، والان طبعا هندخل لقاعه او القاعه الخاصه باحتفاليه النادي الاهلي بالفوز ببطوله الدوري. خليكم مستمرين معنا مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اهلا بحضراتكم من جديد في الاحتفاليه الخاصه بالنادي الاهلي وفوزه بالدرع الدوري رقم 40 في تاريخه. يعني كنا اتكلمنا مع حضراتكم شويه على يعني معظم تاريخ بطولات النادي الاهلي في ال 40 دوري اللي الاهلي حقق فيه بطولات، ولسه مكملين مع الارقام. يعني موسم 87 79 الاهلي حسم اللقب قبل نهايته بثلاث اسابيع بفارق 7 نقاط عن الزمالك. بسم الله ما شاء الله الاهلي ما فيش، يعني نادرا لما بنلاقي الاهلي بيحسم بطولاته في اخر جوله. يمكن انا على ايام انا كنت حاضر هي مباراه او موسم واحد فقط اللي الاهلي حسم فيه بطولته في المباراه الاخيره، وهي مباراه الاهلي والاسماعيلي واللي انتهت 1-0 بهدف فلافيو في المباراه الفاصله دي يا كابتن. يعني اللي انا على ايامي واعي على ايام ان الاهلي الوحيد اللي قدر يحسم فيها الاهلي في اخر اسبوع. واحنا بنتكلم يا كابتن على بطولات الاهلي وبنحتفل بدرع الدوري رقم 40، معانا واحد من لاعبين وكباتن النادي الاهلي ومنتخب مصر واللي لسه يعني من ايام قليله تولى مسؤوليه المدير الفني لفريق الشباب كابتن عادل عبد الرحمن. برحب بحضرتك. اهلا يا كابتن عمر، اهلا بيك واهلا بالكابتن عبد الحميد، وحشني كل سنه. اهلا يا كابتن عادل، منور الدنيا حبيبي، كل سنه وانت طيب وبخير يا رب.
الإسلامية بخير إن شاء الله. ربنا يخليك. طبعا يا كابتن مبروك تولي حضرتك المسؤولية الفنية لفريق الشباب. حضرتك يمكن واحد من المدربين اللي أنا اتمرنت معاها، واحد من المدربين اللي عندهم رؤية فنية عالية جدا، وكان موفق جدا جدا في السعودية. لكن عايز أسمع بقى من حضرتك يعني وإحنا بنحتفل بالنادي الأهلي، تعليق حضرتك على الفوز بالبطولة والدرع رقم 40 للنادي الأهلي. ثواني بس عمر، أسأله سؤال بس قبل ما يدخل في الكلام. يعني دلوقتي إحنا مش هنشوفك في الاستوديو ولا إيه يا كابتن عادل؟ إن شاء الله. لا أمال أقعد أتخانق مع مين أنا طول الاستوديو؟ يا كابتن عبد الحميد أنت وحشني، وكابتن عمر حبيبي يا كابتن ربيع ياسين على فكره كان من اللعيبه الكويسه جدا، الله يخليك. بس ان شاء الله يبقى في الاعلام حاجه كتيره ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن عادل. لكن تعليقي على البطولات النادي الاهلي، البطوله المحببه ليه، احنا عارفين طبعا الدوري العام، ولكن السنه دي رايي ليها طعم خاص ان انت بتحسمها قبل اسابيع، ودي حاجه كويسه قوي. دائما عايز اقول لك ان النادي الاهلي حته بطوله الدوري بالنسبه له هو اهم نوع، يعني اهم حاجه عنده في الجدول السنوي بتاعه، يمكن هو البطوله الافريقيه النادي الاهلي دائما بيلعب عليها. لكن الرقم 40 دوري رقم 40 ودي حاجه كبيره جدا، النجمه الرابعه خدها النادي الاهلي ودي حاجه كبيره جدا، وافتكر ان النادي الاهلي يستاهل اكتر من كده بكتير. والموضوع مش جاي على ان النادي الاهلي بياخد البطولات هباء كده، النادي الاهلي لعيبته بتتعب، لعيبته بتتعب، نظامه سيستمه من زمان نادي بطولات. الثاني بالنسبه لنا خساره كبيره جدا، عمرنا ما كنا بنعلم لاعبتنا انت تطلع ثاني ابدا. يمكن عمر عارف كان معايا وخدنا بطوله، وكنت ساعتها لما بيتكلموا كانوا فرحانين، كنت بقول لهم لما تاخدوا بطوله ده العادي بتاعنا، هو مش غرور ولا اي حاجه، ولكن هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي علمنا ان احنا نلعب وان واي، احنا بتوع بطوله الدوري، اي بطوله بنخشها لازم بناخدها. فهذه الحاجه المهمه جدا يعني ده انا عايز اقوله لك. يعني يا كابتن عادل، النادي الاهلي يعني مختار وقت زي ما حضرتك شايف بيجمع فيه جهازه الفني السابق ولاعيبه منتخب مصر قبل ما المنتخب يعني يسافر الى روسيا وبدايه كاس العالم، هل بقى حضرتك شايف لفته طيبه اللي طبعا دعا ليها مجلس الاداره وشركه برزنتيشن، هل ممكن تعطي او او او, أو الاحتفاليه دي تدي طاقه ايجابيه للاعبي الاهلي المشاركين مع منتخب مصر في كاس العالم؟ اكيد بتديهم ثقه كمان انك انت بتكرمهم على عمل كبير قاموا فيه طول الموسم. دي ظاهره كويسه جدا، ودي يشكر عليها مجلس اداره النادي الاهلي. اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود القطب دائما بيشتغل على الحته النفسيه بتاعت الناس، بيشتغل بقيمه النادي الاهلي، ودعوتهم للاحتفاليه دي بتديهم مؤشر ان هم رايحين ابطال، عنده بتديهم ثقه كويسه قوي ان هم انهوا موسم في انتصار بطوله الدوري، وان شاء الله كل ده ينعكس على المنتخب بتاعنا ان شاء الله. اما اللعيبه القدامى او الناس المشاركين او الناس اللي في الاحتفاليه كلهم، انا بقول لك يعني كل ابناء النادي الاهلي من قديم الازل كلهم بيشتركوا في انجازات النادي الاهلي، والنادي الاهلي هو البيت الكبير بتاع كل لاعب، وهو اللي بيعمل كل اللي على فكره. عايز اقول لك حاجه يا كابتن عمر، كلنا وكل اللي شغالين في الكوره في النادي الاهلي، النادي الاهلي ليه فضل كبير عليه، ودول النادي الاهلي على الناس دي كلها ما كانش يوصلوا حتى في العمل الخارجي، حتى في الشغل في الخارج. انت لما بتكون عندك سيفيهات بس في النادي الاهلي فده بتبقى حاجه كبيره جدا، وده كله نبع من التنظيم الجيد، الاداره الجيده على 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 مر العصور. كل اداره بتيجي بتسلم اداره اخرى، احنا عندنا الاداره الحاليه بقياده الكابتن قبيس، افتكر ان هي بتسعى لمرتبه اعلى كمان في النادي الاهلي، هنروح عالميا ان شاء الله، هنشتغل في بطوله افريقيا كويس، النادي الاهلي ممكن يكسبها ويروح يلعب كاس العالم للانديه اللي احنا وصلنا في الثالث مره والرابع مره وعملنا فيه انجازات كويسه. فان شاء الله يعني انا شايف ان الاحتفاليه دي في مكانها يعني. يعني كابتن اخيرا بقى عايز عليك سؤال يعني خاص بفريق حضرتك او بتولي حضرتك مسؤوليه فريق الشباب، هل كابتن عادل عبد الرحمن بيفكر في ان هو من الموسم القادم ان شاء الله ان هو بقى يبدا يدفع ويطعم الفريق الاول ببعض العناصر المهمه وبعض المراكز اللي ممكن تكون بتنقص النادي الاهلي في الفتره القادمه؟ بص يا كابتن عمر، انا
المركز فريق الشباب هتبقى يعتبر ان شاء الله هو الممول الرئيسي الاول. احنا مش جايين نشتغل على بطوله، انا بعلنها من الان انا مش بشتغل على بطوله، البطوله بتاعتي الحقيقيه ان انا اطلع لاعب اثنين وثلاثه واربعه وخمسه نساعد النادي الاهلي، لان الحاله الاقتصاديه في العالم كله بقت صعبه جدا، فلازم نعتمد على اولادنا، لازم كل ابناء كل اللعيبه اللي تبقى في الملعب ان شاء الله في السنين اللي جايه تبقى من ابناء النادي الاهلي، لانهم بيكتسبوا صفات حميده صفات قويه في صفات البطل. علشان كده كل شغلنا ان شاء الله على البطوله بتاعت الحقيقيه، مش بطوله الدوري، بطوله الحقيقيه، ان انا اطلع لاعب واثنين وثلاثه او في الطريق لطلوع لاعب واثنين وثلاثه. عايزين نقلل من حته الشراء اللاعبين من بره، ودي مش هتيجي الا لما يبقى عندنا قطاع قوي، قطاع يقدر يجيب لعيبه كويسه قوي، وده اللي احنا بنوعد بيه وهنشتغل عليه، ان احنا هنشتغل على اهم حاجه فريق الامل للنادي الاهلي، نعمل فرقه قويه جدا، لعيبه تطلع النادي الاهلي تعرف قيمه النادي الاهلي الفنيه، تعرف القيمه كمان الاداريه في النادي الاهلي، ودي حاجه مهمه جدا، ويكتسبوا صفات البطل. هي ده اللي احنا نعلمهم للاعيبتنا، اللي يطلعوا لعيبه قوية، يطلعوا لعيبه يستحملوا الضغط قوي جدا، يطلعوا لعيبه بياخدوا بطولات، وده الهدف بتاعنا للاسف ان شاء الله. كابتن عادل، اكيد بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا في احتفاليه النادي الاهلي بفوز بالدوري رقم 40 طوال مسيرته. اكيد يا كابتن كلام يعني الختام، الحته الختاميه اللي كابتن عادل اتكلم فيها على فريق الشباب، وان هو هدفه ان هو يبقى تصعيده للعيبه في الفريق الاول، اعتقد يا كابتن ان ده يعني ده طبيعي الفتره اللي جايه، ده طبيعي، وده اعتقد بيشتغل عليه كل الانديه الكبيره طبعا. الانديه الكبيره جدا في العالم بيشتغلوا على فريق الشباب، وان لم يكن عشان نتكلم معاكم بصراحه زي ما احنا متعودين، الموضوع ما بقاش يعني ان انا هطعم كتير، لا، الفرق الكبيره والفرق اللي دايما بتدور على بطولات دايما بتشتري لعيب، بس بتشتري لعيبه بقى على حسب بقى، يعني ممكن اثنين ثلاثه، مش هشتري اربع خمس لعيبه، عندي فريق شباب، عندي نادي الاهلي، كل مصر بتودي ولادها اول حاجه ليهم ان ابني يلعب في نادي الاهلي، دي اهم حاجه عند احنا كابتن. لو جينا اتكلمنا على كل فريق بيشارك في الدوري الممتاز، شفنا كام لاعب من نادي الاهلي، هتلاقي على الاقل كل فريق فيه لعيب من نادي الاهلي. بالظبط، ما شاء الله، يعني بالزبط. على طول يا كابتن مدرسه بتخرج نجوم، يعني مش كل الناس هتقدر تلعب بعد كده في نادي الاهلي لما بتخلص سن الشباب. بالظبط، لكن هو في الاول وفي الاخر نصيب، وفي الاول وفي الاخر ارزاق. ياما ناس خرجت ورجعت بالزبط. بعد كده بالظبط، وياما ناس خلصت مرحله الشباب ولعبت في الفريق الاول وكملت فنادي الاهلي على طول. يا كابتن نادي على طول بيخرج مواهب بسم الله ما شاء الله لكل الكره المصريه، وان شاء الله كل التوفيق لكابتن عادل وكل قطاع الناشئين، وان شاء الله يا كابتن يكون موسم حافل كده بنجاحات كتيره جدا في مختلف الالعاب، كره قدم او العاب اخرى. بالظبط يا عمر، انا يعني بتكلم ان انت تطلع اثنين لعيبه او ثلاث لعيبه، اثنين لعيبه كل سنه يبقوا اثنين لعيبه اساسيين في الفريق الاول، دي حاجه كبيره جدا وحاجه تحسب لك. انا بتكلم على المستوى العام، لكن النادي الاهلي او اي نادي بينافس سواء جوه سواء بره في اي مكان لازم بيجيب لعيبه جاهزه، لعيبه عندها خبرات، لعيبه بتعرف تكسب بطولات، لعيبه عندها خبرات طويله جدا قبل كده، وبيطعم باللعيبه اللي طالعه من الشباب. لكن النادي الاهلي مليان، قطاع الناشئين بتاعه مليان، وقطاع الناشئين بتاعه كمان بيطلع على انديه زي ما عمر قال. ان شاء الله كل التوفيق للكابتن عادل عبد الرحمن في المهمه الجديده، مهمه صعبه جدا على اي مدرب بيمسك فريق الشباب بنادي الاهلي، لان مطلوب منه زي ما هو قال ان هو يطلع لعيبه، مش مطلوب منه ان هو يجيب بطوله. البطولات زي ما قلنا وبنتكلم على طول، البطولات موجوده في نادي الاهلي وموجوده بكثره. كمان نرجع لاحتفالياتنا النهارده، احتفاليات نادي الاهلي بالبطوله رقم 40 والنجمه الرابعه على قميصه، وان شاء الله تكون النجمه الرابعه مش النجمه الاخيره. ان شاء الله كل التوفيق وكل الامنيات دايما النادي الاهلي في البطولات اللي جايه. عندنا افريقيا لسه، وعندنا بنفكر ان احنا كمان كاس عالم للانديه، عندنا طموحات كبيره لا تحصى ولا تعد. دايما جماهير النادي الاهلي بيتطمعنا وبيتطمع فريقها وبيطمع كل الناس ان هي تاخد كل البطولات اهو كده. يا كابتن يعني احنا بنتكلم على النجمه الرابعه، ان شاء الله بقى يبقى النجمه الخامسه، يبقى النادي الاهلي طبعا خمس نجوم يعني بيكمل في مشواراته وانجازاته. ويعني يا كابتن كل ما بنتكلم على الاهلي وبنتكلم على تاريخه وبنتكلم على الارقام مش عايزه تخلص، معانا ارقام كتيره جدا جدا، معانا انجازات كتيره جدا وارقام كبيره، وزي ما حضرتك قلت النادي الاهلي ان شاء الله بقى المرحله اللي جايه والموسم اللي جاي يكون فيه طفره في فريق كره القدم، يكون فيه طفره في جميع الالعاب. يعني هنشوف بقى كابتن، يعني كمان الجماهير منتظره اسم المدير الفني زي ما احنا قلنا ونوهنا، ان النادي الاهلي دايما يعني ان شاء الله بيتريف عشان يختار اكتر اسم يمشي مع امكانياته الفنيه ومع رؤيته المستقبليه، خصوصا ان لجنه الكوره
فيها نجم يا كابتن على اعلى مستوى على مستوى. احنا يعني بنتكلم في كابتن خطيب، بنتكلم في كابتن زيزو، بنتكلم في كابتن علاء عبد الصادق، فكابتن محمد فضل، كابتن حسام غالي، يعني خبره وشباب فعلا، مش بس كلام بيتقال، لا هو فعلا خبره وشباب، فبالتالي بيكملوا بعض، مستنيين منهم الكتير ان شاء الله زي ما عودونا دايما. النادي الاهلي دايما بكل سنه يا كابتن بيكون في حاجه جديده، يعني سواء في تعاقدات مع لاعبين، سواء في شكل الفريق داخل الملعب او في البطولات. يعني زي ما حضرتك قلت احنا منتظرين وبفارغ الصبر بطوله افريقيا علشان نروح بعد كده على كاس العالم للانديه، ويمكن الاهلي يعني جمهوره بيبقى طماع زي ما حضرتك قلت دايما عايز مركز اول. ف يعني بقى نتمنى ان شاء الله ان يعني تكون الاحتفاليه دفعه قويه جدا للاعبي منتخب مصر في كاس العالم، وللاعيبه النادي الاهلي في بدايه مشوارهم وفتره الاعداد اللي طبعا بداوها مع كابتن محمد يوسف وقبل انطلاق موسم كروي جديد ان شاء الله. كابتن ان شاء الله، يعني ليه ما يكونش مدير فني النادي الاهلي بعد كده ان شاء الله لعيب اهلاوي، لعيب مش يعني لسه مبطل زي ممكن تدي لحسام غالي تشغله في الدنيا دي كلها عمر، زي طبعا ما نشوف الانديه، زي ما نشوف برشلونه ادت له جوارديولا قعد شويه وبقى طبعا جوارديولا احسن مدرب في العالم دلوقتي، وريكي كابتن وريكي كله، يعني دايما برشلونه كابتن مميز عن بالظبط. يعني كابتن فالفيردي اللي موجود حاليا مدير فني برشلونه، فني برشلونه ده اصلا لاعب سابق في برشلونه بالظبط، وترشح ثلاث مرات او ترشح مرتين قبل كده لتدريب البرشلونه لكن لم يوفق ولم يتم اختياره. وفرانك رايكارد، يعني كل اللي بيدربوا فريق برشلونه يا اما كانوا لاعبين سابقين يا اما كانوا بيدربوا في ناشئين فريق برشلونه، لكن زي حضرتك قلت ان شاء الله نامل ان الموسم اللي جاي يكون القياده الفنيه اهلاويه خالصه بالظبط، يكون يا كابتن الانتماء بقى والحماس والحميه على انا مختلفة. انا اهم حاجه عندي عمر التطوير، التطوير ازاي تطور فريق كوره في نادي الاهلي تخليه فريق اوروبي بمواصفات اوروبيه، يعني ازاي بيدافع ازاي بيهاجم وازاي متعك في كوره، كمان انت مطلوب منك كنادي اهلي زي الانديه الكبيره برشلونه ريال مدريد بايرن ميونخ اي نادي عمر باريس سان جيرمان مطلوب منه اداء ونتيجه طبعا، مش مطلوب منه نتيجه بس طبعا، لكن لما تتزنق بنقول اه نتيجه بس، لكن مطلوب ان انت يبقى عندك مدرب شاب اهلاوي بمميزات فنيه اوروبيه او بمواصفات اوروبيه ان شاء الله في القريب العاجل يكون فيه هذا المدرب الاهلاوي. كابتن محمد يوسف تولى مسؤوليه النادي الاهلي خد بيه بطوله افريقيا، كابتن حسام بدري قبل كده تولى مسؤوليه النادي الاهلي خد بيه بطوله افريقيا، مصر منور جوزيه اي حد يا جماعه، مع احترامي طبعا مش اي حد، يعني بنجيب حد من الشارع طبعا، كل اللي بيمسكوا النادي الاهلي نجوم كبار، لكن اي مدرب بينجح مع النادي الاهلي بينجح عشان هو مدرب كويس، بينجح عشان هو معاه فرقه يتمناها اي مدرب في العالم، بينجح عشان معاه اداره بيتمناها اي نادي في العالم، بينجح عشان معاه جمهور بيتمناه اي نادي في الكون كله، جمهور النادي الاهلي اللي هو حمى النادي الاهلي اهو. يعني يا كابتن زي ما حضرتك اتكلمت في نقطه فريق كره القدم ان كابتن محمد يوسف، يعني هو كمان اللي عاجبني في كابتن محمد يوسف ان هو بدا مدرب مساعد، مدرب عام، مدير فني، عرف ان هو يعني يحصل له تطوير وبدا ان هو ياخد السلم من اوله، سواء طبعا في تدريبه سواء كان مدرب مساعد او مدرب عام او مدير فني، كمان يعني بسم الله ما شاء الله قدر ان هو يستغل المواقف اللي اتحط فيها ان هو يوصل لمدير فني بعرقه وبكفاحه وبجهده، وقدر ان هو يتوج ببطوله افريقيا وبطوله مهمه جدا جدا، يعني ممكن نقول ان هي اكيد معشوقه الجماهير، لكن بطوله الدوري هي الحب والاهم، لكن بطوله افريقيا هي اللي بتوصل النادي الاهلي لكاس العالم للانديه. كمان يا كابتن، يعني كابتن محمد يوسف يعني هو بيعرف يعني او بيعرف يتاقلم مع مجلس الاداره الحالي، كان موجود في مجلس الاداره، يمكن اتعامل هو مع كابتن خطيب قبل كده، اتعامل مع معظم الاعضاء مجلس الاداره، فبالتالي كميتهم ماشيه مع بعض، وبالتالي دي صور طبعا بدايه فتره الاعداد اللي مش بيكون او اللي مش متواجد فيها لاعبتنا الدوليه اللي متواجدين مع منتخب مصر، لكن اكيد النادي الاهلي بيعمل معسكرات على اعلى مستوى، احتكاك باقوى الفرق اللي بتبقى موجوده، فبالتالي يعني ننتظر بقى ان شاء الله كابتن موسم رائع جدا وموسم مميز جدا. للاسف يا كابتن كل مدير فني للنادي الاهلي بيبدا فتره جديده بيكون في تحدي صعب جدا عشان يحقق انجاز بالزبط اقوى من اللي قبليه عملوه. انت اتكلمت في حاجه مهمه كمان يا عمر، ان بطوله الدوري الجماهير خرجت الاهلي من المنافسات المحليه دلوقتي، هم خلاص خلي بالك الجماهير خرجت الاهلي من زمان دلوقتي، ترمومتر اداء النادي الاهلي هو افريقيا صح، خلاص يعني انت بتاخد البطولات على طول، بتاخد دوري، بتاخد كاس، بتاخد سوبر، وللاسف لما حد بيكسب بيعمل عليك الليله مش عارف ليه. طب يا كابتن انا عايز اسالك على حاجه ثانيه، حضرتك يا كابتن مش بتلاحظ ان في معظم الاوقات ان النادي الاهلي لما يكون مش ماشي في حالته طبيعيه زي منتخب مصر كمان هو مش ماشي في حالته طبيعيه؟ يعني انا بلاقي يا كابتن برضه ساعات النادي الاهلي مرتبط بالمنتخب ان معظم قوام منتخب مصر بيكون دايما من النادي الاهلي،
فدايما كابتن النادي الاهلي لما يكون ماشي كويس قوي فايق ومتصدر وبطولات وغيره بنلاقي منتخب مصر ماشي ماشي بسم الله ما شاء الله كويس جدا جدا. ده طبعا ما يقللش من لعيبه منتخب مصر الموجوده. قام هي اللي بتتكلم يا كابتن واللعيبه هي اللي بتتكلم بالزبط. ان معظم اللعيبه او القوام الاساسي اللي موجود في منتخب مصر يعني مش بتكلم على دلوقتي بتكلم على قبل كده وبتكلم على اللي جاي معظمه بيكون من لعيبه منتخب مصر بجانب اللعيبه المحترفه. بعدين يا كابتن حضرتك برضو يعني ليه يا كابتن منتخب مصر افريقيا متفوق على معظم المنتخبات زائد ان احنا ان المنتخبات الافريقيه دي عندهم لعيبه ممكن تكون محترفه في احسن الانديه اللي اقوى من الدوري المصري عشان كابتن يعني حضرتك اكيد حاسس ان لعيبه منتخب مصر عندها كابتن حته كده القلب اللي بيكون على المنتخب ان هم بيلعبوا بروح البلد وعندهم حميه وعندهم طبعا لكن يا كابتن ناس كتير جدا ما تعرفش النقطه دي ان هم يبقوا ان انا ابقى العب باسم مصر وبلدي واموت عليها. الافريقي كابتن مش بيفرق معاه لا خالص وعايز يخلص الماتش عشان يروح ممكن كمان نادي تاني. الكاميرون حضرتك لو تفتكر كاس الامم الاخيره الكاميرون لعبوا كان في كتير جدا ما جوش يعني ما جوش المعسكرات فبالتالي المدرب استبعدهم من بطوله الامم الافريقيه فهو بالنسبه لهم الاهم النادي مش المنتخب. المنتخب الفلوس الفلوس النادي بيجيب فلوس الفلوس. لكن لعيبه النادي الاهلي كابتن بسم الله ما شاء الله يعني بص كابتن اللعيبه اللي ما راحتش المنتخب بص وليد سليمان حسام عاشور بسم الله ما شاء الله كابتن اسامي بسم الله ما شاء الله دوليه تقيله قوي 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 قوي. النادي الاهلي كمان يعني يعني يمتلك لعيبه لسه صغيره. صلاح محسن ده كابتن انا بتنبأ له ان هو يتالق في الموسم القادم صلاح محسن لعيب مع النادي الاهلي لعيب اوروبي لعيب كبير جدا بس انا مشكلته يا كابتن مشكلته ما تجرنيش على كوبر تاني مشكلته يا كابتن ان هو الناس رابطه ب 37 مليون يعني الناس لو تنسى يعني يا كابتن الناس رابطه ايه ان انا هجيبه ب 37 مليون فهينزل بقى كسر الدنيا. هو جاي من نادي اولا لا هو جاب هدف في اياكس ثمنه اكتر من 40 مليون بس انا بقول لحضرتك يا كابتن النادي الاهلي النادي الاهلي كل فرصه الناس مستنيه منه 10 اجوال بالظبط فاكيد الناس زي ما حضرتك قلت برضه هنفضل نقول ونعيد ونزيد ان جمهور الاهلي واعي جدا وعارف لعيبته وعارف السيستم اللي النادي ماشي بيه فبالتالي لعيبه الاهلي اللي موجوده حاليا مع بعض التدعيمات لو في تدعيمات مفيش يبقى هم دول اللعيبه اللي هتكمل الموسم الجاي لعيبه على اعلى مستوى يا كابتن ولعيبه احنا مستنيين منهم كتير جدا وبطولات كتيره زي ما حضرتك قلت الاهلي خرج او جمهور الاهلي خرج الدوري بره تصنيف البطولات احنا بنبص على افريقيا خرج المسابقات المحليه يعني بنبص على السوبر الافريقي بنبص على كاس العالم للانديه يعني اكيد كابتن سامي مصن برضو من واحد من المدربين الواعدين اللي قدر يصعد فريق حرس الحدود وعين بعديها طبعا في الجهاز الفني للنادي الاهلي فهو اكيد يستاهل وبسم الله ما شاء الله كابتن الجهاز الفني واللعيبه الناس اللي موجوده يعني ناس على اعلى مستوى تمام تمام انت على طول سمعت على طول يا كابتن على طول على طول هنرجع بقى وحضرتك يعني ودي كفايه كابتن بقى يعني بتكلم من الصبح كابتن علاء مايوب كان موجود ومعاه كابتن هشام حنفي نجوم كبار جدا اسماء كبيره يا جماعه واسماء بتعرف هي بتعمل ايه واسماء كانوا نجوم كبار جدا كمان كانوا لعيبه كويسه قوي طبعا مش شرط صحيح ان انا ابقى لعيب كويس ابقى اداري كويس او مدير فني كويس لكن هي الموضوع ماشي فيه ديناميكيه شويه بين الاسماء اللي موجوده وبين شغلهم واماكنهم حاجه جميله جدا حاجه ولا اروع. نروح لفاصل ونرجع نواصل مع حضرتكم استنوا اهلا بحضراتكم من جديد. انتهى حفل الاحتفال او الاحتفاليه المقامه للنادي الاهلي بمناسبه حصوله على الدوري رقم 40 والنجمه الرابعه. اكيد حضراتكم كلكم عارفين ان حقوق البث احنا مش واخدينها لسه ان شاء الله من السنه الجايه هتلاقوا موضوع مختلف تماما عشان كده ما قدرناش ننقلكم الاحتفاليه على الهواء مباشره لكن كان لازم نطلع معاكم بمناسبه احتفال النادي الاهلي بالدوري رقم 40 والنجمه الرابعه. كابتن محمود الخطيب كان كلامه مهم جدا جدا كان في كلام كبير جدا بين الصدور اكيد هنناقشه مع حضراتكم بعد ما عمر يتكلم صدر. يعني يا كابتن اكيد يعني انتهت الاحتفاليه لكن كنا حريصين ان احنا نبقى متابعين لاحداث الحفل وبالتالي كلمه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي وكان كلامه بعض النقاط سريعه وواضحه من كلامه ان ما حدش هيقدر يشتت شمل النادي الاهلي وعائله النادي الاهلي هتظل متكاتفه هتظل بايد واحده روح واحده دايما الجمهور والاعضاء واللعيبه في ظهر بعض وكانت طبعا يعني اكيد كلمه احنا عارفين الهدف ايه من وراها ان دايما بيقول ان النادي الاهلي ما حدش بيقدر يهزه ولا حد بيقدر يحركه هو ده سبب نجاح النادي الاهلي كمان يعني اكيد شكر كل القائمين على العمل في الموسم الماضي في نجاح النادي الاهلي وحصوله على
الدرع رقم 40، وحاجه مش غريبه على مجلس اداره النادي الاهلي او النادي الاهلي عموما. النادي الاهلي على مر تاريخه في كل العصور كله بينكر ذاته وكله بينسب الفضل لاخرين، وده اللي احنا متعودين ان احنا دايما نسمعه من اعضاء مجلس الاداره، لعيبه، جمهور. هو ده عشان كده احنا بنحب النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما يعني بيكبر كل الناس. النادي الاهلي اي حد بيخش جوه او جوه المنظومه بيكبر وبيتالق وبيبقى طبعا نجم في جميع المجالات، في كره القدم، في كل اللعبات الاخرى. دايما لما النادي الاهلي لعبات كتيره جدا، لكن طبعا المميزه او اللي بتميز النادي الاهلي هي كره القدم. فكنا حريصين ان احنا نقول لحضراتكم بعض ونعلق. يعني يا كابتن ميدو، لما كابتن خطيب اكيد يقول ان عيله النادي الاهلي عيله واحده ما حدش هيقدر يفرها او يهزها، اكيد طبعا ده كلام قوي جدا. اكيد الجمهور الواعي فاهم الكلام اللي احنا بنقوله ده. اكيد الجمهور عارف. واحنا في بدايه كلامنا اتكلمت معاكم في النقطه دي تحديدا، وقلت ان انا هفضل ادعم في الكابتن خطيب، وهو مش محتاج دعم. كابتن خطيب بنجوميته بعشق الجماهير ليه بكاريزمته بعطائه للنادي الاهلي مش محتاج اي دعم ليه. كابتن خطيب لما قال انا عايز اترشح لرئاسه النادي الاهلي، الناس نزلت له على الكراسي المتحركه. كابتن خطيب لما قال انا عايز ابقى رئيس النادي الاهلي، كل الناس طلعت من بيوتها. الناس اللي ما كانتش بتدخل النادي الاهلي اساسا طلعت. كابتن خطيب قيمه كبيره جدا جدا جدا، كل الناس في ظهرك يا كابتن. واحنا الاهلاويه عارفين يعني ايه النادي الاهلي، وعارفين يعني ايه كابتن محمود الخطيب. مش محتاجين اي حد يوعينا، مش محتاجين اي حد يقول لنا ادعموا النادي، لان احنا كلنا عارفين قيمه النادي وعارفين قيمه الكابتن محمود الخطيب، النجم قبل رئيس النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب الانسان قبل رئيس النادي الاهلي. وانتوا عارفين انا عمري ما بجامل حد ولا بقول اي كلام غير الكلام اللي بيرضيه دايما ضميري واللي بيرضي ربنا. عشان كده بقول لكم، او الكابتن محمود الخطيب قال ان عيله الاهلي استحاله يفرقها اي حد، سواء كان بقى ضخم او قزم صغير، مفيش حد يقدر يفرق عيله النادي الاهلي ابدا. زي ما قلت لحضراتكم، النادي الاهلي هرم واقزام بيحاولوا يوقعوا الهرم ده بحته طوبه صغيره. استحاله، انسوا، مفيش حد يقدر يوقع النادي الاهلي او يهزه. وكل الدنيا عارفه قيمه النادي الاهلي، وكل الدنيا عارفه قيمه الانديه الكبيره، كل الدنيا عارفه ان مفيش اي حد هيقدر يفرق اي انديه مصريه مهما كانت هي مين، اهلي، زمالك، اسماعيلي، اتحاد، كلنا ايد واحده، وكلنا في الاخر روح رياضيه، وكلنا عيله واحده. واحنا بنتكلم احنا كاهلاويه، احنا اهلاويه وعارفين قيمه نادينا. مش عايز اقول اللي يجي جنب نادينا ندوسه بايه. يعني يا كابتن برضه كلامه على مجلس الاداره السابق وعلى الجهاز الفني السابق، وبصراحه كل حاجه ساعدت النادي الاهلي على وصوله لبطوله الدوري دي في حد ذاتها، يعني انا مش شايفها غريبه يا كابتن ميدو. يعني زي ما قلت، النادي الاهلي دايما كله بينكر ذاته، كله بيقول أكيد انا مش أكيد سبب، لا أكيد في عوامل كتيره جدا كانت سبب في الفوز بالبطوله او تحقيق الانجاز. يعني برضه يا كابتن لفته طيبه جدا، انا شايف ان ده مش بيحصل غير جوه النادي الاهلي، ان احنا نقول اللي قبلينا عمل، يعني نقول اللي قبلينا عمل ايه. في ناس ممكن او في بعض الاشخاص او في يعني في كل الدنيا، مش بس في جوه النادي الاهلي، لا ده في كل او معظم المنظومات اللي موجوده، ممكن حد يقول لا انا اللي عملت الانجاز ده، انا اللي كنت سبب فيه، انا اللي جيت صلحت. لكن كابتن خطيب ومجلس الاداره يعني اتكلموا عن مجلس الاداره اللي في السابق بشكل رائع جدا. اتكلموا في كل مناسبه كابتن بالظبط يا عمر، بالظبط، برافو يعني عليك. اتكلم قبل كده في المؤتمر بتاعه اللي كان عامله عمر، اللي كان بيشرح فيه اهداف النادي والاستاد، وكان بيشرح فيه اسوار النادي وتطورات ان شاء الله اللي هتبقى في النادي ان شاء الله. قال اتكلم وادى للبشمهندس محمود طاهر حقه. المهندس محمود طاهر برضه طلع شكر في الكابتن الخطيب. هي دي روح النادي الاهلي، وهي دي قيمه النادي الاهلي، وهي دي كبرياء النادي الاهلي، وهي دي تواضع النادي الاهلي. كل حاجه الحمد لله. زي ما قلت لكم، النادي الاهلي ما اضافش مبادئ من عنده، النادي الاهلي ما اضافش قيم من عنده، النادي الاهلي بياكد دايما على المبادئ، وبياكد دايما على الاخلاق، وبياكد دايما على القيم اللي احنا اتربينا عليها، اللي هي كل عيله وكل حد فعلا ربى اولاده هيلاقي قيمه في قيم النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيخترعش حاجه جديده، النادي الاهلي دايما بياكد بس على الحاجات الكويسه. عشان كده زي ما قال عمر، الكابتن محمود الخطيب اثنى على كل الرؤساء النادي الاهلي اللي فاتوا وشكرهم، وشكر الكابتن حسام بدري، وشكر الجهاز الفني كاملا. وده مش جديد على النادي الاهلي، ومش جديد على الكابتن محمود الخطيب تحديدا، لكن هي دي روح النادي الاهلي، وهي دي روح واخلاق الكابتن محمود الخطيب اللي بيمثل النادي الاهلي وجماهيره. طبعا يا كابتن شفنا الحفله، يعني او تابعنا الحفله في او اثناء الفواصل، يعني اكيد حفله كابتن، انا شايف بسم الله ما شاء الله، يعني تليق باسم النادي الاهلي، الشخصيات المحترمه طبعا، يعني رئيس اتحاد الكوره، مجلس اداره النادي الاهلي، لعيبه منتخب مصر، الاعلام اللي كان موجود، والتغطيه، زي ما حضرتك شايف اكيد حاجه تليق باسم النادي الاهلي. وفعلا زي ما حضرتك قلت، اي حاجه بتبقى ليها علاقه باسم النادي الاهلي فعلا الكل بيجري وبيتهافت ان هو يكون جزء من العمل ده.
وبالتالي يعني احنا شفنا بعدين كمان كلمه مهمه جدا جدا كنا عايزين نقولها ان كابتن خطيب اتكلم على الجمهور الجمهور وان هو كان ان هو حزين على عدم وجود الجمهور في الاحتفاليه، لكن هو بيوعدهم من الموسم المقبل هيكون في احتفال يعني احتفاليه او احتفالات مع الجمهور، وان شاء الله يعني ده دور كابتن خطيب اكيد كونه كرئيس نادي الاهلي ان هو بيحاول جاهدا وبيسعى في عوده الجماهير اللي احنا نتمناها زي ما احنا قلنا، ونفضل نقول ان جمهور النادي الاهلي هو رقم واحد والداعم الاول لنادي الاهلي في كل بطولاته، ودايما عمره ما بيتاخر او بيبخل على النادي الاهلي باي تشجيع ايا كان في افريقيا او في مصر هنا في اي محافظه بيكون موجود فيها النادي الاهلي. فلسه بقى ان شاء الله نستنى زي ما قلنا لحضراتكم دي احتفاليه اتحاد الكوره، لسه في درع جديد هيتسلم للنادي الاهلي بعد بطوله كاس العالم، وبعديها هيكون احتفاليه خاصه بالنادي الاهلي وفوزه بدرع الدوري والنجمه الرابعه بالبطوله رقم 40. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، وكل التوفيق ان شاء الله لمجلس ادارته في الفتره القادمه. تبقى فتره صعبه كابتن جيدو اكيد طبعا، اختيار المدير الفني، بطوله طبعا، تحدي جديد دايما، كل بطوله او كل سيزون بيبقى فيه تحدي جديد للنادي الاهلي. انا عايز اكد يا عمر قبل ما نروح في حته ثانيه، عايز اكد على كلامك تمام. كلام اهتمام الكابتن محمود الخطيب بالجماهير وبرجوعها. لو الكابتن محمود الخطيب كلاعب كره اللي الجماهير كلها هزت استاد القاهره لما كان بيعتزل، الجماهير كلها هزت استاد القاهره في ماتش اعتزال الكابتن مصطفى عبده لما حاجبه اتفتح او عينه حصل فيها اصابه، اكيد فاكرين طبعا الناس اللي هي الاهلاويه العاشقه للنادي الاهلي اكيد فاكرين كل الكلام ده كله، الجماهير اللي هتفت بيبو بيبو، الجماهير اللي عملت له اغنيه، الناس اللي عملت له اغاني، مش اكيد ما حدش هيعرف قيمه الجماهير اكتر من الكابتن محمود الخطيب، اكيد ما حدش هيعرف قيمه الجماهير ورجوعها اكتر من الكابتن محمود الخطيب. عشان كده بقول لكم دايما ودايما ببقى متواصل مع سياده العميد محمد مرجان والكابتن محمد مرجان، ودايما بياكد لي على اهتمام مجلس الاداره ومحاربته على عوده الجماهير، وانا دايما بقول في كل حلقه ليا بطلع معاكم فيها حتى في الاخبار اللي بنطلع بنقولها كل اسبوع، انا شخصيا دايما باكد وبقول كلام بين السطور كده على رجوع الجماهير، ولازم احنا يا جماعه نستحمل ولازم نبين صوره للناس كلها ان احنا كجماهير اهلي جماهير ملتزمه، وان كانت في قله بتحاول تفسد الكلام ده لا، القله دي اكيد مش مننا، احنا كجماهير اهلي دايما ورا نادينا، وان شاء الله ترجعوا تنوروا استادات الاهلي كلها. تاكيدا على كلام كابتن ميدو على موضوع الجمهور، على طبعا على محاربه مجلس الاداره والعميد محمد مرجان على حضور الجماهير، لو نفتكر يا كابتن هو مين اللي رجع جمهور استاد القاهره؟ يعني الجمهور دايما كان بيبقى موجود في استاد برج العرب، لكن بالزبط الجمهور بالزبط الاهلاوي رجع في بطوله افريقيا في استاد القاهره اللي كان ممنوع اصلا لعب المباريات فيه ووجود جمهور، فبالتالي الجمهور رجع، لكن حصل بعض الظروف اللي خلت طبعا المباريات تتنقل وعدم وجود جمهور، لكن ان شاء الله كل حاجه تتصلح، كل حاجه ترجع لمكانها الطبيعي. لكن السوشيال ميديا يعني مش يعني مش عايز اتكلم عليها، لكن هي بتدي بعض الاوقات يعني بتدي طاقه سلبيه، لكن جمهور الاهلي الواعي الكبير هو فاهم الكلام اللي احنا بنقوله، فاهم ان كل حاجه بيكون ليها الوقت بتاعها، بيكون فاهم ان مجلس الاداره ايا كان مجلس اداره مين اللي موجود، لكن اي حد بيقعد على كرسي مجلس اداره او بيكون مسؤول عن النادي الاهلي بيعمل اقصى جهد عنده ايا كان مين اسمه ايا كان ايه تاريخه، لكن العبره مش بان انت كنت موجود شاركت مع النادي الاهلي ولا لا، ولا كنت لعيب كوره ولا لا، ولا لا، انت ممكن يكون موجود انت في يعني موجود في مجلس اداره، ممكن يكون ما شاركتش قبل كده في اي، عارف يعني ايه معك يعني ايه معك عندنا يقين وعندنا امل ان الامور الفتره اللي جايه تبقى بالصالح. وبعدين مجلس الاداره يا كابتن ميدو مش بيتكلم، بيرد بافعال، يعني مثلا حقوق بث، حقوق رعايه، تطوير قناه الاهلي، بندور في ملف المدير الفني القادم، فبالتالي هم كابتن لو فضلوا سايبين نفسهم لقيل واقل مش هيبقى يعني خلاص بقى نقعد ونتكلم، لكن هم مجلس اداره النادي الاهلي والنادي الاهلي افعال لا اقوال، فدي حاجه كنا حريصين ان احنا نتكلم فيها. احنا كابتن بنتكلم كلام بين السطور زي ما حضرتك قلت، بنتكلم كلام الجمهور الاهلاوي هيكون فهمه، النادي الاهلي اكبر من اي حد موجود في داخل المنظومه، يبقى الاول والاخير مصلحه النادي الاهلي فوق اي حد. اكيد يا عمر، وانا باكد على كلامك في احتفاليه، انا اعتقد ان مفيش حاجه تليق باسم النادي الاهلي، يعني مهما اي حد يعمل اي حاجه النادي الاهلي ويعمل فيها كساره جهده، لكن برضه مش هيدي النادي الاهلي حقه على مدار السنين دي كلها، وان كانت احتفاليه كبيره جدا نظمتها شركه برزنتيشن، شركه ناجحه جدا بصراحه طبعًا. وشركه بتنجح اي حاجه بتدخل فيها، وان شاء الله مزيد من النجاح مع النادي الاهلي خلال الاربع مواسم القادمه مع الرعاه الرسميين النادي الاهلي. لكن عايز اقول احتفاليه بتليق باسم النادي الاهلي
احتفالية تليق بلاعيبة النادي الأهلي، احتفالية تليق بجماهير النادي الأهلي. النادي الأهلي صاحب قراره، انسوا النادي الأهلي دايما هو صاحب قراره ايا كان مين هو. تخيلوا بقى المجلس الموجود اللي جاي بناء على كل الجماهير اللي حبته والجماهير ادتها صوته، اكيد النادي الأهلي هو صاحب قراره. مفيش حد بيعمل على النادي الأهلي ايمن ابدا يدخل في قراراته او يدخل يصحح قراراته او يدخل يتكلم في قراراته. النادي الأهلي هو راجل في المجمل العام بياخد قرار، اللي بيعمل راجل بيعمل راجل بره النادي الأهلي، لكن النادي الأهلي هو كيان كبير جدا وهو صاحب قراره في المقام الاول والمقام الاخير. ان شاء الله هتشوف ان شاء الله حاجات جايه كتير حلوه جدا للنادي الأهلي والجماهير والقناه كمان. لكن دايما بقول نصبر، دايما بقول بلاش اربعه، بلاش ضغط، بلاش ضغط. كل الحاجه الجميله جايه ان شاء الله في الطريق وجايه في القريب العاجل، لكن بالراحه وبهدوء. مش عايزين ضغط، مش عايزين قرارات، مش عايزين نجيب مدرب، لا هنمشي مدرب، لا مش عارف مين، لا واحد يطلع كده ما تفهمش اساسا يقول لك مش عارف ايه. يعني مش عايزين ضغط، عايزين نشتغل بمنتهى الهدوء. النادي الاهلي ليه سيستم طول عمره شغال عليه، كل اللي بيحصل ده كان بيحصل قبل كده. لكن زي ما قلت في الاول، انتشار السوشيال ميديا عمر والمواقع والاخبار والاعلام سواء مقروء او مسموع او مرئي، يعني حاجه بصراحه كتير جدا طبعا. لكن كان بيحصل كل الكلام ده لكن ما كانش حد بيحس بحاجه، عشان كده كان النادي الاهلي يعني دلوقتي. لكن كل السبوت على النادي الاهلي، النادي الاهلي هو اللي ناجح، اللي بيحاول يجيب خبر يروح مفرقع الدنيا. فيعني يعني ان شاء الله كل التوفيق والنجاح النادي الاهلي. معايا السيد مين يا جماعه؟ مين يا جماعه؟ السيد طارق قنديل عضو مجلس النادي الاهلي. استاذ طارق اهلا بيك. استاذ طارق معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. معايا في هذه اللحظات أستاذ طارق أنديل، طبعا عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. أستاذ طارق برحب بك في البداية، ببارك لك على الفوز ببطولة الدوري، بطولة أكيد مهمة عند جمهور النادي الأهلي واعتاد عليها بشكل كبير. حابب تقول النهاردة بعد الاحتفالية المهمة دي وضرورة الاحتفالية هو تكليل مجهود كبير جدا بيبذله اللاعبين على مدار الموسم وأيضا مجلس الإدارة. مبروك لكل جماهير النادي الأهلي، هي صاحبة الإنجاز الأكبر في الحصول على النجم الأربعين، على البطولة الأربعين والنجمة الرابعة في تاريخ النادي الأهلي. حدث تاريخي المفترض النهاردة، كان نفسنا أن يكون المتواجد جمهورنا يكون في وسط استاد مختار التتش، لولا الظروف اللي رغما عن إرادتنا كلها إنما كان هو ده كان الطبيعي اللي كان يحصل. فهي دي الحاجة اللي مأثرة فينا النهاردة، اللي كان المفروض هو الجمهور يكون حاضر اللي هو صاحب الإنجاز الأكبر. إنجاز غير طبيعي، زي كلام اللي قاله كابتن في البطولات الأربعين اللي حققها النادي الأهلي. والمجلس بتاع المهندس محمود طاهر، كابتن محمود خطيب أكد برضو أن هو شريك في هذا الإنجاز في البطولة اللي حصلت السنة دي. دايما النادي الأهلي الحمد لله له الريادة في كل المجالات الرياضية، هو جزء أصيل من تاريخ مصر، وإن شاء الله يرجع لتاني الأهلي الريادة ونكون الأكثر حظا للبطولات القارية على مستوى العالم إن شاء الله. رسالة أخيرة لجمهور النادي الأهلي واللي إن شاء الله منتظرين، وأنا عارف إن مجلس الإدارة مصمم إن شاء الله السنة الجاية الأهلي يحقق بطولة الدوري، يكون متواجد جمهور النادي الأهلي في الملعب وعودة الجماهير أكيد هتكون مهمة، وفي إصرار مجلس إدارة النادي الأهلي على الجزئية. إحنا أحرص ما يكون إن الجماهير ترجع. يعني حضرتك اللي حصل إن في حدث معين عرقلنا شوية ورجعنا خطوات ورا في عودة الجماهير، إنما احنا أحرص ما يكون على كده، وإن شاء الله وبالتعاون مع كل أجهزة الدولة هيكون في حضور للجماهير إن شاء الله الدوري الجاي، وإن شاء الله زي اللي من دول نحتفل بالبطولة 41 للنادي الأهلي في الدوري ويكون الجمهور حاضر ومال استاد النادي الأهلي إن شاء الله. شكرا فندم. ده كان لقائنا مع أستاذ طارق أنديل طبعا عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. نروح سريعا لزميلي محمد سعيد ولقاء آخر مع دكتور محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. شكرا ليك زميلي أمير هشام. مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، هنا من حفل تتويج وتسليم درع الدوري لإدارة النادي الأهلي والجهاز الفني واللاعبين بتحقيق النجمة الرابعة والبطولة رقم 40. وبالتالي في هذه اللحظات أنا معي دكتور محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والحديث عن هذا التتويج وفوز الأهلي ببطولة الدوري العام، وخاصة أنه منذ أيام قليلة عاد من رحلة في أسبانيا وحضر المؤتمر صناعي كرة القدم مع نادي ريال مدريد. دكتور سراج أولا برحب بيك وبقول لك الحمد لله على السلامة، حضرت مؤتمر مهم وفي نفس الوقت
وقت بكلامك عن النهارده تتويج الاهلي والفوز ببطوله الدوري العام. شكرا جدا محمد والله المقدمه الجميله دي، والحمد لله يعني الف مبروك لجماهير النادي الاهلي والاعضاء النادي الاهلي ولكل محبي النادي الاهلي في كل مكان في العالم. الفوز بالبطولة أكيد نتيجة صعاب وجهد موسم طويل وشغل كتير حصل على مدار هذا الموسم، هذا التتويج كيف تراه وتسليم الدرة؟ كنا نتمنى حضور الجمهور لكن بالتأكيد خلال الفترة القادمة زي ما ذكر الكابتن محمود الخطيب هيبقى حضورهم مهم في الموسم القادم عندما يحقق الأهلي البطولة كما هو المعتاد بالنسبة للقلعة الحمراء. طبعا يعني ما فيش شك إن الجماهير هم أهم رمز للنادي الأهلي وأهم والأساس بتاع النادي الأهلي هو جماهيره، النادي الأهلي يمكن نجاحاته الكبيرة اللي حققها على مدار تاريخه دي زي ما الكابتن الخطيب قال بالظبط ان السند الحقيقي هو الجماهير النادي الاهلي، فاكيد يعني السعاده ناقصه بوجودهم يعني، فاحنا نتمنى ان شاء الله ان هي تكون باذن الله الفتره القادمه زي ما الكابتن قال فتره قريبه جدا يكونوا موجودين معانا. احنا كنا بنعمل محاولات والكابتن عمل محاولات كثيره، يمكن الظروف بس يعني عطلت الدنيا شويه الاحداث اللي حصلت، بس نتمنى ان شاء الله ان هم يبقوا معانا في مبارياتنا وبيفرقوا مع النادي الاهلي جدا يبقوا معنا في احتفالاتنا، وهم دايما على الحلوة والمرة مع النادي، فاحنا نتمنى ان شاء الله وجودهم معنا قريب بإذن الله. بالتأكيد هذا الإنجاز وهذا الفوز بالبطولة دافع للجيل القادم وجهاز فني بيكمل المسيرة وتواصل أجيال مع أجهزة سابقة للمرحلة القادمة، لأن تارجت جمهور الأهلي الفترة القادمة بطولة الأفريقية والتأهل لكأس العالم للأندية. طبعا يعني جماهير النادي الأهلي دايما عندها يعني زي النادي دايما الطموح ما بيتوقفش، ما فيش يعني سقف معين لطموح النادي الأهلي وجماهيره، فإن شاء الله الفترة الجاية نتمنى بإذن الله بطولة الأفريقية ترجع تاني النادي الأهلي. الحمد لله يعني هم حققوا موسم كبير اللعيبه والجهاز الفني طبعا زي ما كابتن الخطيب شكر كابتن حسام بدري وكابتن سيد ومهندس محمود طاهر ومجلس السابق للنادي الاهلي، هم طبعا يعني حققوا انجاز كبير وده طبعا هم شريك اساسي في البطوله دي، فباذن الله احنا هنواصل باذن الله ونتمنى افريقيا هي دي البطوله الاهم لجماهير النادي الاهلي ان شاء الله ده الهدف يعني. اربط بقى الانجازات والبطولات يا دكتور سراج واحداث النادي الاهلي الفتره الاخيره، ولما حضرت وسافرت الى اسبانيا وحضرت مؤتمر صناعه كره القدم بدعوه من نادي ريال مدريد للنادي الاهلي، قيمه الاهلي التسويقيه وقيمته في الرعايه وحضورك لهذا المؤتمر، كيف كانت الاجواء وما هي تفاصيل هذا المؤتمر؟ لا والله الحمد لله المؤتمر ده مشي بشكل اكتر من رائع الحمد لله، كان الصدى بتاعه جيد جدا، دي كانت دعوة جاية من نادي ريال مدريد للنادي الأهلي وكانت دعوة ليا أن أنا أمثل النادي الأهلي في المؤتمر ومثل مصر وقارة أفريقيا، لأن المؤتمر ده كان هم جايبين 4 متحدثين من 4 قارات مختلفة من آسيا ومن أمريكا الجنوبية، كان عندنا رئيس الدوري المحترفين أرجنتيني وكان معنا مدير التسويق في الدوري الأسباني من أوروبا، فالحمد لله كان حدث كبير والحمد لله يمكن هناك انا استعرضت رؤيه كبيره يعني تاريخ النادي الاهلي، استعرضت قدام يمكن كان في جمع كبير من مسؤولي ريال مدريد ومسؤولين حول العالم وكان في طلبه بتوع جامعه ريال مدريد وكان في يعني حضور كبير جدا، عملت يمكن برزنتيشن عن تاريخ النادي الاهلي عن الحاضر بتاع النادي الاهلي عن مشروعات النادي الاهلي السابقه ومنها يمكن قناه النادي الاهلي كانت احد المشروعات الناجحه الحمد لله واول نادي في افريقيا يعمل قناه تلفزيونيه، استعرضت برضو حقوق الرعايه ازاي بتتضاعف للنادي الاهلي وبتتزايد مع مرور الوقت، استعرضت رؤيتنا احنا المستقبليه كمجلس اداره ومشروعاتنا القادمه ان شاء الله. الحمد لله يعني يمكن برضه استعرضت التحديات اللي بتواجه النادي الاهلي في افريقيا، في بعض المصاعب اللي بتواجهنا في اكيد انت بتسافر مع الفريق كتير وبتشوف سواء الملاعب او يعني دي ما دي بتعطلك، انت عندك اكسبوجر كبير وعندك هدف توصل للعالميه وده حق النادي الاهلي، فعشان توصل للعالميه لازم ان يبقى ما فيش عوائق كتيره بتقابلك، فاحنا يمكن في بعض العوائق في افريقيا دي استعرضتها، استعرضت كمان التحديات اللي بتقابل الكره العالميه، يمكن احنا دلوقتي في حته الهيمنه راس المال دي مسيطره شويه في الكره العالميه، الانديه التاريخيه بدات تقع شويه بسبب ده، الحمد لله كانت الفيدباك اكتر من رائع، احنا بنوصل رساله للنادي الاهلي، بنحب النادي الاهلي يبقى اسمه ورسالته ومكانته موجوده في اكبر الاماكن، يمكن دي كانت برزنتيشن دي كانت في استاد سانتياغو برنابيو في اسبانيا في ريال مدريد استاد ريال مدريد، فالحمد لله يعني مشيت بشكل كبير الحمد لله. اكيد انا بشكرك دكتور سراج وحدث مهم ودلق هي قيمه ومكانه النادي الاهلي في مش هقول في الوطن العربي لا في العالم اجمع. الحمد لله متشكر جدا محمد شكرا. ده كان لقاء مهم جدا مع دكتور محمد سراج الدين واحنا بنتكلم عن انجاز الاهلي والفوز بالبطولات وتحقيق النجمه الرابعه واللقب رقم 40، لكن كان مهم جدا ااكد على ان قيمه النادي الاهلي الجماهيريه والشعبيه والرعايه والتسويق ان حضور مؤتمر صناعه كره القدم في اسبانيا في نادي ريال مدريد، كل التوفيق لفريق النادي الاهلي ومجلس الاداره والجهاز الفني واللاعبين خلال المرحله القادمه، لكن في هذه اللحظات انتقل الى زميلي امير هشام وحوار هام جدا مع كريم نيدفيد احد لاعبي النادي الاهلي، اليك الكلمه امير.
مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وعقب انتهاء الحفل الخاص بفوز النادي الأهلي ببطولة الدوري رقم 40 معايا في هذه اللحظات أحد نجوم النادي الأهلي كريم نيدفيد. كريم برحب بيك في البداية وببارك لك على الفوز بالبطولة دي، أكيد كانت بطولة مهمة والوصول لرقم أهم هو رقم 40 في بطولات الدوري بالنسبة للنادي الأهلي، حابب تقولي النهاردة بعد الاحتفالية المهمة دي. اهلا وسهلا بيك يا امير، طبعا بنبارك لجمهور النادي الاهلي في الاول، طبعا كانت بطوله مهمه بالنسبه لنا ان احنا حققنا فيها ارقام قياسيه كبيره، بدايه من اللي احنا وصلنا النجمه الرابعه والبطوله رقم 40، حققنا بطوله ارقام كثيره في الموسم، اعلى نقط اعلى اهداف، حققنا كذا حاجه مهمه بالنسبه لنا، قدنا احنا عايزينه الموسم كله الحمد لله، كنا نتمنى ان احنا نختمه كمان ببطوله الكاس بس ده حال الكوره، وبنحمد ربنا طبعا ان احنا وصلنا له. عندنا هدف دلوقتي بطوله افريقيا، برضو النهاردة احنا عايزين نحتفل ونفرح جمهورنا، وعايزين ونوعي جمهورنا ان شاء الله بكل البطولات الجاية ان شاء الله تبقى لينا بإذن الله. مقبلين انتوا على تحديات مهمة جدا وأبرزها بطولة افريقيا، وانا يعني مستشف من لاعبي النادي الاهلي ان هم مركزين في البطولة دي رغم البداية اللي ممكن مش موفقة شوية بالنسبة لفريق النادي الاهلي، لكن تحدي مهم اكيد بالنسبة لكم، بتفكروا فيه ازاي؟ طبعا ده البطوله اللي بتبقى مهمه بالنسبه لنا، بطوله الدوري حسمناها الحمد لله، ما عندناش حاجه دلوقتي غير بطوله افريقيا، حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا، لازم طبعا ده عادتنا كلاعيبه النادي الاهلي. الموسم اللي فات برده بدانا بدايه مش كويسه ووصلنا لنهائي فاينل البطوله، ما كانش عندنا الحظ ان احنا نكسب، بس ان شاء الله السنه دي نقدر نعوض باذن الله ونوصل للفاينل البطوله وناخد البطوله باذن الله ان شاء الله. الفتره الجايه حابب تقول ايه لجمهور النادي الاهلي واللي منتظر منكم ان شاء الله مزيد؟ عايزين بس الجمهور ان شاء الله يدعمنا الفتره الجايه ويبقى جنبنا باذن الله، واحنا زي ما احنا عودناهم ان شاء الله في الفتره الجايه يبقى في نجاحات كتيره النادي الاهلي، زي ما النادي الاهلي على طول بيشتغل على نفس النقطه دي، نوعدهم ان شاء الله بالبطولات والمزيد من النجاحات ان شاء الله باذن الله. توفيق يا كريم. امين. لسه مكملين معاكم مشاهدي قناه الاهلي، ومعايا في هذه اللحظات طبعا احمد حمودي احد نجوم النادي الاهلي. حمودي برحب بيك وببارك لك، فوز ببطوله مهمه جدا مع النادي الاهلي بطوله الدوري، وايضا الاحتفاليه النهارده مهمه بالنسبه لكم بعد مجهود كبير على مدار الموسم. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا انا كمان برحب بك يا امير، والحمد لله رب العالمين النهارده توجنا طبعا واستلمنا درع الدوري. طبعا في الاول ببارك لمجلس الاداره، طبعا ببارك طبعا للجهاز الفني اللي كان موجود وحقق البطوله دي، أبارك اللعيبة كان على قد المسؤولية طبعا في الأول، طبعا أكيد بنبارك لجمهور النادي الأهلي اللي دايما متعطش للبطولات ودايما ما بيقفش عند بطولة معينة، فالحمد لله كانت بطولة صعبة والحمد لله حسمناها بدري الحمد لله. عايز اتكلم عن حمودي شويه، يعني على مدار الموسم يمكن كنت بتشارك فترات والإصابة ممكن كانت بتعطلك شويه، حظك يمكن كان سيء شويه. اكيد وانت شفت الامور دي يا امير معايا، ان الواحد لما كان بيشارك وكان بيأدي وبيعمل اللي عليه، كان بيقابلني سوء توفيق وسوء حظ لما ببقى كويس وبفوق وبقف على رجليا وزي ما بيقولوا كده المكنه بتبتدي تشتغل، بلاقي نفسي اتعورت من تدخل، يعني حتى ما بتبقاش اصابات اللي هي عضليه، لا ده انت بتتصاب اصابات اللي هي حد دخل فيك حد خبطك، بتبقى قضاء وقدر يعني، فالحمد لله رب العالمين دي خلاص السنة عدت وبقفلها وفي سنة جديدة أتمنى أن أنا إن شاء الله أحقق فيها كل اللي بتمناه إن شاء الله السنة دي. أنت أكيد فرحان بالفوز بالبطولة، لكن حاسس أن أنت زعلان شوية لسه ما قدمتش الكثير للنادي الأهلي، وجمهور النادي الأهلي بالتحديد من حمودي منتظر الكثير والكثير. أكيد يا أمير أكيد، يعني أنا كان نفسي أن أنا أقدم أكتر من كده، الواحد عنده الإمكانية أن هو يخدم النادي الأهلي وأنا أفرق مع نفسي أنا وابتدي أرجع تاني لفورمتي وابتدي حمودي تاني، هو حمودي يعني يعني مش حد تاني هو اللي بيلعب، هو حمودي هو اللي بيلعب، بس نحتاج بس ان انا اقف على رجلي اكتر، ومحتاج ان انا الامور تبقى التوفيق يبقى معايا شويه، واتمنى ان انا طبعا اساهم مع زمايلي اللي هم كانوا رجاله على مدار الموسم اللي فات وقدروا يحسموا الدوري بدري. انت هتيجي تسالني ان انا ما قدمتش، لا فعلا يعني عندي اكتر من كده بكتير، وعندي ان انا اقدر افيد النادي الاهلي واقدر افيد نفسي، اتمنى ان شاء الله الفتره الجايه ان انا بشتغل على نفسي وعندي هدف ان شاء الله ان انا اقدر احققه واقدر اشتغل عليه ان شاء الله بمساعده زمايلي، طبعا ان شاء الله كلنا نبقى على قلب راجل واحد ونعمل ان شاء الله الموسم ده موسم احسن من اللي فات ان شاء الله. بطوله افريقيا واكيد بطوله مهمه جدا للنادي الاهلي، انت عارف الكلام ده، ويعني بدايه مش موفقه بالنسبه للفريق شويه، لكن شايف ان شاء الله ان احنا قادرين نرجع في البطوله ونفوز بيها.
هي بداية مش موفقة فعلا، بس طبعا نتيجة طبعا لعوامل كتير، منها إصابات، منها سوء توفيق، لكن اللعيبة ما شاء الله يعني برضو عاملة اللي عليها حتى في سوء التوفيق والإصابات اللي عندنا. اللعيبة اللي بتبقى موجودة بتأدي وبتحاول تعمل اللي عليها، لكن البطولة لسه في الملعب. يعني احنا النادي الأهلي متعود دايما ان طموحه ما بيقفش ولا بيستسلم، لا لحد اخر نفس هو بيلعب. والسنه اللي فاتت لما صعدنا من مجموعات صعدنا في اخر ماتش في اخر مباراه، فلا احنا ان شاء الله عندنا التصميم والاراده ان شاء الله ان احنا ننافس على بطوله افريقيا، ولسه بطوله في الملعب، وكلنا عندنا الدافع ده من جوانا ان احنا نفرح جمهور النادي الاهلي، لان احنا عارفين جمهور النادي الاهلي بطوله افريقيا اهم حاجه بالنسبه له. وان شاء الله نقدر نكسب، ان شاء الله نقدر نصعد للدور اللي جاي ان شاء الله، ونقدر ناخد البطوله دي. ما ان مش بعيد عن النادي الاهلي، النادي الاهلي دايما معروف ان تصميمه واراده ورجوله يقدر يوصل لابعد مدى ممكن في البطوله. رساله اخيرا من احمد حمودي لجمهور النادي الاهلي. رساله للنادي الاهلي، طبعا احنا بنبارك لهم النهارده، لجمهور النادي الاهلي طبعا بنبارك لهم النهارده، وان شاء الله نوعدهم ان احنا نعمل اقصى جهد عندنا ان احنا نقدر نتاهل في بطوله افريقيا، وان شاء الله نقدر ان شاء الله نفرحهم السنه بالبطوله دي ان شاء الله. شكرا حمودي، بتوفيق ان شاء الله. شكرا. ده كان لقائنا مع احمد حمودي، طبعا احد نجوم النادي الاهلي واللي ادى يمكن موسم جيد، ممكن الاصابات عطلته شويه، لكن ان شاء الله منتظرين منه المزيد والمزيد خلال المواسم المقبله مع النادي الاهلي. اكيد النهارده كانت احتفاليه مهمه جدا بفوز النادي الاهلي ببطوله الدوري، لكن احنا لسه مستمرين معاكم، واكيد هيكون معنا أهلا بحضراتكم من جديد. لسه مستمرين معاكم في احتفالية النادي الأهلي بالتتويج بالبطولة رقم 40 للدورة العام والنجمة الرابعة، ولسه معانا لقاءات مع أمير هشام ومحمد سعيد، إن شاء الله هنستعرضها مع حضراتكم بعد قليل. زي ما شفنا احتفالية وقلنا إن هي احتفالية كبيرة جدا تليق باسم النادي الأهلي وجماهيره، لكن كل الناس جماهير آسف لعيبة وأعضاء مجلس إدارة بيقولوا كان نفسنا الجماهير تكون موجودة، وده أكيد على فكرة مش كلام، وده من جوه اللعيبة من جوه مجالس الإدارات، لأن مجلس الإدارة عارف يعني إيه قيمة الجماهير، واللعيبة عارفة يعني إيه قيمة الجماهير. أكيد طبعا، يعني الجمهور يا كابتن، يعني الكابتن خطيب أيضا اتكلم في نقطة مهمة جدا. إحنا كل شوية بنتكلم على الكلام أو بنذكر الكلام اللي الكابتن خطيب قاله في الكلمة اللي قالها في ضمن الاحتفالية، واتكلم وقال لولا جمهور النادي الأهلي ما كانش حد هيعرف السبب في شهرة كابتن خطيب. هو قال السبب في شهرة أو شهرتي هي الجمهور أو هو الجمهور، فبالتالي كلام كابتن طبيعي جدا، جمهور النادي الأهلي هو اللي بيصنع اللعيبة واللي بيصنع المدربين، وبالتالي يبقى الحق إن هو يحتفل ويكون أول واحد يتم الاحتفال معاه هو جمهور النادي الأهلي. ف يعني اكيد يا كابتن كلام مهم جدا، واكيد يوم يعني يوم محترم. هو قال يا عمر الكابتن الخطيب قال كده تحديدا عشان يعرف الناس قيمه الجماهير عنده ايه، يعني الكلام ده اختصاره ان طبعًا. انا عارف قيمتكم، ان انتوا بعد ربنا كنت سبب في اللي انا فيه، ان انتوا بعد ربنا او ربنا خلاكم سبب ان انا ابقى محمود الخطيب، ان انتوا بعد ربنا كنتوا بتملوا الاستادات وتهزوا الاستادات باسمي، ان انتوا بعد ربنا عملتوا لي كل حاجه ربنا خلاكم سبب ان انا ابقى في المكانه دي. فاكيد انا اكتر واحد هبقى عارف قيمتكم وعارف قدركم وعارف انتوا عايزين ايه وعارف انتوا مش عايزين ايه، واستحمل اي ضرر واستحمل اي اساءه عشان خاطركم. طبعا ده ملخص الكلمتين اللي قالهم الكابتن محمود الخطيب، الجماهير كانت سبب في اللي انا فيه، يعني هو عارف قيمه الجماهير عشان كده هو ساكت ما بيتكلمش بيشتغل بيحاول يعمل اي حاجه عشان يرضيكم. بس يا كابتن يعني الفكره كلها ان بس زي ما انا قلت على السوشيال ميديا فيها طاقه سلبيه وطاقه ايجابيه، اكيد، لكن يا كابتن يعني ساعات بيبقى في حد بيخش كده يزق يسخن الجماهير، فتلاقي الدنيا ايه، الدنيا مولعه، لكن مش الاهلي اللي بيسخن، مش الجماهير. الاهلي لا يضرب السوشيال ميديا، النادي الاهلي يا كابتن عنده اداره محترمه، ولو كان الاهلي بيضرب بالسوشيال ميديا طب نلغي بقى مجلس الاداره ونلغي بقى المناصب اللي موجوده، لكن ليه بيتم انتخابات وليه بيتم تعيين مجالس اداره وليه بيبقى موجود يا كابتن ناس مشرفين ومقنين على كل المجالات؟ علشان هم دول من يعني اكتر ناس حكيمه تعرف ان هي تاخد قرار صح في الوقت الصح وعارفه مصلحه النادي الاهلي فين. وبرده يا كابتن يعني الانتخابات دي مين اللي بيختار الناس اللي موجوده؟ اعضاء النادي الاهلي، اكتر ناس مع احترامنا طبعا، الاعضاء دول برده من الجمهور. كان نفسنا طبعا يبقى مشاركه في الانتخابات كل جمهور كره القدم الخاص او اللي بيحب النادي الاهلي، لكن هي بتقتصر فقط على اعضاء النادي الاهلي، عشان كده هم بيبقوا جزء من الجمهور اللي بيقول صوتهم ورايهم في مجلس الاداره، اللي بيكون ليه كل السلطه في قرارات مجلس اداره النادي الاهلي. عشان كده هنفضل نقول وهنقول ان اكتر
ناس عارفه مصلحه النادي الاهلي هم مجلس الاداره، وهم مش معنى ان هم من وجهه نظر الجمهور يعني ان هم تاخروا في اعلان المدير الفني يبقى كده في حاجه غلط، لا زي ما احنا قلنا نصبر علشان كل حاجه تيجي في وقتها الصح. الرعايه زي ما حضراتكم شفتم خرجت بمبلغ كبير جدا، وكل سنه او كل عقد رعايه جديد هيبقى موجود فيه رقم خرافي جديد علشان الناس بتحلم بس تعدي من قدام النادي الاهلي. ايضا في البث الفضائي بنتكلم في مبلغ 400 مليون لوحده، فده رقم كبير جدا جدا جدا. كمان تطوير قناه النادي الاهلي، يعني كلام كتير قوي يا كابتن. وبصراحه يعني بصراحه المجلس مش مؤثر في اي حاجه، لكن زي ما احنا قلنا مجلس اداره النادي الاهلي افعال قوال، هم بس يعني كلام كتير رايح جاي رايح جاي، لكن الاهلاوي الاصيل الاهلاوي اللي بيعرف قيمه النادي الاهلي مش بيدعم مجلس اداره بعينه او بيدعم اشخاص بعينهم، لا ده لازم بيدعم الكيان، الكيان ده موجود في مجلس اداره حالي، يبقى لازم كل الدعم لمجلس الاداره. واحنا عندنا ثقه عمياء واحنا مغمضين ان مجلس الاداره ماشي في طريقه الصحيح، وكل شويه لما الدنيا بتبقى مش واضحه بيتم التوضيح بشكل محترم. وعجبني جدا يا كابتن ان مجلس اداره النادي الاهلي في متحدث رسمي، في نظام، محدش يا كابتن بيتكلم عمال على بطال بالزبط. او حد بيقول تصريح وتاني عضو مجلس اداره بيقول تصريح، لا في يا كابتن منظومه ونظام وكل محترم ده. فبصراحه يعني كل الشكر لمجلس الاداره واللعيبه اللي كانوا متواجدين النهارده في الاحتفاليه، والجمهور اللي بيتابع الحفله اكيد من التلفزيونات ومن خلالنا هنا اكيد بنشكرهم. احنا عارفين ان هم كانوا يتمنوا وجودهم في الاستاد مختار التتش ويحتفلوا مع اللعيبه زي ما حصلت قبل كده، لكن ان شاء الله زي ما كابتن خطيب اتكلم ووعدهم ان هم يبقوا متواجدين بدايه من البطولات اللي هتكون ان شاء الله في حوزه الاهلي في الايام القادمه او في الموسم الحالي القادم. اكيد يا عمر، وباكد على كلامك علشان بس الناس ما تفهمش ان السوشيال ميديا ما بيأثرش، لا السوشيال ميديا بيأثر، والناس الجماهير الاهلاويه تبقى خايفه فعشان كده بيكتبوا. بس في لسه في يعني الشباب الصغير ال 14 15 سنه لسه ما يعرفوش او ما شافوش الكابتن الخطيب، ما شافوش الناس اللي موجوده دلوقتي، ما يعرفوش قيمه النادي الاهلي اللي قبل كده، عارفين الاهلي وبيحبوا الاهلي وخايفين على الاهلي، لسه شباب، والشباب انتوا عارفين بيبقى مندفع شويه. لكن الاهم من كده يا جماعه ان الجماهير دي او الشباب والولاد الصغيرين دول لازم يعرفوا يعني ايه يصبروا، لازم يعرفوا يعني ايه ما يتوجهوش، لازم يعرفوا ان النادي الاهلي كبير جدا، لازم يعرفوا ان الاداره طبعا ما بتردش على التفاهات. يعني تلاقي مثلا على فيسبوك هو الكابتن الخطيب ليه ما بيتكلمش، والاداره لسه ما بتتكلمش ليه، ما حدش بيرد مش عارف على جريده، على مش عارف على موقع، على مش عارف على حد. لا، النادي الاهلي ما بيردش على تفاهات، النادي الاهلي بيرد دايما بتصرفات وبيرد بافعال ايجابيه. النادي الاهلي طول عمره كده، طول عمره بيدار كده، وعشان كده النادي الاهلي مميز. احنا مش بنقول النادي الاهلي يعني هو احسن حاجه في الكون، لكن النادي الاهلي ماشي مع الاصول المتعارف عليها، مع الاخلاق المتعارف عليها، مع القيم المتعارف عليها. مفيش حد لو في غلطه بسيطه بتلاقي شكرا في ثانيه، لو في اي حاجه بتلاقي الناس خلاص بتطلع تقول يا جماعه في حصل كذا كذا وخلاص. مفيش اي حد ما بيعترفش بالخطا، بيعترف بالخطا مهما كان مين، عشان الاحسن وعشان تصحيح وعشان يبقى عند حسن ظن وثقة الجماهير فيه، ايا كان مين هو، ايا كان بقى لعيب عضو مجلس اداره حتى رئيس النادي نفسه. عشان كده بقول لكم ان الكابتن محمود الخطيب عمره ما بيرد على حاجه، في حد زي ما عمر بيقول متحدث رسمي باسم مجلس اداره وباسم النادي بيطلع يتكلم في المواضيع المهمه، في الحاجه المهمه. لما بيحصل حاجه بقى في كلام تاني خالص، انا مش عايز اتكلم وافسر اكتر من كده، لكن اطمنوا جدا واصبروا، والنادي الاهلي ما حصلش فيه اي حاجه، انا مش عارف فيه اصلا، يعني انا مش عارف حصلت هوجه. ولما تقعد تشوف وتفصل كلام تحس ان الاهلي كبير، كلام يكبر مش كلام يصغر، مش كلام يتاخد على حد خالص. انا بصراحه مش عارف عايزين نبقى ورا النادي، عايزين الشباب الصغير يعرف النادي الاهلي كبير، مش عايزين ننساق ورا اي حاجه. الفلوس بتحرك، بس بتحرك الانسان اللي ملوش قيمه. انا دايما بقول اللي ليه او اللي قيمته فلوس ده انسان ملوش قيمه خالص، لكن اللي قيمته حب وعشق الناس هي دي القيمه الحقيقيه. انت عايز تعرف قيمتك، جرد نفسك من كل حاجه واعرف قيمتك الحقيقيه عند الناس ايه. جرد نفسك ان انت تبقى انسان غير حاجه وتعرف قيمتك الحقيقيه عند الناس ايه. اكيد عارفين الفرق بين واحد قيمته فلوس وواحد قيمته حب وعشق جماهير كبيره جدا وجماهير بحجم النادي الاهلي. عشان كده بقول لكم اطمنوا الشباب الصغيره، ما تستعجلوش، ما تندفعوش ورا حد، ما تسمعوش اي حاجه. شفتوا، مش عايز اتكلم على اللي حصل في مباراة مصر وبلجيكا، مش عايز اتكلم ولا عايز اذكر اللي حصل فيها، بصراحة حاجة تحزن. الفلوس فعلا بتقلب او بتغير 360 درجة البني ادم اللي هو الضعيف جدا.
لكن القيم والمبادئ والأخلاق والحب الحقيقي عمره ما بيغير أي حد. عشان كده الكابتن محمود أكد وقال إن عيلة الأهلي استحالة أي حد يفرقها. تعرف يا كابتن كمان اللي بيعجبني في النادي الأهلي إن ممكن يكون الدنيا مولعة وفي موضوع مثلا شغل الرأي العام تلاقي مجلس الإدارة خرج بقرارات يعني ما حدش يعني بنتكلم في تجديد ثقة الألعاب الفردية والألعاب الجماعية. في ناس تقول هو ده وقته. هو ده وقته. هو ده النادي الأهلي زي ما احنا قلنا بياخد كل حاجة بيديها وقتها وكل حاجة بتطلع في الوقت الصح. وزي ما حضرتك قلت النادي الأهلي عارف يرد امتى وعارف ما يردش امتى وعارف يعمل ايه وعارف ما يعملش أكيد ايه. اكيد السوشيال ميديا عمرها ما هتأثر على النادي الأهلي، لكن الناس كنت بتسأل وعايز تعرف بالزبط. لكن زي ما حضرتك قلت النادي الأهلي عنده مجلس إدارة تقيل ورزين. كلمة تقيل ده يا كابتن يعني مهمة جدا جدا جدا، مش بنطلع نرد على اي كلام. النادي الأهلي يعني ما تقلقوش، النادي الأهلي في ايد امينة في مجلس إدارة. يعني مش برضو الكلام هنا مش بنقوله ان احنا قاعدين في قناة الأهلي فبنقول الكلام ده، لا الكلام ده لا احنا بنقول احنا حتى. لا استنى احنا بنقول واحنا عنصريين للنادي معروف جدا يعني معروف لكل الناس. لا احنا كويس تفكرتني بحاجه دي. معروف لكل الناس يا جماعه ان احنا اهلاويه وان دي قناة الأهلي وان احنا عنصريين لنادينا بما لا يضر الاخرين. يعني احنا عنصريين لنادينا بما لا يضر الاخرين. ما حدش يجي جنب النادي، اللي يجي جنب النادي انتوا عارفين جنب النادي اللي هو جماهير اللي هو اداره اللي هو لعيبه. احنا عنصريين لنادينا. نطلع نشوف محمد الشناوي نجم الاهلي ونجم مصر والحارس الاول لمنتخب مصر ان شاء الله في روسيا قال ايه، ونرجع لحضراتكم على طول. مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، هنا من احتفاليه تسليم الدرع والنجمه الرابعه للاعبي وجهاز الفني ومجلس اداره النادي الاهلي، معي احد ابطال هذا الموسم كابتن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني. شناوي احداث عديده السنه دي، بطوله الدوري، بقول لك مبروك الفوز بالدوري في اول موسم ليك بعد العوده مع النادي الاهلي. احنا النادي الاهلي عامه كل اي بطوله بيخش بيبقى مركز على البطوله، وان شاء الله ربنا يكرمنا والحمد لله النهارده بنحتفل بالبطوله. هي كانت متاخره شويه بس الحمد لله تكريمي ليه بالنادي الاهلي، وبشكر النادي الاهلي كله ان شاء الله. موسم كان صعب يا شناوي وفي مباريات صعبه كتير ومواقف كتير. اكيد طبعا الموسم كان صعب جدا وفي مواقف كتير وفي مرونا بحاجات صعبه كتير، بس الحمد لله في الاخر احنا بنحتفل ببطوله الدوري وان شاء الله نحتفل ان شاء الله ببطوله افريقيا ان شاء الله مع الجمهور ان شاء الله. قول لي بقى طمني وانت رايح على روسيا خلاص كاس العالم الاستعداد ازاي والمباريات، وان شاء الله تكون متواجد باذن الله. ان شاء الله ادعي لنا كده بس، والجمهور ان شاء الله يدعي لنا وان شاء الله نعمل حاجه كويسه ونرجع نعمل حاجه كويسه. كلمه اخيره لجمهور النادي الاهلي. احنا يعني جمهور الاهلي احنا مشتاقين ليكم وعايزين نشوفكم ان شاء الله في الملاعب وتكونوا موجودين عشان نحتفل بيكم ونحتفل بالدوري. محمد الشناوي كده كابتن واحد من حراس المرمى المميزين اللي بيشاركوا مع منتخب مصر في كاس العالم. والله كابتن لسه مش عارفين يعني مين اللي هيشارك في حراسه المرمى، نتمنى بقى كل التوفيق ليه. هو بيقول العقل بيقول الشناوي، لكن العقل والمنطق يعني، لكن هي حسابات جهاز فني بقى في 11 لاعب اللي هيكونوا موجودين. لكن محمد الشناوي واحد من حراس المرمى اللي انا يعني كنت كان ليا شرف ان انا ابقى موجود معاه في فريق واحد في قطاع الناشئين، لكن خرج من النادي الاهلي وعاد للنادي الاهلي بشرف وبقوه. اكيد يعني واحد من الحراس المتالقين اللي ليه وان شاء الله مستقبل كبير جدا في الكره المصريه وفي النادي الاهلي. اكيد احنا ما بنقللش طبعا من الحضري واكرامي، طبعا حراس كبيره جدا، لكن الحضري يعني برضو الحضري تكريمه في المنتخب وتكريمه في روسيا ده احسن حاجه ليه في حياته ان هو يلعب في مصر، يلعب باسم مصر في المونديال. لكن الحضري موضوع السن اكيد هيفرق شويه معاه، مش الحضري اللي احنا متعودين عليه. اكيد شريف اكرامي برضو حارس كبير جدا لكن كان برضو بعيد عن المباراه، عشان كده بقول العقل والمنطق بيقول محمد الشناوي. قدامكم طبعا دي احتفاليه نادي الاهلي في رفع درع الدوري العام بشكله الجديد، هم لونوه بس من بره بس يا عمر متهيألي يعني، وادوا له لمعه كده يعني برضو حاجه جديده للنادي الاهلي. مش كده يا كابتن؟ النادي الاهلي على طول بياخده في المكتب فاتين طرب من كتر الاحتفاظ بيه، فهم خرجوه بقى عشان يحتفلوا بالدرع فنضفوه شويه، فهو باين ان هو واخد لون. لكن زي ما احنا قلنا الدرع ان شاء الله الجديد النادي الاهلي هيتسلمه بعد بطوله كاس العالم او بخروج منتخب مصر من ابعد الادوار اللي ممكنه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يعني اكيد بنتابع درع او احتفال النادي الاهلي بدرع الدوري زي ما احنا شايفين، احتفاليه اكيد كل الاعلام متواجد فيها وكل اعضاء مجلس الاداره وحاجه باتحاد كره القدم. او ان شاء الله اول مباراه اورجواي
في بطولة كأس العالم زي ما احنا شايفين. دي لقطة موجود فيها مجلس الإدارة، يمكن يعني لقطة طيبة من شاكر برزنتيشن بتهدي لكل عضو مجلس إدارة زي كرة ذهبية. كرة ذهبية دي ممكن اللي يشوفها بيشوفها في تسليم حفل جوائز البالون دور اللي بنشوف ميسي ورونالدو بياخدوها، فبالتالي كانت لقطة طيبة جدا لإهداء مجلس الإدارة كور ذهبية. طبعا دي رمز من رموز المركز الأول، وبالتالي زي ما حضرتك شايف النادي الأهلي يمكن فرحة كابتن ممكن تكون فرحة كبيرة، لعيبة صغيرة كتيرة موجودة يعني أول بطولة ليهم مع النادي الأهلي، وبالتالي فرحة من نوع خاص، ممكن تكون لعيبة ما شاركتش كتير لكن في نفس الوقت اتحسبت لهم بطولة رسمية مع النادي الأهلي. أكيد يعني زي ما حضرتك شايفين برضو لقطات تاريخية، عم حارس منور الدنيا وحن في كل الناس بصراحة، يعني كل أسرة واحدة وكل عيلة واحدة زي ما احنا قلنا. يعني لو معانا أمير هشام جاهز بلقاءات يا جماعة قولوا لنا عشان نروح له، يعني زي برضو ما حضراتكم شايفين عمر اللعيبة كلها فرحانة، كل الناس كل الأهلاوية أكيد مبسوطين بالمنظر، كل الأهلاوية كان نفسهم يشاركوا في هذا الاحتفال، إن شاء الله قريبا يشارك كل جمهور النادي الأهلي في احتفاليات النادي الأهلي اللي جاية إن شاء الله. معانا على التليفون ولا معانا مع أمير؟ طيب نروح نشوف محمد سعيد، معاه سيادة العميد الكابتن محمد مرجان مدير العام التنفيذي النادي الأهلي، نشوفه قال إيه ونرجع لحضراتكم على طول. مرينا معكم في التغطية، وعقب تسليم اتحاد كرة القدم درع الدوري للنادي الأهلي النجم 40 بطولة الدوري لفريق النادي الأهلي، معي في هذه اللحظات سيادة العميد محمد دمرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي. سيادة العميد أولا برحب بيك وعلى التنظيم والاتفاق بهذا الشكل الرائع ما بين مسؤولي الأهلي واتحاد كرة القدم، وخلال الأيام القليلة الماضية أعلنت عن تفاصيل كثيرة تتعلق بهذا الشكل لتسليم الأهلي درع الدوري، فألف مليون مبروك. طبعا مبروك للنادي الاهلي ومبروك لجمهوره العظيم ومبروك لاعضاء الجمعيه العموميه، مبروك لعائله الاهلي كلها. طبعا زي ما يعني كابتن خطيب قال وزي ما احنا كلنا بنتمنى، يعني كنا نتمنى اللي يبقى تسليم الدوري بشكل رسمي في استاد القاهره او في الملعب نفسه في وسط جماهيرنا وفي وسط الجمهور الكبير، بس الحمد لله ان شاء الله السنه الجايه باذن الله هيبقى الدوري اهلاوي وان شاء الله يتسلم زي ما اتفقنا، وتبقى الناس هتنفذ وعودها ان شاء الله في وسط الجماهير باذن الله. تعرف يعني احنا فرحانين بس برضو في حاجه ناقصه، يعني لازم انت تبقى عايز الحقيقه ان انت بتسلم الدوري بتاعك في وسط الحدث نفسه، فان شاء الله ربنا يكرم باذن الله. وانا مش هقول بشكر طبعا شركه برزنتيشن المنظمه، وبشكر اتحاد الكوره المهندس هاني ابو ريدة اللي هو كان حريص جدا بقاله فتره كبيره اللي هو يسلم الدوري بشكل رسمي النادي الاهلي. احنا النهارده استلمنا الدوري بشكل رسمي، بنوعد جمهورنا اللي في احتفاليه كبيره جدا قريب هيبقى فيها احتفال بكافه الانتصارات الفتره اللي فاتت. طبعا ما ينفعش زي ما الكابتن قال، ما ينفعش احنا اتعلمنا كده وترمينا كده في النادي الاهلي، هي اجيال بتسلم بعضيها، ما ينفعش انكر مجهود المجلس اللي فات، فبنشكره طبعا على المجهود، وان شاء الله باذن الله احنا الفتره اللي جايه هنكملها ومصممين ان احنا نكملها رغم كل الصعاب اللي انتم شايفينها، بس احنا قادرين لان الناس انا عارف كويس قوي الناس الواعيه لو بتقدر النادي الاهلي قد ايه، واحنا بنشتغل بمنتهى الشفافيه وما عندناش حاجه باذن الله غير تارجت واحد بس او هدف واحد، افريقيا وكاس العالم ان شاء الله بالتاكيد. طيب المجلس كان قرر بالفعل خلال الايام القليله الماضيه تنظيم احتفاليه لفريق الكره وايضا الالعاب الاخرى التي حققت نجاحات، متى سيتم تجهيز لهذه الاحتفاليه والتنسيق؟ لان عارف انت مش بتحتفل بفريق واحد، بتحتفل بفرق كثيره وحققت بطولات عديده خلال الموسم الماضي. طبعا ان شاء الله باذن الله هنعلن قريب خلال الفتره اللي جايه، بس بنشوف الارتباطات كلها، وخصوصا ان احنا عندنا مجموعه كبيره من لاعبتنا مشاركه في كاس العالم فمش موجوده، فان شاء الله ولما كل الفرق تستكمل باذن الله، لان انت عندك في كره القدم المنتخب عندك مجموعه كبيره من اللعيبه، الكره الطايره نفس القصه، كره اليد نفس الموضوع، فانت عندك ارتباطات، اول لما هتكتمل باذن الله وفتره العيد تخلص ان شاء الله على خير وكاس العالم هنعلن عن احتفاليه كبيره جدا باذن الله هتسعد جماهير النادي الاهلي وهتسعد اعضاء الجمعيه العموميه بتاعته ان شاء الله. كلمة الكابتن محمود الخصيب كانت مؤثرة في شكل كبير جدا لكل المنظومة الأهلوية على مستقبل النادي وفريق كرة القدم والتطلعات خلال الفترة القادمة يا كابتن مرجان. يمكن احنا نجاحنا كان ليه سر واحد محدش عارفه اللي هي وحدتنا في قوتنا، احنا دايما بنقولها عائلة النادي الأهلي واحدة واحدة، مفيش حد يقدر يخترق صفوف النادي الأهلي، محدش يقدر يعمل فتنة أو واقعة بين النادي الأهلي وأعضاء جمعية عمومية وجماهيره، احنا كلنا منظومة واحدة من 1907 ومصممين ومكملين على كده، لأن مفيش حد يخترقها تاني زي ما هو قال، وإن شاء الله بإذن الفرحة اللي جاية هتبقى كبيرة قوي بعودة الجماهير وهتبقى كبيرة في جميع الألعاب الرياضية بإذن الله. معاني مهمة ورسائل واضحة، شكرا جدا سيادة العميد. أنا أخليك إن شاء الله، ربنا يخليك وألف مبروك. ألف مليون مبروك. شكرا جدا سيادة العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، وعودة من جديد إلى الاستوديو بعد هذه الاحتفالية الرائعة وفوز الأهلي ببطولة الدوري وتسليمه بشكل رسمي النجم 44 بطولة الدوري. محمد سعيد يمكن كان معاه العميد محمد مرجان، ومحمد سعيد ختم بكلام مهم وقال رسائل واضحة
من الاشخاص المسؤوله جوه النادي الاهلي هم مش يعني احنا مش محتاجين كتير. كل الكلام واضح من كلام الكابتن خطيب ومن اعضاء مجلس الاداره وكل القائمين على العمل جوه منظومه النادي الاهلي. اكيد كان يوم يعني احتفاليه رائعه، اجواء مثاليه، حضرتك شفت يعني حاجه تليق باتحاد كره القدم، حاجه تليق بالنادي الاهلي ومجلس ادارته. وكمان التوقيت يا كابتن ميدو عجبني جدا ان قبل ما لعيبه منتخب مصر تسافر لروسيا وكمان كانوا حريصين على تواجدهم علشان ياخدوا دفعه ايجابيه جدا قبل مشوارهم في روسيا. وبالتالي بنشكر كل القائمين على العمل في الاحتفاليه سواء هنا في القناه سواء في طبعا مراسليننا امير ومحمد سعيد وكل الناس اللي نقلت لينا طبعا الانتقال بالاتوبيس واثناء الحفل وكل الكلمات واللقاءات اللي حضراتكم شفتوها. وايضا كل الشكر لمجلس الاداره ان هو كان حريص ان هو يكون متواجد في ظروف اكيد يعني عندهم عمل شاق جدا 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 واختيارات كتيره قوي يا كابتن ميدو. فبالتالي لازم نشكر كل الناس والتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في الفتره القادمه. يعني موسم جديد، فتره اعداد جديده ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يوفق منتخب مصر ويرجع لعيبه النادي الاهلي تاني للنادي مع فتره الاعداد مع المباريات الوديه لاستعداد لموسم جديد ان شاء الله يقدر النادي الاهلي يحقق فيه كل البطولات اللي بيحلم بيها جمهوره ولاعيبته ومجلس ادارته ان شاء الله. اكيد يا عمر، يعني في نهايه لقائنا بيكو كانت احتفاليه رائعه تليق باسم النادي الاهلي فعلا ان شاء الله. زي ما قال كابتن محمد مرجان هينظموا احتفاليه كبيره جدا يكون فيها جمهور النادي الاهلي طرف اساسي فيها. كل التوفيق للنادي الاهلي فيما هو قادم، كل التوفيق لكابتن محمود خطيب ومجلس ادارته، كل اللي جاي ان شاء الله يكون حاجه جميله جدا تليق باسمكم باسم النادي الاهلي الكبير وجماهيره العظيمه. دايما بتشرفونا وبتنورونا ورمضان كريم عليكم ومع الف سلامه.